ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله ده اخر توتوريال في السنه، هنكفر فيه الويف ريفلكشن والانترفيرنس اللي هي اخر جزء في تشابتر 9، وناخد بعد كده الديفراكشن اللي هو اخر تشابتر عندك في المنهج. طيب تعالوا كده ناخد نظره سريعه. اول حاجه خالص عايزين بس نفهم الريفلكشن ويعني ايه فرق فيز والكلام ده. لو سيادتك واقف هنا في حبل، رفعت الحبل لفوق خلاص، يبقى انت مسكت بارتكل من الحبل ورفعتها او شدتها او طبقت عليها يعني تنشن فورس لفوق. اللي هيحصل ان البلس اللي حضرتك عملتها دي او الشده اللي انت شدتها لفوق، ايه اللي هيحصل؟ البارتكل اللي اترفع لفوق ده هيبقى عايز يشد البارتكل اللي جنبه، واللي جنبه يرفع اللي بعديه واللي بعديه وهكذا، فيبان كما لو كان ايه؟ كما لو كان البلس او النبضه اللي انت اديتها للحبل دي اهي بتنتقل في الحبل، ماشية في الحبل ناحية اليمين. دي الصورة رقم 2 اهي، بعد ما كانت دي الصورة رقم 1، هتفضل البلس برضو ماشية ناحية اليمين بالشكل ده لغاية ما توصل لمين؟ احنا اول حالة بندرسها دلوقتي اسمها حالة الفيكسد باوندري، اللي هو الطرف الثابت او الطرف التقيل. طيب البلس دي لما بتوصل للفيكسد باوندري بيحصل ايه؟ بتحصل ان هي بعد ما كانت ماشية، واخد بالك، ماشية ناحية اليمين، طبيعي ان هي تتعكس فتبقى راجعة ناحية الشمال. بس الغريب او الجديد اللي انا عايزك تاخد بالك منه، البلس اللي كانت ماشية من فوق الحبل ارتدت وبقت ماشية من تحت الحبل، فبنقول ان البلس خدت فرق فيز 180 او فرق فيز باي، وبنسميها inverted pulse او نبضة معكوسة. طيب ده لو كان في نهاية الحبل طرف ثابت او fixed boundary. تعال نبص عليها سريعا كده اهي، هبعت بلس، شايف انا بعتها منين؟ من فوق الحبل، هتوصل لفيكسد باوندري او طرف ثابت. بعد ما توصل للطرف الثابت ده هترجع منين؟ شايف رجعت من تحت الحبل. طبعا انا بس كان المفروض الغي الدامبنج علشان ايه، نبقى بندرس حاجه يعني مثاليه خلاص، عشان بس ما تفقدش امبليتيود البلس اللي انا بعتها. ادي البلس اهي ماشيه من فوق الحبل اهي، شايف هترجع منين؟ من تحت الحبل. برضو انا نسيت الغي الدامبنج، مش مشكله، ادي الدامبنج اهو من فوق الحبل رجعت من تحت الحبل، طولنا يعني في الموضوع ده مش مشكله. طيب الحاله الثانيه تعال نبص عليها بالمره ما دام جينا هنا. لو كان الطرف مش فيكسد، شايف مش نقطه ثابته، لو كان الطرف لوس او كان سايب او كثافته قليله او خفيف مقارنه بالحبل، شايف لما هنبع بالص هيحصل ايه؟ راحت من فوق الحبل رجعت برضو من فوق الحبل خلاص. اهي لو عملناها من اول وجديد، لو كان الطرف لوس او سهل الحركة بتاعته مقارنة بالحبل، بعتنا البلس من فوق، شايف رجعت منين؟ رجعت من فوق. طيب فاحنا هنقول ايه دلوقتي؟ ده أول حالة في الريفليكشن اللي هي الفيكس باوندري، خلاص وريتها لك. الحالة التانية السوفت باوندري أو الطرف السايب أو الخفيف. البلس اللي أنا بعتها من فوق الحبل أهي انتقلت جوه الحبل بالشكل ده من فوق أهي، وصلت يا دوبك قبل الطرف الثابت، الطرف السوفت او المتحرك اللي انا بتكلم عليه، وبعد كده غيرت اتجاهها بعد ما كانت ماشيه يمين بقت ماشيه شمال، بس برضه منين؟ برضه من فوق الحبل. يعني ما خدتش فرق الفيز 180 اللي كان حاصل من شويه، فبنقول خدت فرق فيز كام؟ زيرو. طيب لو انا قلت لك في اول حاله صنف لي كده الحبل مقارنة بالفيكسد باوندري، مين فيهم نعتبره هاي ان ومين فيهم لو ان؟ طب هنعتبر طبعا الحبل هو اللي لو ان. يعني ايه ان؟ يعني ريفراكتيف اندكس او معامل انكسار او دنسيتي اوف ميديوم او كثافة الوسط. فطبعا الحبل اخف من مين؟ او اخف لما نقارنه بمين؟ لما نقارنه بالطرف الثابت التقيل اللي صعب يتحرك، فيبقى عنده كثافة عالية او دنسيتي عالية. فيبقى البلس بتاعتنا ماشية فين دلوقتي؟ ماشية في الحبل. بتحاول توصل لمين؟ بتحاول توصل للطرف الثابت، يعني من لو بتحاول توصل لهاي، شايف؟ اهي ماشية من لو بتحاول في طريقة توصل للهاي، هنا وصلت للهاي، خلاص؟ من لو لهاي تتعكس بفرق فيز باي، خدها حتى على نفس اللحن اهي، من لو لهاي باي، من لو لهاي فرق فيز باي. إنما في السوفت باوندري مين في دول بقى نعتبره دلوقتي هاي ومين نعتبره لو؟ دلوقتي ده يعتبر حاجة سايبة، السوفت باوندري حاجة خفيفة سهل الحركة بتاعتها أو عندها دنستي أو كثافة قليلة، فهي دي اللي احنا هنعتبرها لو إن لما نيجي نقارنها بالحبل اللي ساعتها هنعتبره هاي إن. فالبلس أو النبضة بتاعتنا اللي كانت ماشية في الحبل هي ماشية في هاي إن،
بتحاول ان هي تروح لمين؟ للو ان، بتحاول توصل للسوفت باوندري، هتتعكس بفرق فيز كام؟ بفرق فيز زيرو. تعالى بقى نعكس الكلام ده دلوقتي، او يعني ندرس الكلام ده على اللايت. بنقول لما يبقى عندنا لايت راي او شعاع ساقط بنسميه انسيدنت راي، هو فين دلوقتي؟ هو في الهواء، في الهواء، في الهواء. هو بيحاول يروح لمين؟ بيحاول يدخل جوه الجلاس. طبعا الهواء ده اقل ريفراكتيف اندكس، اقل معامل انكسار او اقل دنسي، فمن لو بتحاول تروح للجلاس بتحاول تروح للهاي ريفراكتيف اندكس او للكثافه الاعلى او الان الاعلى. من لو الهاي شايف اتعكست عند النقطه دي، النقطه الزرقاء دي اتعكست اهو خلاص، بس بفرق فيز كام؟ بفرق فيز باي. عكس لما تكون انت كنت جوه الجلاس، ادي الشعاع بتاعنا اهو اتولد جوه الجلاس، يعني جوه الهاي ان ميديوم، كان بيحاول يطلع لللو. هو لو عليه بيحاول يطلع بره للهواء او لللو ان خلاص. من هاي بتحاول تروح للو تتعكس بفرق فيز كام؟ زيرو. طيب خليني برضو ارسم لك ايه موضوع فرق الفيز باي ده علشان سيادتك تبقى فاهمه خلاص، يعني حاول اشرحه لك كده على شكل ساين ويف او حاجه. يعني ادي عندنا هنا الجلاس، ده الجلاس اللي هو الهاي ان بنعتبره مقارنة بالهواء اللي فوقيه اللي هو هنعتبره لو ان. لو انت كان عندك مثلا ادي بلس بالشكل ده او ساين ويف ماشية بالشكل ده خلاص، هتتعكس بالشكل ده بالظبط خلاص. يبقى هي نزلت اهي من لو بتحاول تروح لهاي اتعكست بالشكل ده، دي البلس اللي بعد ما اتعكست. طب يعني ايه انا بقول من لو لهاي فرق الفيز باي؟ لا سوري انا كده عكست خلاص، انا الرسم اللي قصادك دي فيها سيمتري او فيها تماثل، شايف لو رسمنا لاين بالشكل ده الرسمه اللي على اليمين نفسها اللي على الشمال بالظبط، ففي تماثل، فيبقى فرق الفيز زيرو. البلس زي ما نزلت زي بالظبط ما اتعكست، فدلوقتي فرق الفيز زيرو، يبقى انا عكست. فرق الفيز زيرو ده بيحصل لما تكون في هاي ان بتحاول تروح للو ان خلاص. يبقى زي ما يكون اللي فوق كان هو ده الجلاس واللي تحتيه هو ده الهواء، من هاي بتحاول تروح للو خلاص، من هاي للو بتتعكس بفرق فيز زيرو. انما لو انت عايز تشوف فرق الفيز باي، ادي يا سيدي جلاس بالشكل ده، وادي اير، وادي الحد الفاصل ما بينهم، عندك هنا بلس مثلا بالشكل ده خلاص، هتتعكس، او خلينا نميلها شويه اسهل خلاص. انا عايز اعكسها دلوقتي ايه؟ من غير ما يكون في تماثل، يعني حاجه مثلا عامله زي كده. طبعا هي بايظه مني شويه، بس يعني اقصد اقول لك ان مفيش تماثل ما بينهم، مفيش هنا سيمتري او تماثل ما بينهم عكس الرسمه اللي كانت في الاول. طيب جلت مننا دي، ما رسمتهالكش كويس يعني، مش مشكله، نرجع نعوضها تاني بعدين. بنقول ايه بقى؟ ندخل ندرس حاجه دلوقتي اللي هي الانترفيرنس. ايه موضوع الانترفيرنس ده؟ ابسط حاجه عندك هنا تو سورسز او مصدرين للويفز، ده مطلع ساين ويف زي ما انت شايف، والسورس التاني مطلع ساين ويف برضو زي ما انت شايف. طب عايزك تتخيل معايا سيناريو كده ان التو سورسز كانوا تحت بعض بالظبط خلاص، يعني التو سورسز او الويفز اللي خرجت منهم مشيت نفس المسافه بالظبط اهو. احنا بدرس دلوقتي معاك الحاله الاولى اهي، عندنا تو سورسز تحت بعض بالظبط، فالويف اللي خرجت من هنا مشيت مسافه معينه والويف اللي خرجت من هنا اختها زيها بالظبط. طبيعي لو انت حاطط شاشه او سكرين في الاخر، او بنسميها اوبزرفيشن بوينت اللي هي نقطه ملاحظه، او انت واقف هنا بعينيك خلاص، هتشوف ان التو ويفز دول حصل ما بينهم كونستراكتيف انترفيرنس. يعني لو كل مصدر من دول بيطلع ضوء، او بيطلع مثلا، يعني لو كل مصدر من دول قلم ليزر مثلا خلاص، يبقى التو ريز او الاشعه هتوصل هنا لعينيك بيقووا بعض هما الاثنين، او تشوف الضوء بيزيد. طيب ده لو كان التو ويفز عدوا بنفس الشروط بالظبط، هما الاثنين خرجوا من نفس المصدر او من مصدرين زي بعض ومشوا نفس المسافه مع بعض، حصل ما بينهم يعني بالشبه كده او بالنظر هتشوف ان الاثنين دول ايدنتيكال يعني لبعضهم، هما الاثنين متماثلين مع بعض. طيب ده بنسميه كونستراكتيف انترفيرنس، ان الموجتين بيتراكبوا على بعض بيحصل ما بينهم تداخل بناء او كونستراكتيف انترفيرنس وبيقووا بعض هما الاثنين. طب تعالى نتخيل حاله ثانيه، لو التو سورسز دول كان في ما بينهم فرق مسافه، شايف
يعني الويف دي اللي بالاصفر مشيت مسافة معينة، الويف التانية اللي خرجت من المصدر التاني مشيت مسافة أطول منها شوية. خلاص، بس استنى، شايف الصدفة اللي حصلت؟ الحتة اللي اختلفوا فيها أو المسافة الزيادة اللي الويف دي مشيتها، صدفة إن المسافة دي لامدا، يعني طول موجي كامل، وأنت عارف إن المسافة لامدا دي بتترجم لكومبليت سايكل أو دورة كاملة، أو بتترجم لزاوية كام؟ 2 باي، يعني ما حصلش أي حاجة خالص. الويف لما بتمشي مسافة لامدا بنقول إن هي رجعت تاني زي ما كانت، خلاص؟ يعني لو كانت هنا نقطة ماكسيمم أو نقطة قصوى عند النقطة دي كده، مشيت مسافة لامدا هنا برضه هي احتفظت بنفس حالتها نقطة قصوى أو نقطة ماكسيمم. فلما الموجة اللي خارجة من مصدر 2 مشيت مسافة لامدا، خلاص؟ أكنها بالظبط إيه؟ ما خرجتش لسه، وأكنها ابتدت من أول وجديد. يبقى أنت من هنا ورايح تعرف إن مسافة لامدا يعني كومبليت سايكل أو دورة كاملة أو زاوية 2 باي، يعني أكن الموجة لسه خارجة من عند النقطة اللي أنا بشاور لك عليها هنا أهي. أكن هي دي النقطة الجديدة اللي الموجة هتطلع من عندها، أو ده المصدر الجديد للموجة. فاللي يحصل بعد كده ايه؟ ان الموجتين دول، الموجه دي والموجه دي، هما الاثنين حصل ما بينهم كونستراكتيف انترفيرنس. فبنقول دلوقتي شرط الكونستراكتيف انترفيرنس ايه؟ مش لازم يكونوا التو سورسز كانوا تحت بعض بالظبط او مشوا نفس المسافه، لا مش شرط، بس حتى لو حصل ما بينهم فرق مسافه يكون فرق المسافه ده ايه؟ لامدا، لان فرق مسافه لامدا هو ده اللي معناه زاويه 2 باي، هو ده اللي معناه ان الموجه اتولدت من اول وجديد او ما حصلش اختلاف خالص. فيبقى شرط الكونستراكتيف انترفيرنس ان يكون التو ويفز لو بينهم فرق مسار او فرق مسافه، تكون فرق المسافه دي كام؟ تكون لامدا او مضاعفات لامدا، لان كل لامدا بتترجم لسايكل او دوره كامله. فبنقول لازم فرق المسافه اللي بين الموجتين بنسميه دلتا اكس، انا بحب اسميه دلتا اكس لان هو فرق مسافه انت شايفه بعينيك. فبنقول فرق المسافه او اللي بنسميه الباث ديفرنس لازم يكون مضاعفات لامدا، خلاص كده ام لامدا. طب تيجي نكتب ده بلغه الانجل، طب ما بكل بساطه، ما هي اللامدا الواحده بتترجم لانجل كام؟ بتترجم لانجل 2 باي. طب انا لو مشيت مسافه دلتا اكس، مش عارفين المسافه دي كام، المسافه دلتا اكس تترجم لزاويه كام؟ خلاص، هنعمل حركه بسيطه كروس مالتيبليكيشن، هضرب دلتا اكس في 2 باي على لامدا. يبقى دايما من هنا ورايح لما بتضرب دلتا اكس في 2 باي على لامدا بتترجم لايه على طول؟ بتترجم لفرق زاويه او فرق فيز بنسميها دلتا فاي، وانا بحب اسمي برضو فرق الفيز دلتا فاي لان فاي دي متعودين عليها ان هي زاويه. فيبقى دايما في اللي جاي انا هسمي لك فرق الباث او فرق المسار دلتا اكس، انما فرق الزاويه هسميها لك دلتا فاي. المهم اعمل بوز هنا، بص على الشروط دي كده ايه، ملي عينك منها. لما يبقى فرق الباث او فرق المسار ام لامدا يحصل كونستراكتيف انترفيرنس، نفس الشرط بس بلغه مختلفه، لما يبقى فرق الفيز 2 باي على لامدا، سوري لا ده الايكويجن الجنرال، ده الايكويجن الجنرال اللي بيحول ما بين دلتا فاي ودلتا اكس، مش هنحتاجه دلوقتي يعني، خلينا هنكتبه على جنب دلوقتي. انا كنت اقصد اقول لك لما بتبقى خلاص، ما واضحه قصادك، ماشي. برضه شرط الكونستراكتيف انترفيرنس ان تكون فرق الفيز بكام؟ ان تكون فرق الفيز عندنا بمضاعفات 2 باي، ما احنا قلنا سايكل كامله اللي هي دي كده يعني زاويه 2 باي. خلاص؟ فنقول فرق الفيز لما بيكون 2 باي برضه بيحصل كونستراكتيف انترفيرنس. طب ما هي 2 باي دي نفسها 4 باي نفسها 6 باي، صح ولا ايه؟ ما هي لما انت بتلف زاويه 360 انت بترجع تاني مكانك بالشكل ده. لو انت واقف هنا مثلا لفيت زاويه 360 ما انت رجعت تاني مكانك، فبنقول فرق فيز يكون مضاعفات 2 باي، بكتب 2 ام باي. هم دول كده شروط الكونستراكتيف انترفيرنس. طب القانون اللي انا كتبته لك من شويه ده مهم جدا هنحتاجه. بنقول ان الربط ما بين دلتا فاي ودلتا اكس، او القانون اللي بيربط ما بين الفيز ديفرنس والباث ديفرنس، هو ان انا اضرب دلتا اكس في مين؟ في 2 باي على لامدا. يبقى ده كده برضو القانون اللي احنا هنحتاجه. طب انقل بقى معايا على الديستركتيف انترفيرنس. بكل بساطه الكلام ده يعني اللي موجود ده ممكن تقراه لو انت حابب، انا بشرحه لك كده كده. بنقول التو سورسز خرجوا نفس الويف، شايف الويف دي كده اهي، دي ايه دي؟ دي كوزاين ويف. طب دي برضو اللي خرجت من تاني مصدر برضو كوزاين ويف، يبقى الموجتين او التو ويفز اخوات وحبايب ونسخه من بعض. بس استنى، شايف حصل ما بينهم فرق مسافة أو فرق مسار كام؟ حصل بينهم فرق مسار لامدا على 2،
والمفروض ان انت عارف ان لامدا على 2 يعني نص سايكل، او يعني زاوية 180، يعني النقطة اللي خرجت من مصدرها هنا قصوى او ماكسيمم، صح؟ بعد نص سايكل اصبحت هنا ايه؟ مينيمم، اتعكست يعني، اتشقلبت. فدلوقتي التو ويفز من اول هنا هما الاتنين مع بعض هيبقوا ماشيين مع بعض، بس ايه؟ بيلغوا بعض هما الاتنين، شايف؟ لما كانت النقطة دي مثلا مينيمم، كانت النقطة دي ماكسيمم، يبقى لو النقطة دي مديك امبليتيود نيجاتيف 2، دي مديالك بوزيتيف 2، بيلغوا بعض هما الاتنين. فلو انت واقف هنا او حاطط هنا سكرين او شاشة، سيادتك مصدرين الضوء S1 وS2 اضعفوا بعض هما الاتنين او لغوا بعض، يبقى انت لو واقف هنا مش هتشوف ضوء. ده يحصل امتى الديستركتيف انترفيرنس او التداخل الهدام ده؟ ده يحصل لو كان فرق الباث او فرق المسافه لامدا على 2 ومضاعفاتها. طب لامدا على 2 ومضاعفاتها دي بنكتبها ازاي بقى؟ بنكتب فرق الباث او فرق المسار اهو لامدا على 2 ومضاعفاتها، بتتكتب كده ام بلس هاف لامدا، خلاص كده؟ طيب ليه ما نكتبهاش ام لامدا على 2؟ اهي مضاعفات لامدا على 2. شغل مخك كده هتلاقي ان لو كتبت ام لامدا على 2، ام ده كاونتر او عداد، يعني رقم بيبقى 0 1 2 3 4 وهكذا. طب ما هي ام لو ب2 2 لامدا على 2 تطلع لك لامدا، طب ما هي لامدا شروط كونستراكتيف انترفيرنس، واحنا عايزين نتجنب حاجه زي كده. فيبقى زي ما يكون احنا عايزين ننقي مين؟ المضاعفات الفرديه للامدا على 2. طب ده بيتكتب ازاي كرياضه او كماث؟ زي ما انا كاتب لك هنا ام بلس هاف لامدا المضاعفات الفرديه للامدا على 2. يبقى احنا كده اكننا بنقول لو فرق الباث لامدا على 2 يحصل ديستركتيف، 2 لامدا على 2 ما تنفعناش، 3 لامدا على 2 ديستركتيف، 4 لامدا على 2 ما تنفعناش دي بتاعت الكونستراكتيف، 5 لامدا على 2 ديستركتيف، وهكذا. انت فهمت خلاص. طب ده لو هنكتبه كزاويه احنا عايزين نقول ايه بقى؟ ما مسافه لامدا على 2 دي صح بتترجم لزاويه كام؟ بتترجم لزاويه باي اللي هي زاويه 180، ما نص سايكل يعني النقطه اللي كانت ماكسيمم اتعكست وبقت مينيمم، خلاص؟ وانت لو بتشوف واحد او واحد صاحبك كده اتغير بتقول ايه؟ بتقول اتغير 180 درجه. فبنقول ان مسافه لامدا على 2 دي بتترجم لزاويه 180، مسافه لامدا على 2 اهي بتترجم لزاويه باي. فيبقى نفس الشرط بتاع فرق المسار مضاعفات فرديه لامدا على 2 بكتبه ازاي بلغه الفيز او بلغه الانجل؟ بكتب ان فرق الزاويه مضاعفات فرديه لباي، بيتكتب كده 2m بلس 1 باي، او احيانا بنكتبها ماينس 1 باي كمان، مش فارقه. طب ليه ما نكتبش 2m باي وخلاص، او m باي؟ ليه ما اكتبش m باي؟ برضو لنفس السبب، ما هي m ده رقم بيبقى 0 1 2 3، فلو صدفت ان m كان 2 او كان 4، 2 باي و4 باي دول مين؟ دول بتوع الكونستراكتيف انترفيرنس، عايزين نتجنبهم. فعشان نتجنب المضاعفات اللي هي الايفن او الزوجيه ما بنكتبش m باي، بنكتب 2m بلس 1 باي، ده شرط الديستراكتيف انترفيرنس، خلاص. ايه الاسباب اللي ممكن تخلق اصلا فرق فيز او فرق باث ما بين موجتين؟ تعال كده ندرسهم سوا. عندنا ثلاث اسباب. اول سبب بنقول فيز ديفرنس ات سورسز، او بنسميه سينكرونايزيشن ايرور، ان يكون الويفز خارجه من مصدرها غير بعض، ده مطلع ساين ويف، ده مطلع نيجاتيف ساين. طبعا الساين والنيجاتيف ساين دول عند الشاشه او لو انت واقف هنا بيلغوا بعض، بيحصل ما بينهم ديستركتيف انترفيرنس. طب ليه حصل هنا انترفيرنس او ليه حصل هنا فرق فيز؟ نتيجه ان المصادر نفسها مش سينكرونايزد، مش متناغمه، مش مطلعه نفس الحاجه، لا دول مطلعين حاجتين مختلفين ساين ونيجاتيف ساين، فدول ممكن يموتوا بعض. طب لو كانوا مطلعين نفس الحاجه ساين وساين، صح؟ ده ما كانش يخلق فرق فيز ما بينهم. طيب السبب الثاني، ممكن يبقى السورسز مطلعه نفس الحاجه بالظبط، اهي دي كده ساين ودي كده ساين، يبقى نفس الموجتين بالظبط خارجين من المصادر. بس استنى، ده مشي مسافة L1، التاني مشي مسافة L2، يبقى في فرق مسافة لو انت شايف اهي، صح كده؟ هم من اول النقطة دي بقوا ماشيين مع بعض، بس في هنا كده فرق مسافة، او بنسميه فرق مسار، او بنقول propagation phase difference، حصل فرق فيز ما بين الموجتين نتيجة ان هم ما مشيوش نفس المسار، مشيوا مسارات مختلفة، موجة فيهم مشيت مسافة L1 أو مسار L1، والموجة التانية مشيت مسار L2، فنتيجة فرق المسار ده حصل فرق فيز. طب فكرني كده، هو لو فرق المسار، بص بعينيك،
مسافة L2 مسافة L1، يبقى الفرق ما بينهم كام؟ الفرق ما بينهم L2 ماينس L1، ده كده فرق مسار أو فرق مسافة أو بنسميه دلتا إكس. لو أنا عايز أكتبه بلغة الأنجل دلتا فاي لازم أضربه في مين؟ بضربه في 2 باي على اللمدا. خلاص؟ السبب الثالث إن يكون حصل ريفليكشن فيز ديفرنس، عدوا بظروف ريفليكشن غير بعضهم هما الاثنين. يعني ده السبب الثالث اللي ممكن يخلق فرق فيز ما بين أي تو ريز أو أي شعاعين، اللي هو reflection phase difference. كاتب لك دلوقتي assume ان thickness t بزيرو، التخانة اللي هنا بزيرو، لان هي لو مش بزيرو يعني هتغير اللي انا هقوله لك دلوقتي، فدي هندرسها قدام برضو باستفاضة. طيب الشعاع رقم واحد هنا كان في مصدر مثلا بالشكل ده، هنا في سورس او حاجة زي كده طلع منها شعاع، خلاص الشعاع ده وصل هنا عند النقطة اللي انا هسميها لك ايه، حصل له split، اتقسم جزء منه اتعكس. طب الجزء اللي اتعكس ده خد فرق فيز كام؟ خد فرق فيز، اصل احنا كنا في الهواء لو بنحاول ندخل لجلاس، بنحاول ندخل لهاي، من لو لهاي خد فرق فيز كام؟ باي. ده الشعاع اللي هو اللي اتعكس. طب الجزء اللي كان عدى كمل جوه الجلاس، مشي مسافه هنفترضها زيرو دلوقتي عشان لو المسافه دي ليها قيمه يبقى دي كده فرق مسافه، اللي هو السبب اللي فات اللي هو السبب رقم 2، احنا دلوقتي بندرس السبب رقم 3 لوحده. فوصل هنا الشعاع ده عند النقطة اللي هسميها لك بي، جزء منه طلع ما يهمناش وجزء منه اتعكس. طب الجزء اللي اتعكس وبعد كده خرج من هنا وجالي ده خد فرق فيز كام؟ صح، شوف كده هو بيتعكس خد فرق فيز كام، وهو بيتعكس كان فين؟ بص كان هنا اهو جوه جلاس بيحاول يطلع يروح لاير، بيحاول يكمل هنا يروح للو، فمن هاي بيحاول يطلع يروح للو، من هاي للو يتعكس بفرق فيز كام؟ زيرو. فيبقى احنا بنقول دلوقتي ان الشعاع اللي كان في الاصل حاجه واحده خارجه من المصدر اتقسم او مر بظروف ريفليكشن مختلفه، جزء منه هنا اتعكس بفرق فيز باي، وجزء منه لما جه يتعكس ما خدش فرق فيز. فده اللي احنا بنقوله، شعاعين دلوقتي مروا بظروف ريفليكشن غير بعض، واحد خد فرق فيز باي والتاني خد فرق فيز زيرو. فرق الفيز ده نتيجه الريفليكشن او ان هم مروا بظروف ريفليكشن غير بعض. طيب يبقى نبص كده بصه او نظره عامه كده، ايه هي الاسباب اللي تخلق فيز ديفرنس؟ ثلاث اسباب. اول حاجه بنسميها سورسز فيز ديفرنس، يمكن الريز او اللايت ريز او الويفز بتاعتك خارجه من مصادر غير بعضها، بروباجيشن مشيوا مسارات غير بعض او مشيوا مسافات غير بعض، يعني ما بحبش اقول مسافات قوي خليها مسارات احسن. السبب الثالث ريفليكشن، مروا بظروف ريفليكشن غير بعض او انعكسوا من عند نقط مختلفه او خدوا فرق فيز مختلف عن بعضهم نتيجه الريفليكشن. طب علشان برضو ما تتوهش تعال الخص لك الثلاث اسباب دول في مساله، تعال نبص على المساله دي هتفهمك كل حاجه. هنا بيقول لي if S1 and S2 produce waves with phi phase difference، عندك هنا مصدرين سورس 1 وسورس 2 بيطلعوا ويفز بفرق فيز كام؟ بفرق فيز باي. استنى، هو في الاخر خالص طالب الفيز ديفرنس عند النقطه بي، النقطه بي هنا في واحد واقف هنا او في سكرين هنا، فعايزين نعرف فرق الفيز عند النقطه بي بكام. فانا هقسم المساله بس كده تلات اجزاء في الاول او تلات اسباب. فرق الفيز بيبقى نتيجه السورسز، بيبقى نتيجه البروباجيشن، وبيكون نتيجه الريفليكشن. تعال ندرسهم واحد واحد. اول حاجه خالص فرق السورسز باي، هو اللي قايل لك ان السورسز من بابهم كده خلاص من بيتهم كده مطلعين ويفز بفرق فيز كام؟ باي. يبقى ده كده اول سبب يخلق فرق فيز. كمل، قال لك بعد كده كل ويف مشيت في الطريق اللي انت شايفه، مشيوا مسارات مختلفه عن بعض واتعكسوا بعد كده من ثين فيلمز مختلفين، كل الكلام ده ملوش اي لازمه، هات لي فرق الفيز عند النقطه بي. تعال كده نشوف، هل التو ويفز، ادي اول ويف خرجت من سورس مشيت 3 مترز اتعكست هنا لغايه ما وصلت للنقطه بي، التانية خرجت من سورس 2 مشيت 7 مترز اتعكست من هنا لغاية ما وصلت للنقطة بي. تعال كده ندرس فرق الباث اللي بينهم، فرق المسار اللي بينهم. خلاص هروح انا جاي عامل هنا كده، هشد خط هنا كده واقول ايه، من اول النقطة دي كده 3 مترز ومشيت حتة كده معينة وصلت البي، ده مشي 3 مترز مشي نفس الحتة وصل لبي، يبقى فين هنا فرق الباث؟ فين المسافة اللي ويف مشيتها وويف لأ؟ هي المسافة اللي هنا دي كده. طب دي اللي هي مين؟ اللي هي 7 مترز لما تخصم منها 3، يبقى دي كده 4 مترز. كويس قوي.
بس استنى، 4 مترز ده فرق ايه؟ ده فرق مترز، فرق مسافة تقدر تقيسها بعينيك. فرق المسافة عشان تتكتب على انها فرق فيز لازم بتتضرب في 2 باي على مين؟ على لامدا. اللي بعده، طب الريفليكشن، تعالى كده نزوم على الحتة دي. هو الشعاع رقم واحد فضل ماشي، ماشي في الهواء، فلو لو لو، ماشي في لو، بيحاول يروح لمين؟ لهاي، خلاص؟ هيتعكس بفرق فيز كام؟ باي، لغايه ما يوصل للنقطه بي. الشعاع الثاني برضو كان ماشي في مين؟ في هواء. الهواء بالنسبه لاي حاجه يعتبر لو، كان ماشي في لو لو لو، بيحاول يروح لمين؟ لهاي. من لو لهاي اتعكس بفرق فيز كام؟ باي. اذا الشعاعين ما مروش بظروف ريفليكشن غير بعض، الاثنين وهم بيتعكسوا خدوا فرق فيز باي، يبقى ما مروش بظروف ريفليكشن غير بعض، فيبقى هنا السبب الثالث مش موجود، هما الاثنين مروا بنفس ظروف الريفليكشن. هتقولي بس هنا الان مختلفه عن الان، مش مشكله، انا لما باجي اشوف بشوف مين لو مين هاي، ما يهمنيش هي هاي بقد ايه بالظبط، يعني الهواء عنده ان ب 1، فالشعاع رقم واحد من الهواء كان بيحاول يروح لمين؟ ل 1.5، ما يفرقليش الارقام، يفرق لي ان الهواء يعتبر لو وال 1.5 تعتبر هاي. نفس القصه، الشعاع رقم اتنين هنا كان في هواء هعتبره لو، بيحاول يروح لمين؟ ل 1.7، ما يهمنيش الرقم، من لو بيحاول يروح لهاي اتعكس بفرق فيز باي، يبقى مروا بنفس الظروف مع بعض، يبقى مفيش فرق فيز نتيجه الريفليكشن. يبقى الاجابه في الاخر خالص هتبقى باي بلس 2 باي على لامدا مضروبه في 4، هو مديك لامدا خلاص بتاعت اي شعاع من الاثنين، الاثنين ليهم نفس اللامدا بالظبط، تحسب الرقم ده تشوف يطلع معاك كام بالظبط. طيب ده كده كان سؤال، تعالى نحل كذا سؤال تاني. هنا بيقول لي مثلا two separated sources emit sinusoidal traveling waves، مصدرين بيطلعوا waves ليهم نفس ال wavelength بالظبط و in phase مع بعض. in phase معناها ايه؟ in phase ان السبب الاولاني مش موجود، خلاص السبب الاولاني بتاع ال sources phase difference مش موجود. كمل، واحدة فيهم مشيت مسافة L1 لغاية ما توصل للobservation point أو للسكرين أو لنقطة الملاحظة، التانية مشيت مسافة L2، خلاص يبقى أنت فهمت إن في فرق مسافة ما بينهم L2-L1 أو L1-L2، مش فرق كتير، ده فرق مسار أو فرق إكس ما بينهم. طيب بيقول لك إمتى الأمبليتيود عند الobservation point يبقى مينيموم؟ امتى الامبليتيود يبقى مينيمم؟ مينيمم دي على طول، يبقى انا عايز يحصل ديستركتيف انترفيرنس. ديستركتيف انترفيرنس بيحصل لما فرق الباث يكون بكام يا شطار؟ بمضاعفات لامدا على 2، ام بلس هاف لامدا اللي هي مضاعفات لامدا على 2، او اللي بنسميها بطريقه ثانيه اود مالتيبلز، مضاعفات فرديه للامدا على 2، تبقى الاجابه اود مالتيبلز اوف لامدا على 2. سوري، اود مالتيبلز اوف لامدا على 2. طيب السؤال اللي بعديه رقم 4، عندك تو سورسز S1 وS2 طلعوا ويفز بنفس الويف لينث، خلاص في نفس الوسط، ما جابلكش سيره ان السورسز دول في بينهم فرق فيز ولا لا، ما جابلكش سيره، ما قالكش زي هنا مثلا ان هم ان فيز مع بعض، شايف؟ ما قالكش السطر ده ان هم الاثنين ان فيز متناغمين مع بعض. طيب قال لك ان الفيز ديفرنس عند البوينت بي اللي هي نقطه الملاحظه، الفيز ديفرنس اهو ده الايكويشن بتاعه، يبقى الكوانتيتي ايبسلون دي بتمثل او بتريبريزنت مين بالظبط؟ تاني، فرق الفيز المفروض ان هو مين؟ المفروض ان هو ثلاث اسباب، خلاص؟ اول سبب قلنا بتاع السورسز، تاني سبب بيكون بتاع البروباجيشن، صح ولا ايه؟ ثالث سبب بتاع الريفليكشن، ده كده بتاع البروباجيشن، الثالث خالص ده بتاع الريفليكشن. باين قوي ان مفيش ريفليكشن حصل، ليه؟ الويف اللي خرجت من سورس 1 مشيت L1 لغايه ما وصلت، ما اتعكستش، ما شفتش بعينيك انت اي ريفليكشن في المساله، مشيت مسافه L1، الثانيه مشيت مسافه مين؟ L2، برضو من غير ريفليكشن، يبقى ما فيش ريفليكشن في المساله. خلاص؟ طب نتيجه ان هم مشيوا مسافات غير بعض، يبقى فرق الفيز نتيجه البروباجيشن L2-L1، بس ده كده فرق مسار، ده كده دلتا اكس بيتضرب في 2 باي على اللمدا الاول عشان يتحول يبقى دلتا فاي، خلاص؟ طب وفرق السورسز مش عارفين، تعالى كده نقارن، يبقى انا وصلت ان دلتا فاي هي عباره عن فرق السورسز اذا كان فيه او لا بلس 2 باي على لامدا L2-L1، تعالى كده نقراها بقى، هو قال لك اهو فرق الفيز عباره عن 2 باي على لامدا L2-L1 دي اللي احنا كده كده وصلنا لها بلس مين؟ بلس ابسلون، يبقى انا كده استنتجت ان ابسلون ده بيمثل مين؟ فرق الفيز نتيجه السورسز.
خلاص يبقى انا راح مختار الاجابه دي ان ابسلون بيمثل فرق الفيز نتيجه السورسز. اجين 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 بسرعه كده. هو قال لك ايه من عنده خالص؟ قال لك ان فرق الفيز عند النقطه بي متقسم جزئين 2 باي على لامدا ال ماينس ال بلس ابسلون. انت فاهم ان في ثلاث اسباب الريفليكشن مش موجود، يبقى السببين دول عباره عن مين؟ واحد فيهم بروباجيشن اللي هو طبعا ده باين ال2 ماينس ال1، يبقى الثاني بيمثل مين؟ سورسز. عشان كده قلت له ابسلون بتمثل السورسز على طول اهي، اللي هي الفيز ديفرنس بتوين ذا تو سورسز. طيب ده كده كان سؤال. كمان السؤال اللي بعد كده ده سؤال سهل جدا. عندك هنا تو روبس، خيطين او حبلين ار سبلايسد توجذر، a pulse started from one end. دي كده بلس اهي ماشيه from the left to the right، ماشيه ناحيه اليمين. لما توصل للنقطه الفاصله ما بين الحبلين، شايف باين ان الحبلين في واحد اتخن من التاني شويه، thicker than التاني. لما توصل هنا للحد الفاصل ما بين الحبلين، ما هو ده اكنه ايه؟ ده كده اكنه وسط خلاص، وده اكنه وسط تاني. مين فيهم هاي؟ الاتخن. ده تقيل او تخين فيبقى ده هاي ان، وده كده يعتبر اخف شويه هنسميه له ان. فالبلس دي ايه اللي هيحصل لها؟ زي اي بلس بتوصل لنقطه او الانترفيس او لخط فاصل ما بين وسطين، ايه اللي بيحصل؟ جزء منها بيعدي، بيعدي من غير اي فرق فيز. ها يعني البلس من فوق الحبل، فالجزء اللي هيعدي برضه هيكون من فوق الحبل خلاص، بس يعني نصغره كده شويه. ليه؟ لان هو مش نفس البلس كلها عدت، ده جزء منها عدى. طيب وفي جزء هيتعكس، طب اللي اتعكس خد فرق فيز كام؟ ما هي البلس الاصليه كانت في هاي بتحاول تروح للو، من هاي بتحاول تروح للو بتتعكس بفرق فيز زيرو على طول. يبقى البلس اللي راحت اهي هتتعكس بس بفرق فيز كام؟ زيرو، يعني هتتعكس برضو من فوق الحبل. يبقى انا بدور على 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 اجابه شبه دي كده، فنختار الاجابه اللي هي مين؟ اللي هي الاجابه ايه؟ خلاص تاني، البلس اللي كانت من فوق الحبل وصلت عند النقطه دي، جزء منها هيعدي، اللي بيعدي ما بيبقاش فيه فرق فيز، اللي بيعدي بيعدي زي ما هو بالظبط بس اقل شويه، لان هو قلنا جزء من البلس الاصليه. طب الجزء اللي اتعكس خد فرق فيز زيرو فيتعكس بالشكل ده خلاص. لو كان خد فرق فيز باي كان يتعكس من تحت، من تحت الحبل، انما ده فرق فيز زيرو فيتعكس من فوق الحبل. طيب طبعا الكلام يختلف لو كانت المساله مثلا يعني حاجه بالشكل ده. باينه جدا، ده كده يعتبر لو وده الهاي، فالبلس اللي ماشيه من لو الهاي هيحصل ايه؟ هتوصل هنا هتسبلت، هتتقسم جزئين، جزء يعدي طبعا، ده مفيش حاجه اسمها فرق فيز في اللي بيعدي، فرق الفيز دي في اللي بيرجع في اللي بيتعكس. طب الجزء اللي اتعكس، ما هي كانت في لو كانت بتحاول تروح لهاي، فالجزء اللي اتعكس خد فرق فيز باي، فيبقى الاجابه حاجه عامله زي كده، ان الجزء اللي اتعكس كان انفيرتد او معكوس واللي كمل زي ما هو. طيب ناخد سؤال كمان. هنا بيقول لي observer stands 1 meter from speaker A. speaker A ده مصدر اهو مطلع ويف، الويف مشيت 1 متر لغايه ما وصلت هنا. الويف اللي خرجت من B مشيت 3 meters لغايه ما وصلت هنا. تعرف تقول لي فرق الفيس كام عند النقطه B؟ طبعا دايما بتفكر كده بالثلاث اسباب. السبب الثالث بتاع الريفليكشن مش موجود، ليه؟ لان قصاد عينك اهم طريقهم سالك مفيش ريفليكشن. السبب الاولاني هو قال لي ان both speakers are oscillating in phase، مفيش فرق فيز ما بينهم، يبقى السبب الاولاني بتاع السورسز مش موجود، يبقى فرق الفيز الوحيد نتيجه ان واحده مشيت 3 مترز وواحده مشيت 1 متر، يبقى بينهم فرق مسافه 2. فرق المسافه 2 بتتضرب في 2 باي على لامدا عشان تبقى فرق فيز. هو بيسالك عن مين؟ بيقول لك what will be the phase difference عند النقطه P. بس كده، يبقى الفيز ديفرنس هيبقى 2 باي على لامدا مضروبه في 2. طب انا مش معايا لامدا، اقرا كده الجيفنز اللي اديها لك. مش مشكله معاكش لامدا، بس معاك حاجتين، معاك الفريكوانسي بالهرتز ومعاك الساوند سبيد اوف ساوند ان اير اللي هي الفي، فانت معاك الفريكوانسي والفي. طب ما اي حد عارف ان الفيلوسيتي هي لامدا على اف، يبقى لامدا هي اف في، ادي اف اهي مضروبه سوري فيلوسيتي لامدا اف، انا اسف، يبقى لامدا هي في على اف، يبقى لامدا هي في على اف بالشكل ده، جبنا دلتا فاي على طول. طيب احنا كده الحته بتاعت فرق الفيز وباي ومش باي والكلام ده اظن اتظبطت كويس خلاص، نقدر ان احنا نبروسيد للجزء اللي بعد كده. فاضل بس معلومه برضو اخيره كده نراجع عليها.
الكلام ده قديم انا عارف بس نراجع عليه. طبعا معروف ان اعلى سرعه لاي ويف، لاي الكتروماجنتيك ويف او لايت ويف مثلا، بتكون في الهواء. اعلى سرعه لاي الكتروماجنتيك ويف بتكون في الهواء، وبتكون 3 في 10 باور 8 بنسميها سي. طب في اي ميديوم تاني، في اي وسط تاني، ما بتفضلش سي، بتقل. طب بتقل بفاكتور كام؟ بتقل بفاكتور 1 على ان. يبقى السرعه في اي وسط هتبقى سي بتاعت الهواء، سرعه الضوء في الهواء، بس اتقسمت او بقت ديفايدد باي ان، قلت شويه. يبقى هو ده كده الايكويشن اللي يديلك سرعه اي ويف في اي وسط في اي ميديوم. يبقى نطلع من هنا ان مين هو الان، او ايه الديفينيشن بتاع الان. الان هو عباره عن سي على في. يبقى نقدر نقول هو نسبه او ريشيو ما بين سرعه الضوء في الهواء، سبيد اوف لايت ان اير، على سرعه الضوء في الوسط اللي احنا بندرسه، سبيد ان ميديوم. يبقى مثلا ان بتاع الجلاس 1.4. يعني ايه ان بتاع الجلاس 1.4؟ يعني سرعه الضوء في الهواء اعلى بمقدار 1.4 من سرعه الضوء في الجلاس مثلا يعني. طب كذلك، ما انت فاهم ان الفريكوانسي بتبقى دايما كونستنت. انت لو اشتريت قلم ليزر اخضر، كلمه اخضر دي يبقى الفريكوانسي بتاعته ثابته. سواء انت هتوجه قلم الليزر ده في الهواء في الميه، كده كده الفريكوانسي ثابته ما بتتغيرش. الفريكوانسي دايما ريليتد بالمصدر، خلاص. فقلم الليزر اللي احنا اشتريناه اللي بيطلع جرين لايت بيطلع فريكوانسي ثابته، الا لو انت رميته واشتريت مصدر جديد او سورس جديد، خلاص. فبنقول الضوء ده لو مشي شويه في الهواء، مشي شويه في الهواء، بعدين وصل هنا مثلا، دخل في الميه، ايه اللي بيحصل بقى اللمضه؟ ما على طول خليك فاهم حاجه، هو انا من الهواء للميه الفي زادت ولا قلت؟ الفي قلت طبعا، اعلى في في الهواء، يبقى كذلك اللمضه هتقل، خلاص. كذلك اللمضه هتقل، لان الفي ايكوال لمضه اف. بما ان الاف كونستنت، يبقى الفي واللمضه دايركتلي بروبورشنال، او علاقه طرديه. فلو الفي قلت لازم مين على طول يقل معاه؟ لمضه. فيبقى انت بتقول ان لو كانت لمضه في الهواء بالشكل ده جوه الميه، لمضه هتقل شويه. طب لمضه هتقل شويه هتبقى عامله ازاي؟ لمضه اللي هي المسافه بين اي تو بيكس هتبقى حاجه عامله زي كده مثلا، خلاص. يبقى كده لمضه قلت شويه. طيب بنفس بقى المنطلق، عندنا فكره لحاجه اسمها اوبتيكال باث. طبعا انت الكلام ده ما تقراهوش، انا بشرحه لك دلوقتي، اقرا بقى يعني بعد ما تسمع الشرح او حاجه. تعال ندرس حاله كده ان في تو ويفز مشيوا نفس المسافه بالظبط، بس في ميديومز مختلفه، في اوساط مختلفه. هل ده هيخلق فرق فيز ما بينهم ولا لا؟ طب هتقول لي ايه علاقه ده اصلا بفرق الفيز؟ ما احنا قلنا فرق الفيز ثلاث حاجات: سورسز، بروباجيشن، ريفليكشن. تعال نشوف. مصدر طلع تو ويفز، خلينا نقول كده مصدر طلع تو ويفز، او نفس المصدر او مصدرين زي بعض بالظبط، طلعوا تو ويفز. ادي ويف رقم واحد اهي، وادي ويف رقم اتنين اختها بالظبط. ما دام طالعين من نفس المصدر يبقى مفيش فرق فيز نتيجه المصادر. طيب انا شايف ان طريقهم يعني خلاص اهو واضح وسالك. ويف رقم واحد مشيت مسافه ال اللي انا معلمها لك بالازرق لغايه ما وصلت للنقطه بي اللي احنا عايزين ندرس الويف عندها، خلاص. يبقى مشيت مسافه ال لغايه ما وصلت، خلي النقطه بي هنا كده اهي. الويف رقم اتنين مشيت برضو نفس المسافه لغايه ما وصلت لنفس النقطه بي. فممكن يبان لك ان مفيش بروباجيشن فيز ديفرنس، مشيوا نفس المسافه. وهتقول لي مفيش ريفليكشن برضو. مفيش ريفليكشن دي واضحه فعلا، ان هم مشيوا على طول من غير ريفليكشن، بس بصراحه لا، في فرق فيز نتيجه البروباجيشن. ازاي؟ ما هو مشيوا نفس المسافه. ما انا ما قلتلكش ان البروباجيشن بالعربي ترجمتها مسافه، انا قلت لك من شويه ان عندي تحفظ عليها. بروباجيشن يعني مسارات غير بعض. هم صحيح مشيوا نفس المسافه بالظبط، بس في ميديومز مختلفه او في اوساط مختلفه، يبقى مساراتهم غير بعضها. تعال نشوف ازاي. الويف رقم واحد عند النقطه هنا، خلاص، مشيت مسافه ال، مشيت مسافه ال في وسط معين. يعني تعالى كده نقول ان ده كده وسط اهو بالازرق، وسط معين عنده ان 1 مثلا، فهي مشيت مسافه معينه بلمضه معينه، اكتسبت فرق فيز عن ما هي داخله ولا لا؟ شايف هي مثلا داخله هنا كانت مينيمم، كانت زيرو، خلاص، مثلا بالشكل ده اهي، خرجت ماكسيمم، يبقى اكتسبت فرق فيز عن ما هي داخله ولا لا؟ ده حقيقه. طب اكتسبت فرق فيز كام عن ما هي داخله؟ تعالى كده نكتبها عند النقطة P اهي، اكتسبت فرق فيز عن ما هي داخلة هتبقى كام؟
شوف هي مشيت قد ايه، مشيت مسافه ال، هي مشيت مسافه ال، عشان اترجم المسافه دي لفرق فيز بضربها في 2 باي على لامدا. بس استنى، انهي لامدا؟ هي مشيت في وسط عنده ان 1 فيبقى عندها لامدا 1. الويف الثانيه بقى اللي مشيت هنا في وسط تاني خالص، هنسمي الوسط التاني ده ان عنده ان 2، فما دام ان 2 مختلفه عن ان 1 يبقى اكيد لامدا كمان مختلفه. فنقول الويف اهي مشيت مثلا، شايف لامدا مختلفه جدا ايه، طبعا اكتسبت فرق فيز عن ما هي داخله. طب اكتسبت فرق فيز عن ما هي داخله كام؟ هي مشيت مسافه ال، اضرب ال في 2 باي على لامدا اللي هي ماشيه بيها. هي مشيت في وسط عنده ان 2 يبقى قول 2 باي على لامدا 2. خلاص اكيد لامدا 2 مختلفه عن لامدا 1 رغم ان هم خارجين من نفس المصدر، هم خرجوا من نفس المصدر ليهم نفس اللامدا، بس نتيجه اللي هم مشيوا في اوساط مختلفه فلامدا اختلفت طبعا. يبقى لو انت تيجي كده تركز على الشعاعين 1 و2 من اول ما خرجوا لغايه هنا كانوا اخوات وحبايب، مفيش فرق فيز ما بينهم. خلاص نتيجه ان هم مشيوا في اوساط مختلفه او مسارات مختلفه فيبقى حصل ما بينهم فرق فيز. بكام فرق الفيز اللي ما بينهم؟ فرق الفيز اللي بينهم هتعمل دول كده ماينس بعض، ده فرق الفيز اللي الويف الاولى اكتسبته بعد مسافه ال، ده فرق الفيز اللي الويف الثانيه اكتسبته بعد مسافه ال. فيبقى فرق الفيز عباره عن 2 باي على لامدا 1 ال ماينس 2 باي على لامدا 2 ال. طيب احنا ممكن نعمل حركه جميله جدا، هقول ايه؟ فرق الفيز ايكوال 2 باي على لامدا 1، بدل لامدا 1 هكتب ايه؟ بدل لامدا 1 انا عارف ان لامدا 1 اقدر اشيلها واحط بدلها لامدا بتاعت الهواء، بس اكون قسمت لامدا بتاعت الهواء على ان 1. اجين افتكر كده القانون، مش احنا قلنا في اي وسط هي سرعه الهواء في نود اللي هي سي اللي هي سرعه الضوء في الهواء على ان؟ يبقى نفس الطريقه، يبقى لامدا هتكون لامدا نود اللي هي اكبر لامدا اللي هي بتاعت الهواء على ان، فانا شلت لامدا 1 حطيت لامدا نود على ان 1 ال ماينس 2 باي اوفر لامدا 2 ال، بدل لامدا 2 هحط لامدا نود على ان 2، واروح ساحب 2 باي على لامدا بره، واروح ساحب 2 باي على لامدا بره بالشكل ده. اكتب ان دلتا فاي ايكوال، هسحب 2 باي على لامدا نود بره. بص كده ايه اللي اتبقى؟ ان 1 تطلع فوق تتضرب في ال، ماينس ان 2 تطلع فوق تتضرب في ال. يبان لك ايه بقى؟ قارن كده القانون ده بالقانون اللي انت عارفه، ان دلتا فاي بتكون دلتا اكس مضروبه في 2 باي على لامدا. قارن ده بده، يبان لك كما لو كان ايه؟ ادي 2 باي على لامدا موجوده اهي، عامل مشترك او كومن فاكتور، يبان لك كما لو كان ان هو ده فرق الباث. خلاص بس انت فاهم كويس قوي، انت فاهم ان فرق الباث ده مش نتيجه ان هم مشوا مسافات غير بعض، دول مشوا نفس المسافه، بس فرق الباث ده نتيجه ان هم مشوا في اوساط مختلفه. فبنقول ايه؟ بنقول ان عاده ال بنسميه جيومتريك باث، دلتا ال بنسميه جيومتريك باث ديفرنس. يبقى ده فرق الباث اللي انت تقدر تقيسه بمسطره، فرق ال او فرق المسافه. انما ان ال بنسميها اوبتيكال باث. يعني ايه اوبتيكال باث؟ يعني هم مشوا مسافات زي بعض، ممكن يكونوا مشوا نفس ال بالظبط، وده حصل فعلا اهو، مشوا نفس ال بس نتيجه ان هم مشوا في اوساط مختلفه. خلاص فكما لو كانوا ايه بقى؟ افهم الجمله دي كويس قوي، انا اظن يعني اغلبكم خلاص فهم الحدوته اللي انا بقولها، بس افهم الجمله اللي جايه دي مهمه. هما كما لو كانوا مشيوا في نفس الوسط مسافات مختلفة. فاهمني؟ ما هو ده اللي احنا بنحاول نعمله. خلاص احنا فهمنا ان هم مشوا نفس المسافة بس في ميديمز مختلفة. بس انا عايز اكتب القانون كما لو كان حاجة تانية خالص. انا كتبت القانون كما لو كان ايه؟ شايف انا سحبت 2 باي على لامدا بره، لامدا نود كما لو كان بعملهم هم الاثنين ان هم مشوا في هوا. خلاص؟ فلو انت عملتهم اكنهم مشيوا في نفس الميديم يبقى اكنهم مشيوا مسافات غير بعض. خلاص كلمه اكنهم دي فبنقول ان ده اسمه اوبتيكال باث. خلاص ده مش باث حقيقي، ده مش فرق مسافه حقيقي، بالعكس هما مشوا نفس المسافه بس دي طريقه فهم. فبنقول ان ال ان ال ده بنسميه اوبتيكال باث او اوبتيكال باث ديفرنس، اكنهم كما لو كانوا مشيوا في نفس الميديم بس مسافات مختلفه. طيب كده احنا خلصنا الجزئيه دي خالص، ندخل على جزئيه الثين فيلم، وده اخر حاجه قبل الديفراكشن. ايه بقى موضوع الثين فيلم ده؟ طيب دلوقتي جينا للجزء اللي فاضل في التشابتر اللي هو الثين فيلم انترفيرنس. تعالى كده ناخد كذا كيس. اول كيس عندنا بنسميها كيس، خد بالك اللي جاي ده مش حفظه، يعني في ناس بتحفظه بس انت المفروض تكون فاهمه، مش المفروض، انت لازم تكون فاهمه. يعني كيس 1 بنسميها لو هاي لو، لو هاي لو. خلاص ايه موضوع لو هاي لو ده؟ انت عندك بالشكل ده ثين فيلم. يعني ايه ثين فيلم اصلا؟ يعني
فيلم عنده ثيكنس او عنده تخانه قليله قوي. طبعا انا مش هرسمه كده، انا هكبره شويه عشان اعرف اشرح لك بس. فنقول ادي كده الثين فيلم بالشكل ده اهو، ده كده الثين فيلم اهو خلاص. ونقول عندنا سورس او عندنا شعاع ضوء، ضوء الشمس مثلا خلاص، نازل بالشكل ده incident او ساقط بالشكل ده، وصل عند النقطة دي، النقطة اللي اسمها ايه؟ ده كده هنعتبره هوا، يعني الضوء او ضوء الشمس ده جاي من الهوا بيحاول يروح على لوح ازاز كده ايه عنده thickness t زي ما احنا قلنا من شوية. وبعد الجلاس فيه كمان هوا، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. يعني low high، بعد كده الهوا يعتبر تاني بالنسبة للجلاس ايه low، عشان كده سميت لك الكيس دي low high low. الشعاع ده الانسيدنت ري ده وصل عند النقطة ايه؟ جزء منه اتعكس. طب اللي اتعكس ده خد فرق فيز كام؟ هو من لو كان بيحاول يروح لهاي فاتعكس بفرق فيز باي. وفي شعاع تاني كمل، طب اللي كمل مشي مسافة تي، المفروض تي مايلة شوية بس لا، يعني اعتبر ان 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 الانكلينيشن او الميل حاجة بسيطة جدا، فيبقى المسافة اللي اتمشت هنا دي كده تعتبر تي برضو، لغاية ما وصل عند النقطة بي جزء منه خرج ما يهمنيش وجزء اتعكس. طب اللي اتعكس ده خد فرق فيس كام؟ ركز كده، هو كان هنا مين اهو في النقطة دي، كان فين؟ كان في هاي، كان في الازاز بيحاول يطلع يروح للو، من هاي بيحاول يروح للو اتعكس بفرق فيس زيرو، من هاي للو اتعكس بفرق فيس زيرو، يبقى الراجل ده صاحبنا ده خد فرق فيس زيرو لغاية ما وصل هنا وخرج، يبقى خد فرق فيس كام نتيجة الريفليكشن؟ زيرو. انا بدرس مين بس؟ انا بدرس الريفليكشن بس يا شباب، خلاص انا بدرس الريفليكشن بس. يعني نقدر نقول لو عايزين نعمل اناليسيس كده سريع، فهنقول دلتا فاي ايكوال تلات اسباب. اول سبب زيرو بتاع السورسز، لان هما خارجين من نفس المصدر، هما اصلا كان شعاع واحد قبل ما يسبلت او يبقى شعاعين، بلس فرق فيز نتيجه المسافه، طيب بلس فرق فيز نتيجه الريفليكشن، حته الزيرو والباي دي بتاعت الريفليكشن بس يا جماعه. خلاص شعاع خد باي والتاني ما خدش، دي اللي احنا قلنا عليه، واحد اتعكس من عند النقطة A فمن لو لهاي خد باي، التاني اللي كمل اتعكس من عند النقطة B فمن هاي للو ما خدش فرق فيز خالص. كويس أوي، تعالى ندرس بعد كده سبب تاني. إيه هو السبب؟ إن في شعاع مشي مسافة زيادة عن التاني، خلاص؟ هنقول من أول هنا كده اللي جاي هيبقوا ماشيين بارال مع بعض، يبقى هيبقوا ماشيين نفس المسافة، يبقى الاختلاف حصل في أنهي منطقة؟ الاختلاف حصل في المنطقة دي، الشعاع اللي هو مشي مسافة T وطلع كمان تي قبل ما يوصل هنا ويبقوا ماشيين بارال مع بعض، يبقى فرق الباث عباره عن كام؟ عباره عن 2 تي. طبعا 2 تي بتتضرب في 2 باي على لامدا عشان تتجمع جنب اخواتها كفرق فيز. انت عايز كونستراكتيف ولا ديستراكتيف انترفيرنس؟ فاكرين ايه شروط الكونستراكتيف انترفيرنس؟ شروط الكونستراكتيف انترفيرنس ان كان فرق الفيز بيساوي مضاعفات 2 باي. وشروط الديستراكتيف انترفيرنس ان فرق الفيز كان بيساوي كام؟ 2 m plus 1 باي، اللي هي مضاعفات فرديه الباي، او 2 m minus 1 باي مش فارقه كتير، قلنا ما تبقاش فارقه خالص. ده كده شرط الكونستراكتيف والديستراكتيف انترفيرنس. طب لو كنا عايزين نقولهم كفرق باث، كان بيبقى فرق الباث عشان يديني كونستراكتيف انترفيرنس بيساوي m لامدا، او كان بيبقى فرق الباث عشان يديني ديستراكتيف انترفيرنس كان بيساوي m plus half لامدا. خلاص دي الشروط اللي هي بتاعت الكونستراكتيف انترفيرنس. تعال بقى نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. انا عايز دلوقتي اجيب انا شروط للثين فيلم. خلاص هنقول ايه؟ الثين فيلم اللي انا كنت بدرسه فوق معاكو اللي هو لو هاي لو، حصل فرق فيز عبارة عن كام؟ ملوني كده الكلام ده اهو، يلا ده فرق الفيز 2 باي على لامدا 2 تي بلس باي. لو انت عايز يحصل destructive interference، لو انا عايز يحصل destructive interference هساوي فرق الفيز بكام؟ هساويه ب 2 ام بلس 1 باي، فانا هساويه ب2m بلس 1 باي. ينفع 2m بلس 1 باي اوزع الباي عليها بالمره؟ فاكتبها لك 2m باي بلس باي. خلاص ده كده كان شرط مين؟ ده شرط الديستراكتيف انترفيرنس. انا بجيب شرط للديستراكتيف، طير باي مع باي، طير باي مع باي، فبقى اكن ايه؟ شايف؟ اكن، وكمان ممكن نطير مين كمان برضو؟ يعني ممكن نروح مطيرين مثلا 2 باي من هنا مع 2 باي من هنا، فبقى لك 2 تي على لامدا equal m، ابعت اللامدا هناك، يبقى اتبقى لك ان 2t equal m لامدا. مين 2t يا جماعه؟ 2t هي فرق الباث. ليه؟ لان احنا قلنا من اول هنا
من اول السطح ده، من اول النقطة ايه، هيبقوا ماشيين بارل مع بعض بالظبط. شايف ماشيين بارل مع بعض، نفس المسافة نفس المسار، فرق الباث حصل في الحتة الزيادة اللي هنا، التي اللي هي الري ده نزلها وطلعها في التو تي، يبقى التو تي هي فرق الباث، يبقى التو تي هي دلتا اكس. يبقى احنا اكتشفنا ان شرط الديستركتيف انترفيرنس دلوقتي مع بعض ان دلتا اكس او تو تي تساوي ام مين، ام لامدا، هو ده شرط الديستركتيف انترفيرنس. بس استنى، اذا كان من شويه كان شرط الكونستراكتيف انترفيرنس هو اللي ام لامدا، خدت بالك ايه اللي حصل دلوقتي؟ دلوقتي بقى شرط الديستركتيف هو اللي ام لامدا. يبقى نقول الحاله بتاعت اللو هاي لو، عايزين نكتب كده القوانين بتاعتها، اللو هاي لو، فرق الباث هو مين يا جماعه؟ فرق الباث اللي هو 2 تي لو اتساوى بام لامدا يديني مين؟ يديني ديستركتيف زي ما احنا لسه اثبتناها حالا، يديني ديستركتيف. طب لو تساوى بام بلس هاف لامدا هيديك مين بقى تفتكر؟ هيديك كونستراكتيف. فبنقول ان في الثين فيلم قوانين الفيز ديفرنس او الباث ديفرنس اختلفت عن القوانين الاصليه، اتعكست عن القوانين الاصليه. قبل كده كانت ام بلس هاف لامدا دي بتديك ديستركتيف، دلوقتي بقت بتدي لك مين؟ كونستراكتيف. قبل كده كانت ام لامدا بتدي لك كونستراكتيف، دلوقتي ام لامدا بقت بتديك مين؟ ديستركتيف. خلاص؟ طب القوانين دي تقدر تستخدمها من هنا ورايح لاي لو هاي لو فيلم، وكذلك لاي مين؟ لاي هاي لو هاي. تعال ندرس الكيس الثانيه، الكيس الثانيه اللي هي هاي لو هاي. يعني ايه هاي لو هاي؟ يعني مثلا كان عندك هنا لوح ازاز، بعد كده شويه هواء، بعد كده لوح ازاز ثاني. خلاص، يبقى انا بدرس الفيلم بتاعي، الفيلم دايما هو اللي في النص، بنسميها مساله الساندويتش، او بنقول اير لاير از ساندويتشد بتوين تو اذر لايرز. خلاص، شريحه هواء كده وفي فوق منها مثلا جلاس وتحت منها جلاس، يبقى هاي لو هاي اتش ال اتش زي ما انا كاتبها لك. فالشعاع اللي نازل هنا جزء منه اتعكس عند النقطه ايه، اللي اتعكس خد فرق فيس كام؟ من هاي لو، فتعكس بفرق فيس كام؟ زيرو. جزء كمل مشي تي وبعد كده اتعكس من عند بي، مشي كمان تي، خرج بقى ماشي بارل مع اخوه. خلاص، يبقى مشي مسافه 2 تي، يبقى فرق الباث 2 تي، ده فرق الباث، ده الدلتا اكس. طب خد فرق فيس كام نتيجه الريفليكشن عند بي؟ عند بي هو كان في لو بيحاول يطلع لهاي، من لو لهاي يتعكس بفرق فيس كام؟ باي. يبقى خد باي وهو بيتعكس من عند بي. تمام، هتاخد بالك ان ده نسخه من اللو هاي لو، شايف الباي والزيرو اللي موجوده هنا، اختها بالظبط اهي، باي والزيرو موجوده هنا، يبقى نفس قوانين الثين فيلم بالملي. يبقى 2 تي ام لامدا بتديك ديستركتيف، ام بلس هاف لامدا او مضاعفات نص لامدا بتدي لك كونستركتيف. يبقى الكيس بتاعت الهاي لو هاي نفسها لو هاي لو بالظبط. طيب ناخد الكيس التالتة. خلاص، وقبل ما ناخد الكيس التالتة خلينا اشرح لك كيس 1 بطريقة تانية انا بحبها بصراحة. انا حب يعني حبيت ادي لك الطريقة اللي هي العامة. خلاص، دلوقتي ادي لك الطريقة الاسهل، لو انت ما فهمتهاش خليك في الطريقة اللي فاتت. بص يا سيدي، انا بفكر فيهم ازاي. انا هقول دلوقتي ادي مسألة ثين فيلم عادية جدا اهي. خلاص، ما بفكرش بالدلتا فاي خالص، احنا اتفقنا مع بعض ان الدلتا فاي والدلتا اكس هم حاجة واحدة على فكرة، بس بيتضرب الدلتا اكس في 2 باي على اللمدة، يبقى كأنهم لغتين غير بعض. فانا دلوقتي حليت معاك من شوية بلغة الدلتا فاي، خليني بقى اشرح لك او احل معاك بلغة الدلتا اكس. انا فاهم كويس قوي وبقول ايه، فين فرق الباث؟ الشعاع ده نزل جه عند النقطة ايه؟ اتعكس. غيره كمل مسافة تي وكمان تي وبعدين حصله وبقى ماشي بارال معاه. ففرق الباث زي ما قلنا تي نازل وتي طالع، فرق الباث 2 تي. أنا فاهم كويس قوي 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 إن فرق الباث 2 تي ده لو سويته بإم لامدا، خلاص إم لامدا دي عادة ام لامدا اللي هي كانت بتاعت مين؟ كانت بتاعت الكونستراكتيف. طيب فرق الباث لما بنساويه بام بلس هاف لامدا ده القانون بتاع الديستركتيف. طب ليه اتعكسوا زي ما وريتك من شويه؟ ليه اتعكسوا والكونستراكتيف جت بدل الديستركتيف واللخبطه دي؟ هقول لك ليه اتعكسوا. لان احنا هنا عندنا كام سبب لفرق الفيز؟ انا عندي لفرق الفيز سببين، طبعا السبب بتاع السورسز اختفى، هما نفس السورس بالظبط. فانا عندي سببين، propagation plus reflection. هنا بحب اقول جمله، بقول ايه؟
ما أفسده الريفليكشن يصلحه البروباجيشن. أجين هم مروا بظروف ريفليكشن غير بعض، لأن صاحبنا اللي اتعكس من عند النقطة إيه، شايف أهو كان في لو بيحاول يروح لهاي، اتعكس بفرق فيس باي. التاني اللي كمل، اللي تحت جوه الجلاس دلوقتي هو في هاي بيحاول يطلع يروح للو، يا خسارة من الهاي اللي لو اتعكس بفرق فيس كام؟ زيرو. فانا بقول ما افسده الريفليكشن يصلحه البروباجيشن، يعني الريفليكشن اتسبب في ان هم بعد ما كانوا اخوات وحبايب، بعد ما كانوا داخلين مع بعض الشعاعين بفرق فيز زيرو، صح؟ يعني لو ده الشعاع رقم واحد وده الشعاع رقم اتنين هم منطبقين على بعض، هم حاجه واحده، فكان بينهم فرق فيز زيرو. الريفليكشن لوحده خلى بينهم فرق فيز كام؟ باي. يبقى الريفليكشن عكسهم، الريفليكشن خلاهم معكوسين. طب اللي بوظه لي الريفليكشن ده مين بقى اللي يصلحه؟ البروباجيشن. لو البروباجيشن وقف ساكت، لو البروباجيشن ما ادهمش فرق فيز خالص، صح كده، وقف ساكت ما اتكلمش، يبقى على طول حصل ايه؟ يبقى ما صلحش اللي الريفليكشن بوظه، زيرو مع باي او فرق فيز باي، ده ديستركتيف انترفيرنس، صح؟ يبقى بنقول ايه؟ لو البروباجيشن اللي هو الدلتا اكس وقف ساكت، يعني ما عملش اي حاجه، يعني ام لامدا، ما انت فاهم ان لامدا دي بتترجم لزاويه 360، وزاويه 360 دي ما بتغيرش اي حاجه خالص، صح؟ انت بتيجي تضحك كده على صاحبك اللي هو ما درسش ماث، فبيجي يقول لك ده انا اتغيرت 360 درجه، 360 درجه دي يعني ما تغيرش اي حاجه خالص، صح؟ فلو 2t لو فرق الباث بام لامدا دي اللي هي اكنها زاويه 360، اكن البروباجيشن وقف ساكت، اكن ال2t او فرق الباث ما غيرش اي حاجه خالص ما بين التو ويفز، صح؟ فلو البروباجيشن اهو ادالك زيرو، يبقى الريفليكشن ساعتها الباي بتاعت الريفليكشن تديك ديستركتيف انترفيرنس. فعشان كده دلوقتي لو 2 تي بام لامدا يبقى يحصل ديستركتيف انترفيرنس، انما بقى لو 2 تي بام بلس هاف لامدا، صح؟ ام بلس هاف لامدا دي تترجم لزاويه كام؟ تترجم لزاويه 180 او تترجم لزاويه باي، صح؟ فلو البروباجيشن اداك زاويه باي مع الباي بتاعت الريفليكشن، باي مع باي تديك 2 باي، تديك 360، تديك زيرو. طب ما هو دلتا فاي بزيرو دي معناها ايه؟ معناها كونستراكتيف انترفيرنس. فده اللي انا بقوله. احنا عكسنا الشروط، احنا فعلا عكسنا الشروط، صح؟ دلوقتي بقت مسافه لامدا على 2 تديك كونستراكتيف، ده حقيقه، ومسافه لامدا تديك ديستراكتيف، ده حقيقه. طب احنا ليه عكسنا الشروط؟ صح؟ لان الريفليكشن اصلا كان عكس الريز عن بعض، فاللي الريفليكشن بوظه البروباجيشن يظبطه على طول. خلاص اشرح لك بطريقه ثالثه. طبعا انا بزود وبستفيض في الموضوع، انت مش مطالب انك تتفرج على كل الكلام ده، انت لو فاهم كويس خلاص حل بالطريقه اللي انت يعني تفهمها، انا بشرح للي ستيل لسه مش ما فهمهاش كويس. دي الشروط الطبيعيه اهي، ان 2 تي بيساوي ام لامدا تديني كونستراكتيف، 2 تي ام بلس هاف لامدا تديك ديستراكتيف، دي الشروط الطبيعيه، دي مش بتاعه الثين فيلم او مش بتاعه الكيس اللي انا بدرسها. خلاص لسه هوريك ازاي تعكسه دلوقتي، لسه هعكسهم لك دلوقتي، بس قبل ما اعكسهم لك بوريك انا عملت كده ليه. بنقول الريز كانت ماشيه مع بعضها، الريز كانت ماشيه داخلين ان فيز مع بعض. خلاص يبقى لو انا بصيت عليهم هنا كده، سمي النقطه دي النقطه رقم واحد، بص عند النقطه رقم واحد هتلاقي ان الشعاعين مالهم، الشعاعين ان فيز مع بعض. كمل هنا هوب عند النقطه ايه، الشعاع ده اتعكس، طب اتعكس بفرق فيز كام؟ باي. طب اللي كمل وراح عند النقطة بي اتعكس بفرق فيز كام؟ زيرو، احنا قلناها من شوية خلاص بقى وخرج. فالزيرو والباي دول بتوع الريفليكشن لوحده، الزيرو والباي دول بتوع الريفليكشن لوحده. أنا واقف هنا أهو عند النقطة رقم اتنين بتفرج عليهم، أنا أهو آدي عينيا، أنا واقف عند النقطة رقم اتنين بتفرج، خلاص؟ عند النقطة رقم اتنين نتيجة الريفليكشن بس إيه اللي حصل؟ في شعاع ما خدش فرق فيز خالص، في شعاع زي ما كان باصص هنا يمين اهو، زي ما هو باصص يمين، ما خدش فرق فيز خالص، تمام؟ بس الشعاع التاني ايه اللي حصل له؟ الشعاع التاني خد فرق فيز 180، فبعد ما كان هنا اهو بالشكل ده خد فرق فيز 180. هما دلوقتي على حالتهم دي كونستراكتيف ولا ديستراكتيف؟ شعاعين عكس بعض، واحد باصص يمين والتاني باصص شمال، يبقى بينهم زاويه 180، يبقى هما على حالتهم دلوقتي ديستراكتيف. علشان انت تخليهم كونستراكتيف تعمل ايه؟ مين فيهم اللي مشي مسافه 2 تي؟
انهي راي اللي مشي مسافه 2 تي؟ الراي هنا ده كده اللي هو ما خدش فرق فيس خالص لغايه دلوقتي، اللي هو الريفليكشن ما قربش منه خلاص، الراي اللي هو كمل جوه الفيلم، الراي اللي هو هنا ده كده اللي الريفليكشن ما هوبش ناحيته خالص، ده مشي مسافه 2 تي. لو انا قدرت اظبط المسافه بتاعته ان هي تبقى لامدا على 2، لامدا على 2 دي اكني اديت له زاويه كام صح؟ لامدا على 2 دي اكني، تعالى كده نجيب سهم او حاجه مثلا، الشعاع اللي هنا ده شايفه اهو اللي الريفليكشن ما قربش منه ما هوبش ناحيته، انا لو خليته يمشي مسافه لامدا على 2، مسافه لامدا على 2 دي بتعمل فيه ايه؟ بتعكسه، بتترجم للزاويه 180، فبقى بالشكل ده اهو. نتيجه مين؟ نتيجه انه مشي مسافه لامدا على 2. يبقى لو المسافه بقت لامدا على 2 حصل ايه؟ حصل ان الشعاعين رجعوا تاني كونستراكتيف، رجعوا تاني بيشاوروا مع بعض في نفس الناحيه، رجعوا تاني كونستراكتيف. يبقى انا لما خليت فرق الباث يكون لامدا على 2 انا خليت دلوقتي يحصل ما بينهم ايه؟ كونستراكتيف. يبقى على طول مسافه لامدا كانت هتعمل ايه بقى؟ مسافه لامدا كانت هتسيب صاحبنا ده زي ما هو، نسيته؟ كانت هتسيب الراجل ده زي ما هو كده نتيجه الريفليكشن، فمسافه لامدا دي ما بتغيرش حاجه، مسافه لامدا دي تترجم الانجل 360 حاجه سلبيه جدا، يعني الشعاع ده بعد ما كان هنا كانت هتاخده تديله 360 وترجعه تاني مكانه. مكانه ده يعني ديستركتيف بفعل الريفليكشن. صح ولا ايه؟ فاحنا بنقول دلوقتي 2 تي ام لامدا بتديك ديستركتيف، ام بلس هاف لامدا تديك كونستركتيف، انا عكست الشروط عن الشروط الطبيعيه نتيجه ان هنا في لعيب جديد اللي هو الريفليكشن، الريفليكشن هو لوحده اصلا عكس الريز عن بعضها، فما افسده الريفليكشن كان لازم البروباجيشن يصلحه. تعالى ناخد كيس ثانيه، احنا قلنا كيس اللو هاي لو زيها بالظبط الهاي لو هاي. تعالى ناخد كيس ثالثه بقى، كيس اللي هي اللو هاي هاير. لو هاي هاير، شايف انا كاتبها لك ازاي اهي؟ يعني مثلا ان ايكوال 1 بعدها ان ايكوال 1.2 بعدها ان ايكوال 1.4، ثلاث لايرز فوق بعضهم بالشكل ده. طبعا فين الثين فيلم؟ فكر فيها دايما كساندويتش، هو اللي في النص، الفيلم بتاعنا هو اللي في النص، هو اللي عنده ثيكنس تي اهو. هنقول الشعاع كان هنا، جه عند النقطة ايه؟ اتعكس، اتعكس بفرق فيس كام؟ ما هو كان في 1 بيحاول يروح ل 1.2 فتعكس بفرق فيس كام؟ باي، من لو الهاي فرق فيس باي، في جزء كمل 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 وجه هنا واتعكس. طب اتعكس هنا بفرق فيس كام؟ ما هو كان في 1.2 بيحاول يدخل لل 1.4، يعني من لو برضو كان بيحاول يدخل لهاي، فتعكس بفرق فيس باي لغاية ما جه هنا وخرج. الريفليكشن بوظ حاجة يا شطار؟ لا، الشعاعين مروا بنفس ظروف الريفليكشن سوا، فالريفليكشن ما بوظلكش أي حاجة خالص. صح ولا ايه؟ فيبقى انا هنا هشتغل بالقوانين الطبيعيه مش بالقوانين المعكوسه اللي فاتت. فبنقول لو كان 2 تي بام لامدا، ده القانون الطبيعي، ام لامدا بتديني مين؟ بتديني كونستراكتيف. لو كان 2 تي ام بلس هاف لامدا بتديك ديستراكتيف. اللي زعلان يحاول يثبتها على طول بايه؟ بقوانين الدلتا فاي. تمام؟ يعني انا دي طريقه مختصره على طول. طيب برضو ملحوظه اخيره، انهي لامدا يا جماعه؟ لامدا فيلم صح؟ اللمدة اللي الضوء مشي بيها المسافة تي، المسافة تي كانت في الفيلم خلاص، المسافة تي أنا مشيت بيها مسافة 2 تي جوه الفيلم، فبنعوض بلمدة دايما فيلم، مش بالضرورة إن الفيلم اللي في النص ده يكون هواء، ممكن يبقى جلاس يبقى مية، فلمدة دي دايما مقصود بيها لمدة اللي الضوء مشي بيها جوه الفيلم. طيب نبتدي بقى نحل أسئلة على الكلام ده وناخد نيوتن رينجز وناخد الإيه؟ الأوبتيكال ويدج. الأوبتيكال ويدج ده كلام سهل أوي. الاوبتيكال ويدج هو ثين فيلم عادي جدا بس بثيكنس متغير، بسمكه متغيره خلاص، زي ما انت شايف اهو، هو على شكل ريكتانجل زي ما انت شايف هنا اهو خلاص، هو على شكل حاجه ريكتانجلر، يبقى قطعه ازاز مثلا على شكل ريكتانجلر. فلو احنا جينا درسناها هنقول ايه؟ هنروح قايلين زي ما حضرتك شايف هنا اهو، ادي اهو مثلا هوا، بعديه الازاز، بعد كده كمان هوا، لو هاي لو من الاخر يعني لو هاي لو ماشي. الثيكنس بيبدا من زيرو من هنا عند النقطه دي ويقعد يزيد 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 الثيكنس، ده الثين فيلم اهو اللي احنا بندرسه اللي في النص، الاوبتيكال ويدج ده يا جماعه المنقط ده كله. فبنقول ايه؟ والله في لحظات معينه ال 2 تي او التي خلاص، في لحظات معينه ال 2 تي هتحقق الشرط ده، هتبقى بتساوي ام لامدا. ما احنا قلنا ان الاوبتيكال ويدج ده ثين فيلم لو هاي لو، لو هاي لو، فام لامدا دي
ما بتدينيش كونستراكتيف ولا حاجه، لا دي معكوسه بتديك ديستراكتيف. وفي اماكن معينه 2 تي هتساوي ام بلس هاف لامدا، فتديك مين؟ فتديك كونستراكتيف. فتلاقي ان انت لو باصص على الشريحه دي من فوق تلاقي ان في خطوط منوره بالشكل ده مثلا، وخطوط مظلمه، خطوط منوره وخطوط مظلمه، فاهمني؟ خط منور خط مظلم. ليه بنشوف حاجه زي كده؟ زي بالظبط ما انت شفت في المعمل، واغلبكم امتحن امتحان المعمل، كنت بتشوف في تجربه نيوتن حلقه مظلمه وحلقه مضيئه حواليها على طول، برايت ودارك برايت ودارك. ليه؟ لان الثيكنس متغير، فالشرط بقى عمال شويه يرضي الديستركتيف وشويه يرضي الكونستركتيف، شويه تشوف دارك شويه تشوف برايت، ونفس القوانين بالملي مفيش اي مشكله خالص. طيب ندخل بعد كده نحل اسئله قبل نيوتن رينجز كمان. هنا عندي مثلا problem 20 monochromatic light، يعني لامدا ثابته، يعني شعاع ما عندوش كذا لامدا، ما بيحتويش على كذا كومبوننت جواه، هي لامدا ثابته. at normal incidence اسقاط عمودي. انا نسيت اقول لكم حاجه، صحيح كل اللي احنا درسناه اللي فات ده كان اسقاط عمودي على فكره. يعني ايه اسقاط عمودي؟ يعني كان حق الله اقول لك ان الشعاع بينزل هنا بياخد في جزء بيتعكس هنا اهو، وفي جزء بيكمل مسافه تي وبيروح طالع كمان تي ويكمل. بس طبعا لو كنا رسمنا المواضيع كده كان هيبقى شكلها سخيف، كنتش هتفهم. فعشان كده انا كنت بميلها لك الميل ده عشان افهمك، بس عشان اوريك ان في شعاع بيتعكس وفي واحد بيكمل وبيتعكس من هنا، خلاص. ولو تلاحظ ما رضيتش اكتب لك ثيتا قبل كده. ليه ما رضيتش اكتب لك ثيتا؟ لان ثيتا دي اصلا بزيرو، احنا كل اللي عليك في المنهج او اغلب اللي عليك نورمال انسيدنس اسقاط عمودي يعني. طيب strikes a thin film in air if lambda denotes the wavelength in film. تمام، قال لك لامدا دي لامدا بتاعت الضوء جوه الفيلم. ايه اقل سماكه؟ ايه الثينست فيلم عشان الريفلكتد لايت يبقى ماكسيمم؟ طيب اكتب شرط الثين فيلم على طول. هتقولي طب احنا يعني تهنا، الثين فيلم ده يعني انهي قوانين، العاديه ولا المعكوسه ولا ايه؟ ثين فيلم زي اللو هاي لو وزي الهاي لو هاي، خلاص، اللي هي القوانين المعكوسه اللي هي 2 تي ايكوال ام لامدا. ام لامدا ما بتدينيش كونستراكتيف، خلاص، ام لامدا معكوسه بتديك ديستراكتيف، و 2 تي ام بلس هاف لامدا تديني كونستراكتيف. هو عايز ايه؟ هو عايز الضوء لما يسقط على الثين فيلم، شايف؟ عايز الضوء لما يسترايك الثين فيلم بتاعنا الريفلكتد لايت يبقى ماكسيمم. يبقى احنا عايزين كونستراكتيف انترفيرنس او تداخل بناء، عايزين الاضاءه المعكوسه تبقى قصوى او ماكسيمم. فهقول انا عايز 2 تي ايكوال ام بلس هاف لامدا، طبعا انهي لامدا؟ لامدا جوه الفيلم، متفقين. هو اصلا قال لك لامدا هي الويف لينث جوه الفيلم، فمتفقين خلاص. طيب اقل ثيكنس، اصل انت مش هتروح تشتري ثين فيلم، يعني لو رحت لواحد بيبيع ثين فيلمز خلاص هيقول لك الثيكنس ده ملي، الثيكنس ده 3 ملي، الثيكنس ده 5 ملي، حضرتك طبعا هتحب توفر فهتشتري اقل ثيكنس. فاقل ثيكنس يديك كونستراكتيف انترفيرنس هو مين؟ حط الام عوض بيها، حط زيرو خلاص، وابعت ال2 دي من هنا هناك تحت، هيبقى اقل ثيكنس لامدا على، نزل التول اللي فوق جنب التول اللي تحت اختها، يبقى لامدا على 4، يبقى اقل ثيكنس لامدا على 4 خلاص. طب لو قال لك الثيكنس اللي بعديه بدل ما كنا حطينا الام بزيرو جرب حط الام ب1، فلو حطيت الام ب1 هيطلع لك 5 لامدا على 4، بعد كده 7 لامدا على 4، 9 لامدا على 4، وهكذا خلاص. فاحنا طبعا بنختار اقل ثيكنس يعني علشان نوفر من الاخر يعني. طبعا ما فيش حاجه اسمها راجل بيبيع ثين فيلم، بس كنت بحاول اشرحها لك. بس ناخد سؤال كمان، ده سؤال مهم جدا برضو، دي مسائل ثين فيلم خلاص محوط بالهواء، ان اير يعني كده، يعني محوط بالهواء، يعني لو هاي لو، ادي هواء لو، وادي جلاس او الازاز بتاعنا هاي، وادي بعديه هواء تاني ال اتش ال. قال لك ان لامدا هي مين؟ استنى ده بيلعبك بالكلام، لامدا المره دي يقصد بيها الويف لينث في الهواء، لا في الفيلم، في الفيلم خلاص. يبقى انا مفيش داعي ان انا لما اجي اكتب 2 تي ايكوال ام لامدا وام بلس هاف لامدا، مفيش داعي ان انا اكتب كده لامدا فيلم، خلاص ما هي لامدا فيلم، هو دلعها وسماها لامدا بس، فمفيش مشكله. وادي ام بلس هاف لامدا، مين فيهم كونستراكتيف؟ اللي فوق لا، اللي تحت، لان احنا هنا القوانين معكوسه، لان ده ثين فيلم، في كل مسائل الثين فيلم تشتغل بالقوانين المعكوسه. طيب هو عايز ايه؟ قال لك اني تجربه من دول تديني كونستراكتيف انترفيرنس، يبقى انت اشتغل بقانون الكونستراكتيف. يبقى اكنك رايح لراجل بيبيع كذا ثين فيلم عنده ثيكنسز مختلفه، سماكه مختلفه، بيقول لك اشتري انهي واحد من دول انت تشتريه، صح؟
انا هحسب الاول حساباتي الثيكنس اللي يديني كونستراكتيف انترفيرنس هو اللي يكون بيرضي الشرط ده. عوض كده حط لي كذا ام وابعت التو من هنا هناك مثلا يعني خلاص. عوض حط كذا ام يلا حط الام بزيرو مره يبقى لامدا على 4، حط الام ب1 مره يبقى 5 لامدا على 4، حط الام ب2 يبقى 9 لامدا على 4 وهكذا وهكذا. استنى كده نجرب ثانيه واحده. ده 1 ونص يبقى 3 على 2 يبقى 3 لامدا على 4. انا اسف صح، انا في حاجه عملتها غلط صح. سيب لامدا على 2 دي بره خالص، هاف يبقى لامدا على 4. ولو قلنا هنا حطينا الام ب1 ده 3 لامدا على 2 اهي 3 لامدا على 4 صح. انا حسبته دول بس غلط. حط الام ب1 هيديك 3 لامدا على 4، حط الام ب2 هيديك 5 لامدا على 4 وهكذا. دي كده اي ثيكنس من دول اشتريه وانت مطمن، اي ثيكنس من دول اشتريه وانت واثق انه هيديك كونستراكتيف انترفيرنس زي ما مطلوب منك في المساله. انهي فيلم من دول 5 لامدا على 4 او 3 لامدا على 4؟ شايف اهو ده كده، يبقى ده هتشتريه، يبقى الاجابه اي. بس اي بس يعني ده يفشل ده يديك كونستراكتيف انترفيرنس؟ والله ده مش من الارقام اللي انا حسبتها فده ما يدينيش كونستراكتيف انترفيرنس، ما اشتريهوش. طب التالت، هل لامدا على 2 من الارقام اللي انت اشتريتها او اللي انت حسبتها؟ لا ده بالعكس، ده لامدا على 2 يديك ديستراكتيف. تيجي نجرب فين شرط الديستراكتيف؟ شرط الديستراكتيف ان 2 تي تبقى ام لامدا. ابعت ال 2 من هناك خليها هناك، عوض حط الام مره بزيرو، مفيش حاجه اسمها اشتري ثيكنس زيرو ها. طب نحط الام ب1 على طول فيبقى لامدا على 2، حط الام ب2 يبقى 2 لامدا على 2، حط الام ب3 وهكذا صح. يبقى دول بتوع الديستراكتيف. فلامدا على 2 دي واضح قوي ان هي بتديني ديستراكتيف، ما اشتريهاش. لامدا على 2 دي ما نشتريهاش ولا حاجه، دي بتديني ديستراكتيف وانا عايز كونستراكتيف، بس استنى مع ذلك هشتريها. يبقى الاجابه اي وتريبل اي ينفعوا. ليه؟ ليه رغم ان هي بتدي ديستراكتيف بس انا اشتريتها؟ هقول لك ليه. هو عنوان الدرس ايه؟ عنوان التشابتر ايه؟ ريفليكشن. كل اللي احنا درسناه كان ايه؟ كان ريفليكشن. احنا كنا بنعمل ايه؟ افكرك، كنا بنقول الشعاع نزل جزء منه جه هنا واتعكس، شايف كلمه اتعكس دي؟ جزء كمل واتعكس برضه، والعين مكانها فين او الاوبزرفيشن بوينت مكانها فين؟ هنا. فالاوبزرفيشن بوينت كانت بتلاحظ مين دايما؟ ادي الشعاع اللي سقط جزء منه كمل ما كانش بيهمنا ابدا، امال كان مين اللي بيهمنا؟ الجزء اللي اتعكس اهو، العين موجوده هنا دايما. شايف اهو الانسيدنت راي جزء منه عدى ما يهمناش، جزء منه اتعكس احنا مستنيين نشوفه بعينينا هنا اهو. فكل القوانين اللي فاتت احنا كنا بنلاحظ الريفليكشن او العين موجوده مستنيه الريفلكتد ريز. بص المساله الثالثه دي مختلفه بقى، هقول لك احنا ليه اخترناها، لان العين موجوده هنا، فالعين موجوده هنا مش مستنيه الريفلكتد ريز ولا حاجه زي اللي فاتوا، دي مستنيه مين؟ مستنيه الري اللي هينجح انه يعدي خلاص. طب ما تيجي نفكر فيها بالمنطق، الري اللي فشل انه يرفلكت خلاص، الري ما هو كل دول كده، اي ثيكنس من دول بيعمل ديستراكتيف انترفيرنس او بيعمل ديستراكتيف ريفليكشن. يعني ديستراكتيف ريفليكشن يعني لو سيادتك واقف هنا مفيش حاجه هتتعكس لك، مفيش اي حاجه هتيجي لعينيك، مفيش حاجه هتتعكس. يبقى الثيكنس ده لامدا على 2 يضمن لك ديستراكتيف انترفيرنس، يضمن لك ان مفيش حاجه هتتعكس. كلمه مفيش حاجه هتتعكس معناها ايه؟ معناها ان اغلب الريز عدت، يبقى لو انت واقف تحت اغلب الريز هتعدي صح ولا ايه؟ يبقى لو انت عايز تقف تحت في نيتك من الاول انك تقف عينك اهي تبقى هنا بالشكل ده، يبقى الثيكنس لامدا على 2 تشتريه برضه رغم انه هيفشل في الريفليكشن، رغم ان مفيش اي حاجه هترفلكت، بس مين قال ان انا في المساله دي مستني الريفلكتد ريز؟ انا مستني الريز اللي تعدي. عشان كده اخترنا كمان الاجابه دي. اشرحها لك بطريقه ثانيه، اشرحها لك بطريقه اصح كمان. تعالى نعمل اناليسز، الشعاع اللي جه هنا جزء منه اتعكس، ما يهمنيش بقى المره دي، انا قبل كده كنت بركز على اللي بيتعكسوا لو انت فاكر، فما بقتش ما بقتش مركز على ده، انا يهمني الجزء اللي عدى. الجزء اللي عدى مشي مسافه كام؟ مشي مسافه تي وبعدين وصل هنا عند النقطه بي، جزء منه عدى خلاص. اللي عدى ده ما خدش فرق فيز نتيجه الريفليكشن لانه اصلا ما حصلوش ريفليكشن، ده طريقه سالك
عدى 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 خلاص، ما خدش اصلا فرق فيز نتيجه الريفليكشن. طب في جزء هيتعكس عند بي، يطلع مسافه تي يتعكس كمان مره عند ايه، جزء منه يكمل ما يهمنيش خالص، جزء منه يتعكس هنا يجي عند بي، جزء منه يتعكس ما يهمناش، ما احنا مش هنفضل بقى يعني جوه الفيلم، وجزء يعدي. احنا بنعمل حاجه اسمها تو ريز اناليسز، انا بدرس شعاعين بس. اجين انا بدرس شعاعين بس، الري وصل هنا في جزء مشي مسافه تي وطلع من غير اي فرق فيز نتيجه الريفليكشن خالص، في جزء وصل هنا شايف اهو، فضل ماشي 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 وصل هنا واتعكس، طلع كمان تي وصل هنا واتعكس، وصل هنا وعدى، ادي الشعاعين اللي انا بدرسهم. طب خد فرق فيز كام؟ خد بالك هو كان دايما بيتعكس فين، هو كان هنا اهو جوه الهاي بيحاول يطلع للو، من هاي للو ما خدش فرق فيز، بعد كده كمل كمل هو هنا في هاي برضو كان بيحاول يطلع يروح للهوا، من هاي للو برضو ما خدش فرق فيز، بعد كده هنا طريقه كان سالك وخرج ببساطه، خرج ببساطه بالشكل ده مفيش مشكله، يبقى خد فرق فيز كام؟ زيرو. طيب ما دام هنا زيرو زيرو فانا هعمل ايه؟ 2t equal m لامدا و2t equal m plus half لامدا، اساويها بمين؟ يعني مين في دول اللي يديك كونستراكتيف ومين يدي ديستراكتيف؟ هل الريفليكشن افسد حاجه؟ صح؟ ما هو لو الريفليكشن افسد حاجه يصلحه البروباجيشن، كنا بنعكس الشروط على طول، هنا الريفليكشن ما بوظليش اي حاجه خالص، فانا هشتغل بالقوانين الطبيعيه، ان ام لامدا دي ده شرط الكونستراكتيف، ام بلس هاف لامدا شرط الديستركتيف، فانا كان هدفي في المساله ان انا عايز كونستراكتيف انترفيرنس، فبساوي 2 تي بام لامدا، لما 2 تي تتساوي ام لامدا يبقى التي بتتساوي بام لامدا على 2، ام لامدا على 2 اقعد اعوض كده بالام يلا، فهيبقى 0 وهيبقى لامدا على 2 و3 لامدا على 2، عشان كده اللامدا على 2 قبلناها خلاص، عشان كده اشترينا الفيلم وقلنا ان ده يديني كونستراكتيف انترفيرنس للريز اللي عدت مش للريز اللي اتعكست. طيب في واحد هيقول لي مين قال ان فرق الباث اصلا 2t؟ بص لها كده بعينيك، بص لها بعينيك، ليه فرق الباث كان 2t؟ عند النقطه دي في جزء دخل مشي مسافه t خلاص، هنا اتقسم جزئين، جزء خرج وجزء تاني، هو ده بقى اللي هي اللي هي اللي هي اللي ايه اللي هيخلق فرق باث، هما كل ده كانوا مع بعض بالظبط، الجزء اللي اتفصل ده واتعكس مشي t وكمان t قبل ما يحصل اخوه يمشي معاه بارال خلاص، تي وكمان تي، يبقى هي دي فرق الباث يا جماعه، الحته اللي هنا دي كده اللي هي 2 تي، برده مفيش مشكله 2 تي فرق باث، مش حاجه تانية يعني. طيب عايزين نحل برده سؤال كده اوبتيكال ويدج، السؤال ده بقى بيقول ايه عندنا؟ piece of transparent material having an index of refraction n، راهن انت في البيت، انت كده كده في البيت اصلا، يعني بيقول لك اوبتيكال ويدج، حته ازاز كده قطعنا منها حته على شكل تريانجل، اوبتيكال ويدج من الاخر. طيب اثبت لي ان البرايت فرنجز الخطوط المضيئه اقدر استنتج لها قانون ان اقدر اشوفها عند اكس ايكوال كذا، انما بقى الدارك او المظلمه بقدر اشوفها عند اماكن اكس ايكوال كذا. طيب انا كطالب مش فاهم اي حاجه من المساله، وسطور كتير ورغي ومش فايقين للرغي ده، هعمل ايه؟ والله الاوبتيكال ويدج انا فاكر كويس قوي ان هي كانت ثين فيلم عاديه تتبع قوانين الثين فيلم، الثين فيلم اللي هو زي اللو هاي لو والهاي لو هاي، اللي هو 2 تي ايكوال ام بلس هاف لامدا خلاص، او 2 تي ايكوال ام لامدا، مين فيهم كان ايه؟ ام لامدا كانت ديستركتيف خلاص، وده كان كونستركتيف مع كوسين يعني عشان ثين فيلم وكده، ولامدا دي كان مقصود بيها دايما لامدا اللي جوه الفيلم، لامدا اللي جوه الفيلم، فممكن نعمل حركه بسيطه قوي، ممكن لامدا الفيلم دي استبدلها واحط بدلها لامدا بتاعت الهواء لامدا نود، بس اقسم على ان بتاعت الفيلم، دايما تقدر تستبدل لامدا في اي وسط بلامدا بتاعت الهواء على ان بتاعت الوسط ده خلاص. طيب ها هنعمل ايه؟ هنعمل حركه بسيطه جدا جدا جدا، تعال نتخيل كده حاجه، ادي الاوبتيكال ويدج اهي، دي النقطة اللي هي ايه؟ أول الويدج، تعال ناخدها أوريجين، دي أول الويدج تعال ناخدها أوريجين، أكن ده إكس أكسس أكن ده واي أكسس. ها اللي جاي هنقول لو أنا قلت لك إن الثيكنس ده يخليك تشوف هنا برايت، الثيكنس ده يخليك تشوف هنا برايت مثلا،
يبقى البرايت دي على بعد مسافة قد ايه من الاوريجين؟ على بعد اكس قد ايه من الاوريجين؟ ده اللي هو عايزه، هو عايز يجيب الاكس خلاص الريلاتيف بوزيشن من الاوريجين. شايف الاكس دي بتتقاس منين؟ اهي بتتقاس من هنا اهي. فهو من الاخر عايز يقول لك، بدل ما انت تيجي تقول له الثيكنس ده احنا شفنا عنده برايت، لا هو عايزك تدي له نفس المعلومه كاكس مش كثيكنس. طب تعرف ايه علاقه بين الاكس والتي؟ كلام سهل قوي. دي هو مسميها لك مين على الرسمه؟ الرسمه اللي هو اداها لك قال لك اسمها اتش، اعلى ارتفاع اتش، وده كده طول الويدج مسميه هو ال. اهي باينه هنا يا جماعه، ده ال اهو، ده اتش اهو لو انتم شايفين. فانا هعمل سيميلاريتي بسيطه قوي، نقول ايه لو الزاويه دي اسمها ثيتا مثلا، فساين ثيتا من الترينجل الكبير ايكوال مين؟ ساين ثيتا من تان ثيتا، سوري تان ثيتا ايكوال اتش على ال من الترينجل الكبير، تان ثيتا اتش على ال. بس في نفس الوقت من الترينجل الصغير تان ثيتا هي تي على الاكس، تي على الاكس. يبقى اكس طلع ايكوال مين؟ تي ال على اتش خلاص. او انا من الاخر اقدر استبدل التي واحط بدلها اكس اتش على ال. تعال نشيل التي دي نحط بدلها اكس اتش على ال، يبقى 2t بقت 2 اكس اتش على ال ايكوال ام بلس هاف لامدا على ان، ام بلس هاف لامدا نود على ان. ده كده شرط الكونستراكتيف، ده اللي انا بدرسه. يبقى اكس لوحدها ايكوال كام؟ ودي بقى ال 2 ال هناك وال اتش هناك توصل للقانون ده، نفس الحدوته. تعال هنا شرط الدستركتيف، شيل التي هتروح حاطط بدل التي اكس اتش على ال، كل الكلام ده ايكوال ام لامدا نود على ان فيلم، ده شرط الدستركتيف. افصل الاكس لوحدها، ابعت ال 2 ال على الاتش دي هناك، فهيبقى 2 ال هتروح تحت، ال 2 ال هتروح تحت جنب ال ان بتاعت الفيلم، وال لا استنى استنى معلش، ال 2 اتش هي اللي هتروح تحت جنب ال ان بتاعت الفيلم، وال ال هي اللي هتروح فوق جنب الام وجنب اللامدا نود. ده كده اماكن الدارك فرنجز او الخطوط الدارك، انما ده كده كان اماكن البرايت فرنجز. اتفقنا؟ طب بيلعب بقى معاك لعبه تانية، يجي يقول لك انا عايز السبيسنج ما بين دارك فرنج ودارك فرنج جنبها. بمعنى ايه؟ خلاص المساله دي خلصت، ها نمسحها. يجي يقول لك ايه؟ اول دارك فرنج اتشافت فين؟ اتشافت على بعد كام؟ طبعا معروفه يعني الناس كلها عارفه ان لو ده قلنا اكس اكسس اهو، اول دارك فرنج بتتشاف هنا، هعلمهم لك بالموف اهو. ليه؟ اصل قانون الدارك فرنج اكس ايكوال ام ال لامدا نود على 2 اتش ان. فلما اول نعوض باول ام موجوده، اول ام اللي هي زيرو، فيبقى على بعد اكس ايكوال زيرو دي اول دارك نشوفها. حط ام ب 1، تاني دارك نشوفها هنا عند لامدا ال لامدا نود على 2 اتش ان، هنا كده على بعد المسافه اللي احنا لسه قايلينها دي، دي كده تاني دارك فرنج احنا نشوفها. تالت واحده دارك نشوفها على بعد مسافه كام؟ عوض حط الام ب 2، 2 ال لامدا نود على 2 اتش ان. يبقى المسافه اللي ما بين دارك ودارك، يقصد المسافه الافقيه ها اللي على الاكس اكسس، ايكوال كام؟ هتروح انت قايل اكس بتاع اول واحده دارك ماينس اكس بتاع مين؟ اللي هي الدارك اللي عند الزيرو، او اكس بتاع تاني واحده دارك ماينس اكس 1 خلاص. فهتروح انت عامل ده ماينس ده، فيبقى السبيسنج ما بين اي اتنين دارك فرنجز هيبقى ايكوال ال لامدا نود على 2 اتش ان. خد بالك السبيسنج ده برضو هو هو اللي ما بين اي اتنين برايت، يبقى السبيسنج ده ما بين اي اتنين دارك او ما بين اي اتنين برايت. طب لو عايز المسافه ما بين برايت ودارك، خد الرقم ده اقسمه على كمان اتنين، ها ما هو ده المسافه اللي ما بين دارك ودارك. طب انا لو عايز اللي ما بين الدارك والبرايت، زي دي كده دي برايت اهي، دي كده برايت اهي، واللي بعد كده تبقى برايت. فانت عايز المسافه ما بين دارك وبرايت، عايز الحته اللي هنا دي كده مثلا، خلاص اقسم السبيسنج ده على اتنين. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه حته ذكاء كده من هنا ورايح، اي قانون انت تجيبه لو قال لك فايند ذا سبيسنج، فايند ذا سبيسنج يعني عوض الام ب 1، خلصنا. بدل ما تعوضها ب 2 وتروح معوضها ب 1 وتطرح، عوضها ب 1 على طول مره واحده. السؤال اللي بعديه بيقول لي ايه؟ انا عايز الانجل اوف ذا ويدج، عايزين الانجل اوف ذا ويدج. ده تطبيق على السؤال الاولاني. طب هنجيب الانجل اوف ذا ويدج ازاي؟ ما انا لسه راسم معاك رسمه اللي هي دي اهي، صح؟ فنقدر نقول ان تان ثيتا هي اتش على ال، تان ثيتا هي ثيتا دي معناها انجل اوف ذا ويدج ايكوال اتش على ال. طب ما انا ممكن اجي من قانون مثلا الدارك واقول ايه؟
شايف قانون الدارك او اجي قانون السبيسنج احسن، لان هو قال لك ان كل دارك فرينج واللي بعدها بينهم مسافه 2 ملم، هو اداك السبيسنج 2 ملم. فتعال نشتغل بالقانون بتاع السبيسنج اللي احنا لسه جايبينه ده. السبيسنج ب 2 ملم وقانونه ال لامدا نود على 2 اتش ان. لامدا نود معانا ب 6000 انجستروم، عوض لامدا نود حط بدلها 6000 انجستروم، 6000 انجستروم. وادي هنا ال اهي تحت 2 اتش ان. ان بكام؟ ان الريفراكتيف اندكس 1.4. طيب تقدر تحسب من هنا ال على اتش بسهوله جدا. خلاص شايف كل حاجه سهله، كل الارقام معاك، مفيش اي مشكله، تقدر انك تحسب ال على اتش دي بسهوله جدا. وانس انك حسبت ال على اتش، خلاص ال على اتش اللي هي اعكسها جبت تان ثيتا، شفت تان جبت الثيتا، خلصت المساله. ودي كده كانت اخر مساله في الاوبتيكال ويدج. فاضل لنا نيوتن رينجز ونبقى خلصنا الشابتر ده خالص. تعالى ناخد مساله كده سريعه. طيب انا مش هدخل معاك في الديريفيشن بتاع نيوتن رينجز علشان بس ايه يعني ما نطولش في الوقت، تقدر انت تبقى تقراه، ويعني اظن اغلبكم يعني ممكن يبقى شافه قبل كده او ذاكره قبل كده يعني. طيب فاحنا عايزين نحل اسئله على طول على الاوبتيكال ويدج. طب ممكن ناخد سؤال كمان بالمره على الثين فيلم بالمره كده. ده ثين فيلم الثيكنس بتاعه جيفن مديهولك اهو، يبقى الثيكنس معانا مش هنقدر نغيره، اكننا رحنا واشترينا الثين فيلم ده خلاص، مفيش اي مجال انك تغير الثيكنس او انك ترجع فيه. طيب والفيلم عنده ريفراكتيف اندكس كذا illuminated by white light، انهي كلر ويل بي انتنسيفايد في الفيزبل سبيكتروم؟ بمعنى انتنسيفايد دي يعني هيحصل له هيكبر من الاخر او هيقوى، هيقوى دي يعني كونستراكتيف يعني مش هيموت. فهشتغل بقانون الثين فيلم، بما ان دي مساله ثين فيلم اشتغل بالقوانين اللي هي المعكوسه واخد منهم قانون الكونستراكتيف اللي هو ام بلس هاف لامدا. انهي لامدا؟ قلنا لامدا فيلم. طب تفتكر انت لو عملت سيرش على جوجل عايزين الويف لينثز او الاطوال الموجيه بتاعت الفايلت والبلو والجرين كلر وهكذا يعني، الارقام اللي هتطلع دي تفتكر بتاعت ايه؟ دي بتاعت الهواء ولا الميه ولا في انهي وسط؟ طبعا دي لامدا او الويف لينثز بتاعت الضوء في الهواء. سهله، هروح انا لامدا فيلم دي هقول مفيش اي مشكله اقدر استبدلها واحط بدلها لامدا نود على ان. بنعمل الحركه دي كتير. طيب ايه الحاجه هنا المتغيره؟ الحاجه اللي متغيره ان الوايت لايت جواه كذا كومبوننت، فايلت وبلو وجرين ويلو واورنج وريد، مش كلهم هيحققوا لك شرط الكونستراكتيف، مش كلهم هيحققوا الشرط ده. اللي فيهم هيحقق الشرط ده هو اللي هيحصل له كونستراكتيف انترفيرنس. فهروح انا قايل ايه بقى؟ تعالى كده نشوف احنا عايزين نحسب انهي لامدا اللي هتحقق الشرط. لامدا نود ايكوال 2 ان تي على ام بلس هاف. شفت انا بقيت مركز على لامدا نود. ها طيب 2 ان عندنا جاهزه، تي احنا اشتريناها وثابته مفيش مجال تتغير، على ام بلس هاف. تعالى بقى نقعد نغير الام، حط الام مره، هكتب لك كده، حط الام مره بزيرو، مره ب1، مره ب2، مره ب3، مره ب4 وهكذا. كل ما تعوض بكل رقم من دول انت بتختار لامدا بتحقق لك كونستراكتيف انترفيرنس، يعني كل ام من دول هتحسب لك لامدا من اللي حققوا لك شرط الكونستراكتيف. فهمتني؟ تعالى يلا بعد ما حسبناها بالزيرو وبال1 وال2 وال3 وهكذا لقينا ايه؟ طلع لك لامدا 24 في 10 باور نيجاتيف 5 سنتيمتر. اللي بعده 8 في 10 باور نيجاتيف 5. اللي بعده 4.8 في 10 باور نيجاتيف 5. اللي بعده 3.4. هتقول لي طب انت ليه اشتغلنا بالسنتي؟ ما غصب عني ما هو التي ده كان بالسنتي فطلعت ارقام بالسنتي. طب ما الجدول بالنانو، يبقى يا سيدي نحول السنتي ده نخليه بالنانو، حول كل رقم من دول خليه بالنانو. 2400 نانو متر، 800 نانو، 480 نانو، 340 نانو، خلاص حولنا. يا ترى ايه الارقام دي يا جماعه؟ اي رقم من دول، اي لمضة من دول بتحقق شرط الكونستراكتيف؟ اي لمضة من دول بتحقق شرط الكونستراكتيف؟ طب انهي لمضة من دول اصلا من الكومبوننتس بتوع الوايت لايت؟ تعالى كده نشوف الكومبوننتس اوف لايت وايت لايت. اقل لمضة تبقى 380، اكبر لمضة بتاعت الريد 750. اي حاجه اكبر من 750 ده مش وايت لايت، اي حاجه اقل من 380 ده مش وايت لايت. مين الوحيد اللي في نطاق الوايت لايت؟ 480 اللي هي مين؟ اللي هي البلو كلر.
يبقى من الاخر كده الثين فيلم ده اللي احنا اشتريناه سقط عليه وايت لايت، خلاص جزء هيعدي وهيفشل انه هيفشل انه يحصل له ريفليكشن، وفي جزء هيرفلكت. انهي ضوء اللي هيرفلكت؟ يعني ده كده كان وايت لايت وانا واقف هنا، انهي ضوء اللي هيرفلكت؟ البلو لايت. ليه البلو لايت هيرفلكت؟ لان البلو لايت هو الويف لينث الوحيد، الويف لينث الوحيد اللي حقق شرط الكونستراكتيف. خلاص في ويف لينث ثانيه حققت الشرط، بس الويف لينث دي اصلا الترا فايولت بقى مثلا انفراريد، الحاجات دي بره الفيزيبل لايت، الحاجات دي عينك ما بتقدرش تشوفها. طيب اسئله نيوتن، ناخد مثلا سؤال كده زي ده، بيقول لك ايه هنا في تجربه نيوتن؟ فين القانون يا جماعه بتاع نيوتن؟ القانون بتاع نيوتن تعال نلخصهم كده سريعا، بنقول ار باور 2 ده الراديوس بتاع الحلقات هو ام لامدا نود على ان، ده الريفراكتيف اندكس بتاع الفيلم، يعني انت بيبقى عندك عدسه بالشكل ده تحتها لوح ازاز، خلاص فين الفيلم؟ الفيلم هو اللي ما بينهم، الفيلم هو اللي بالاصفر ده، ففي الاغلب بيبقى هوا ما عدا لو انت خدت التجربه اللي في المعمل نزلت بيها الميه، ففي الاغلب الثين فيلم بيبقى هوا، في الاغلب الان دي بتكون بوان، بس عاده هي موجوده في القانون. خلاص وبعد كده في حاجه اسمها ار. سريعا مين كل حاجه من دول؟ انت هتشوف حلقات، يعني انت لو انت واقف بتلسكوب هنا مثلا بالشكل ده انت هتشوف حلقات، فالحلقات دي خلاص اول حلقه بيبقى عندها ام ب1، اللي بعدها عندها ام ب2 ام ب3 وهكذا، تمام. الار سمول ده الراديوس بتاع كل حلقه، ام ده ترتيب الحلقه، لامدا نود ده لامدا بتاع الشعاع اللي كان ساقط اصلا على التجربه بتاعتك، ار كابيتال راديوس اوف كيرفيتشر بتاع الكونفكس سيرفيس، يعني العدسه ليها سطح فلات وسطح كونفكس بنسميها بلينو كونفكس لينس. السطح الكونفكس ده لو كملناه بالشكل ده لكنه مقصوص من عدسه اكبر او مقصوص من كوره ازاز، هيبقى الكوره الازاز عندها راديوس اوف كيرفيتشر بنسميه ار كابيتال. يبقى انت فهمت مين ار كابيتال. خلاص طيب فبنقول في تجربه نيوتن دروب اوف ووتر بليسد بتوين ذا لينس اند ذا بليت، استبدلنا الهواء اللي كان بالاصفر اللي هو هنا ده كده استبدلناه بميه. الدايمتر بتاع عاشر حلقه دارك لقيناه 0.6، اوبتين ذا راديوس اوف كيرفيتشر. واحده واحده تعال نكتب القانون، ار باور 2 ايكوال ام لامدا نود على ان ار. تعال نعوض بالارقام واحده، اولا عاشر حلقه دارك، عاشر حلقه دارك فاحط لها الان بكام؟ احط لها الان ب 10، انا اسف ده الام، احط الام ب 10. هتقول لي بس انت كاتب فوق ان الترقيم بيبدا من زيرو، ايوه ما هي اول حاجه احنا هنشوفها دارك هتبقى سبوت ما اسمهاش رينج اصلا، فاول سبوت هي اللي عندها ام بزيرو، وبعد كده الحلقه الدارك اللي جايه دي اول حلقه عندها ام ب1 ودي تاني حلقه عندها ام ب2، فعاشر حلقه عندها ان ب10. طيب ال اسمه ايه الليكويد اللي استبدل الهواء عنده ان ب4 على 3، نشيل دي نحط بدلها 4 على 3. ايه تاني؟ لامدا 6000 انجستروم، اقدر اشيل لامدا واحط بدلها 6000 انجستروم. خلاص الدايمتر بتاع الحلقه العشره 0.6، 0.6 اقسمه على 2 اصبح راديوس، يبقى الراديوس باور 2 ده الراديوس 0.3، بس اتاكد انك ماشي باليونتس صح، انا حولت ده من انجستروم لمتر يبقى انا كان لازم احول كمان من سنتي لمتر، يبقى دي 0.3 اقسمها على 100 احسن عشان تتحول تبقى متر. عوض احسب الار على طول كده، الار هيطلع لك بالمتر، هيطلع لك الار ب 2، خلاص 2 مترز اللي هي كام برضو اللي هي 200 سنتي. ده كده كان سؤال. تعال ناخد سؤال كمان، تجربه نيوتن ويف لينث جيفن معانا اهو، في ليكويد ما بين البلين والكيرفت سيرفس، خلاص يبقى نروح قايلين ار باور 2 ايكوال ام لامدا نود على ان ار. دايمتر خامس حلقه برايت از 3، لو الدايمتر ب 3 يبقى الراديوس ب 1.5، بس 1.5 مللي، يبقى انا كده الراديوس عوضت بيه خلاص، ال 3 مللي دي استفدت منها. الويف لينث اللي هو 6000 انجستروم، تعال نعوض بالويف لينث، حط 6000 انجستروم اللي هي 5895 في 10 باور نيجاتيف 10. الراديوس اوف كيرفيتشر 100، تعال نعوض بيه برضه 100 سنتيمتر اللي هي 1 متر من الاخر. ايه اللي ناقص عشان احسب الريفراكتيف اندكس؟
اللي هو الان، فاضل حاجه واحده بس، فاضل تعوض تحط الام بكام. طيب في حقيقه الامر القانون ده اصلا غلط. ليه؟ القانون بتاع الام ده يا جماعه اللي انا كنت كاتبه لكم ده بتاع الدارك رينجز. طب لو انا عايز اشتغل بقانون البرايت رينجز هو هو بالملي، بس الفرق ان جنب الام بزود هاف. خلاص البرايت رينجز جنب الام بزود هاف. وافكرك جت منين؟ بس انت لو مش واخد بالك، هو تجربه نيوتن اصلا هي عباره عن ايه؟ ازاز، وادي ازاز وبينهم هواء، صح؟ يعني هاي لو هاي، يعني اصلا هي ثين فيلم عاديه جدا، بس ثين فيلم الثيكنس بتاع الهواء مش ثابت، بيتغير. شايف الثيكنس هنا بزيرو، الثيكنس هنا ماكسيمم، فيبقى الثيكنس عمال يتغير. فنتيجه ان الثيكنس بيتغير، نفس فكره الاوبتيكال ويدج، هتلاقي ان الثيكنس شويه بيحقق شرط الديستركتيف وشويه بيحقق شرط الكونستركتيف. عشان كده حضرتك بتشوف هنا عند ثيكنس زيرو دايما دارك سبوت، حواليها برايت دارك برايت دارك برايت دارك، بتشوف حلقات مظلمه وحلقات مضيئه حوالين بعضها. ليه؟ لان الشرط بتاع الديستركتيف والكونستركتيف اللي هو ده ام لامدا دي بتاعت الديستركتيف، لو انت فاكر في اي ثين فيلم ام بلس هاف لامدا بتاعت الكونستركتيف، الثيكنس شويه يرضي الشرط ده شويه يرضي الشرط ده، فعشان كده بنشوف برايت دارك برايت دارك برايت دارك. خلاص فالقانون اللي كان جواه ام بس، ام دي كانت بتاعت مين؟ ديستركتيف، ده يشتغل مع الحلقات الدارك، انما الحلقات البرايت بستبدل ام واحط بدلها ام بلس هاف. جيت هنا وحطيت مين؟ ام بلس هاف. طيب مش كده وبس، خامس حلقه برايت احط لها ام بكام؟ خامس حلقه برايت احط لها الام فور يا جماعه، مش بفايف، مش زي الدارك، بحط لها الام بفور. انا كده خلصت معاك تشابتر 9 كله، فاضل بس يعني يا ريت تقرا المسائل اللي هي البلانو كونكيف، يا ريت تاخد فكره عن الكونكيف لان الترقيم في الكونكيف مختلف تماما. وفاضل بس برضو انا عارف ان في حد ممكن تبقى الفور دي مضايقاه، فهتكلك عليها كده بسرعه، اشرحها لك بسرعه دلوقتي الفور دي، بس اشرحها لك كده بسرعه. خلاص لو حد لو واحد فاهمها كويس قوي خلاص اسكيب الحته اللي جايه دي، عشان ما حدش يقعد يشتكي ويقول الفيديو طويل. لا انا بقول لو انت فاهمها سكيب. بص يا ابن الناس، حته ستين فيلم اهي، احنا قلنا عدسه ازاز وتحتيها كمان ازاز وفي في النص هواء. خلاص الثيكنس بيبدا من زيرو ويوصل لاقصى قيمه ليه اللي هي نسميها تي نود. فين الفيلم؟ هو المنقط اللي في النص ده، هو ده الفيلم اللي احنا بندرسه. فبنقول ايه؟ بنقول ان 2T شرط الديستركتيف وشرط الكونستركتيف. كونستركتيف يعني برايت، يعني الحلقات المضيئه. ديستركتيف يعني الحلقات الدارك او المظلمه. مش شرط حلقات، يعني احنا بنقول امتى القانون اتحقق من الاخر، يعني امتى شفنا حاجه دارك. فتعالى كده نفصل ما بين التو اناليسز. والله لو 2T بما انها مساله ثين فيلم، فلو 2T كان بام لامدا ده شرط الديستركتيف. تعالى نشوف حصل عند ثيكنس كام. حصل عند ثيكنس ام لامدا على 2، يلا نعوض. اول ثيكنس اشوف عنده دارك كان زيرو، يبقى انا هنا هشوف دارك عند ثيكنس زيرو. الثيكنس اللي بعديه لامدا على 2، الثيكنس اللي بعديه 3 لامدا على 2، الثيكنس اللي بعديه 5 لامدا على 2، وهكذا. دي كده الاماكن اللي بنشوف عندها دارك. فتلاقي نفسك شفت هنا دارك، بعدها بشويه شفت دارك، بعدها بشويه شفت دارك. قانون البرايت ان 2t بتساوي m بلس هاف لامدا. خلاص؟ فيبقى t ايكوال m بلس هاف لامدا على 2. تعال نشوف اول مره نحط برايت. الام ده يا جماعه دايما بيبدا من الصفر، دايما الام بيبدا من الصفر. فاول مره نحط برايت، عوض حط الام بزيرو يلا. لو حطيت الام بزيرو هيطلع لك لامدا على 4. حط الام ب1، ده كده انا حاطط الام بزيرو زي ما قلت لك، حط الام ب1 هيطلع لك 3 لامدا على 4، 5 لامدا على 4. هتلاحظ حاجة إن اللامدا على 4 دي هي فين؟ هي بين الزيرو واللامدا على 2، بين أول 2 دارك. يبقى في هنا واحدة برايت بين أول 2 دارك، في تاني واحدة برايت هنا. فلو أنت جيت ترسم أو تتخيل الموضوع، لو جيت تتخيل الموضوع هتلاقي إن أنت في النص، ما أنت باصص من فوق هنا أهو، دي عينيك أهي. فأنت شايف إيه في النص؟ شايف هنا دارك، دارك سبوت. ليه؟ أول مرة يتحقق شرط الدارك كان هنا أهو عند إم بزيرو، يبقى الدارك سبوت واخدة إم بزيرو. الدارك اللي جاية عندها إم ب1، خلاص؟ عند ثيكنس لامدا على 2، عند ثيكنس لامدا على 2 هنا كده مثلا أهو، خلاص؟
شفت دارك بالشكل ده. طبعا هي ممكن يبقى ليها ثيكنس، فخلينا نحطها باللون ايه، خلي الدارك مثلا باللون الازرق، اختفى اصلا باللون الاخضر يا جماعه، دي كده دارك يعني. خلاص الدارك دي عندها ام بكام؟ قلنا عندها ام ب1. الدارك اللي بعدها عندها ام ب2 اهي، عند ثيكنس 3 لامدا على الاثنين، هنا هي مثلا هنا عند ثيكنس 3 لامدا على الاثنين، ادي الدارك اللي جاي دي عندها ام ب2. طيب اول مره اشوف حاجه برايت كانت عند ثيكنس لامدا على 4، كانت هنا عند ثيكنس لامدا على 4، هنا هي خلاص. هل يا جماعه دي سبوت ولا رينج؟ اول حاجه برايت اهي، البرايت هنا اهي، تعال نخلي البرايت بالاصفر، احنا قلنا ما بين كل دارك ودارك في برايت، فدي كده كانت برايت. طب اول واحده برايت دي عندها ام بكام؟ ما هو ترقيم البرايت غير ترقيم الدارك خالص، اول واحده برايت عندها ام بكام؟ عندها ام بزيرو. طب البرايت اللي جايه عندها ام بكام؟ اهي البرايت اللي جايه ما بين كل دارك ودارك في برايت، قلنا الدارك فرنج اللي جايه دي عندها ام بكام؟ عندها ام بواحد. فيبقى من الاخر بالنسبه للدارك هتلاقي دايما نفسك شايف سبوت في السنتر حاجزه الزيرو خلاص، وشايف بعد كده حلقات، الحلقات الدارك اللي انا هنا ملونهم لك اخضر، خلاص انا لونت لك الدارك بالاخضر، الحلقات اللي هي بالاخضر اول واحده عندها ام بكام؟ ب1، واللي جاي عندها 2، والثالثه عندها 3. طب دي كده بنسميها الفيرست رينج خلاص. هتقول لي امال دي بنسميها ايه اللي عند ام بزيرو؟ ما بنسميهاش رينج من اساسه، بنسميها سبوت، دي مش حلقه اصلا، دي نقطه. لما يقول لك عاشر واحده دارك، عاشر دارك رينج، يبقى عندها ام ب2 على طول، يبقى دي كده 10th او عاشر دارك رينج خلاص، اول واحده عندها ام ب1 زي ما اتفقنا. طيب بالنسبه بقى للبرايت، تعالى كده نشوف البرايت، مفيش اصلا سبوت، انا شايف رينجز بس. اول واحده خالص عندها ام بكام اهي؟ زيرو. وبص عليها من الرسمه برضو، بص على الحلقات اللي بالاصفر، اول واحده عندها ام بكام؟ بزيرو، يبقى دي كده بنسميها الفيرست. الثانيه عندها ام ب1، الثالثه ام ب2، يبقى متاخره واحده دايما، فهمتني؟ يبقى لما يجي يقول لك العشره خلاص، لما يجي يقول لك التنث رينج، ما انت اول واحده عندها ام بصفر، يبقى عاشر واحده عندها ام بكام؟ ب9 خلاص. فهو ده الاختلاف، عشان كده المساله اللي فاتت لما كان قال لي خامس واحده برايت، خامس واحده برايت اخترت لها على طول احط الام ب4 تمام. طيب ودايما بنحل في الدارك، يعني مش هتلاقي نفسك بتحل بالقانون ده كتير، هتلاقي نفسك بسطنا القانون ده كده وعملنا اثبات سريع تقدر تبص عليه بسهوله قوي، وصلنا ان دايما ار باور 2 بتاع الحلقات اللي انا بشوفها ايكوال ام لامدا على ان ار، اخوه نفس القانون بالظبط، بس بدل ام في ام بلس هاف في حالة البرايت، ام بلس هاف نفس القانون لامدا بتاعت الهواء على ان في ار، ده لما يقول لك برايت رينجز او مركزين على البرايت رينجز خلاص، ما بنشتغلش بده، قلنا لا بسطناه وعملنا كده اثبات سريع وصلنا بيه لده. وحته الترقيم اظن انا كده اتكيت لك على حته الترقيم كويس قوي خلاص، ان الدارك دايما سبوت حواليه رينجز، انما البرايت رينجز على طول، فدايما عاشر حلقه عندها ام ب9 متاخره، مش 10، انما لما كان في الدارك يقول لك عاشر حلقه عندها ام ب10 على طول. ليه؟ لان اول حلقه اصلا كان عندها ام ب1، طب ليه ما كانش عندها زيرو؟ اصل الزيرو كان محجوز لمين؟ كان محجوز للسبوت اللي هي اول حاجه دارك احنا شفناها كده. احنا هندخل بقى على طول على مين؟ هندخل على الديفراكشن اللي هو اخر تشابتر عندك، احنا كده ندخل على الديفراكشن. طيب تعال نبتدي الديفراكشن اللي هو اخر تشابتر عليك، يعني هنمشي في النظري بتاعه سريعا كده، تقدر تبقى ترجع للمحاضرة لو انت عايز تتعمق في النظري بتاع التشابتر، عشان برضو ما خليش الفيديو يبقى وقته طويل زيادة يعني. الديفراكشن الاول قبل ما تفهمه محتاج تفهم حاجه اسمها ويف فرونت. يعني ايه ويف فرونت؟ هي المحل الهندسي او اللوكس لكل النقط اللي ليها نفس مين؟ ليها نفس الفيز. محل هندسي لكل النقط او لوكس فور اول بوينتس ذات هاف ذا سيم فيز فروم مالتيبل ويفز، يعني عندنا كذا موجه يعني. بمعنى ايه؟ ركز كده على اللي انا رسمهم لك دول، ادي دول شويه ساين ويفز ماشيين مع بعضهم ان فيز، شوية ساين ويفز زي ما انت شايف اهم ماشيين مع بعض ان فيز. لو انا قلت عايز خط
يعلم مثلا على كل النقط اللي كانوا ماكسيمم سوا لاول مره. اهو شايفه ده خط اهو بيوصل ما بين كل الماكسيمم او كل البيكس اللي حصلت لاول مره. طب عايز خط تاني او محل هندسي او لوكس تاني لكل الماكسيمز اللي حصلوا تاني مره، اهو كل خط من دول اسمه ايه؟ ويف فرونت. يبقى الويف فرونت هو بيبقى لوكس او محل هندسي لكل النقط اللي ليها نفس الفيز بالظبط. طيب خد بالك بقى من حاجه، لو ما بين الويف فرونتس سيادتك رحت راسم بيربنديكولار لاين هيدي لك اتجاه الويف، اهو كاتب لك ان الدايركشن اوف ويف او اتجاه البروباجيشن عمودي دايما او بيربنديكولار على الويف فرونت. يعني اللاين ده كده اللي هو البيربنديكولار على الويف فرونت هو ده اللي بيدي لك الويف دايركشن. طبعا اللوكس مش دايما هيبقى لاينز، يعني الويف فرونت في الرسمه اللي انا رسمها لك دي عباره عن خطوط، مش دايما هيبقى خطوط، ممكن يبقى خطوط، ممكن يبقى كيرف، ممكن يبقى سيركل، ممكن يبقى سفير، ممكن يبقى حاجات كتير. تعال ادي لك مثال تاني، حضرتك رميت طوبه، فرميت طوبه في الميه، الطوبه دي عملت ايه؟ الطوبه دي قعدت تعمل شويه سيركلز حواليه. انا عايزك تتخيل كده اللي بيحصل، هتلاقي ان السيركلز يعني انت ممكن تفكر فيهم اكنها ايه؟ اكن في ويف ماشية يمين بالشكل ده مثلا، اكن في ويف تانية ماشية شمال بالشكل ده، في ويف ماشية في دايركشن تاني بالشكل ده، ويف ماشية في دايركشن تالت بالشكل ده، صح؟ هي دي السيركلر ويفز او المالتيبل ويفز دول لما بتيجي تبص عليهم بتلاقيهم بيطلعوا بيك سوا. الماكسيمم دي مع الماكسيمم دي مع الماكسيمم دي مع دي لو وصلت ما بينهم هيدوك سيركل. بعد كده الماكسيمم اللي بعدهم وصل كده ما بين الماكسيمم اللي جايين كلهم سوا، ادي سيركل تانية. هو ده السيركلر ويف. يعني انت لما بترمي طوبه في الميه بتلاقي ان هي بشكل سيركلر بيطلعوا فوق سوا وبينزلوا، الووتر بارتكلز او جزيئات الميه بتطلع فوق سوا وبتنزل تحت سوا. فيبقى هنا المحل الهندسي للنقط اللي هتبقى فوق سوا بيبقى على شكل سيركل او النقط اللي ليها نفس الفيزة اقصد يعني. طيب وممكن مثلا تعمل تجربه تانية، لو انت في اوضه مثلا، الاوضه دي عباره عن اربع حيطان بالشكل ده خلاص، وحضرتك رحت جاي جبت لمبه نيون، اللمبه النيون شكلها عامل زي كده اهي مثلا. انا اقصد ليه لمبه نيون؟ انا اقصد ان هي حاجه سيلندريكال، هي بقت ليد دلوقتي بس انا اقصد اللمبه اللي هي السيلندريكال خلاص بالشكل ده. شوف كده الاضاءه بتاعتها، هل مثلا هتضيء ثلاث حيطان من الاوضه وتسيب حيطه رابعه ما يحصلش فيها اضاءه؟ لا طبعا مفيش الكلام ده خلاص، هي هتضيء كل حاجه حواليه، هتبقى بتضيء الاربع حيطان. ليه؟ لان اللمبه السيلندريكال بالاورينتيشن اللي انا رسمه لك ده هتبقى في ريز منها طالعه للحيطه اللي هنا وفي ريز طالعه للحيطه اللي هنا وللحيطه اللي هنا، صح كده؟ وللحيطه اللي هنا. فين النقط اللي ممكن تلاقي ان مفيش اضاءه عندها؟ فوق السلندر بالشكل ده هنا كده، الحته دي هتلاقيها مظلمه، وتحت السلندر هتلاقي النقطه دي برده كده مظلمه. ليه بنقول ده؟ لان اللمبه على شكل السلندر، فاللمبه اللي على شكل السلندر بتطلع سلندريكال ويفز، هي عماله بتطلع ريز في جميع النواحي زي ما انت شايف بامتداد اللمبه بالشكل ده يمين وفي زيهم شمال، صح؟ وفي زيهم انسايد ذا بيبر او انسايد واوتسايد، فهتلاقي ان هي دايما بتطلع ويفز بشكل عامل ازاي؟ سلندريكال. طيب حاجه تانية، ليه بقول سلندريكال؟ لان هتلاقي ان الانتنسيتي بتقل برضو بشكل سلندريكال. بمعنى ايه؟ حضرتك مثلا جرب كده لو في معاك سنسور بيقيس اضاءه مثلا خلاص، جرب تجيب السنسور ده تحطه هنا كده، يعني معاك ده جهاز مثلا اهو بيقيس الاضاءه، حطه هنا كده، تحط الطرف بتاعه هنا قرا لك رقم معين، طب حطه هنا كده هيقرا لك نفس الرقم بالظبط، حطه هنا نفس الرقم بالظبط. ليه؟ لان كل نقطه من اللي انا بقرا عندها الاضاءه كلها على نفس البعد بالظبط من مين؟ من اللمبه، فيبقى الاضاءه عندهم زي بعض. طب تعال بقى نقيس هنا مثلا عند النقطه دي، هتلاقي رقم معين، طب عند النقطه دي رقم معين، طب عند النقطه دي رقم معين، وهكذا. فبنقول ايه؟ بنقول مش الاضاءه عند النقط دي طلعوا زي بعض بالظبط؟ ده كده ويف فرونت. بس الويف فرونت اللي من على يمين اللمبه ده في زيه بالظبط واحد من على شمال اللمبه، وفي زيه واحد هنا كده الناحيه دي، تلاقي ان على شكل او محل هندسي على شكل ايه؟ على شكل سلندر. فبنقول ان اللمبه السلندريكال بتشع ويفز في جميع النواحي بحيث ان الويف فرونت هتكون برضو على شكل سلندر. طيب يعني ممكن اكون بجري في الكلام شويه، او بالنسبه لناس تانية ممكن اكون ببطأ في الكلام يعني على حسب. ندخل بقى في نقطه بعد كده، طبعا لو في لمبه على شكل سفير فهي بتشع ضوء على شكل سفير، ادي شويه اشكال اهي،
لو spherical source المصدر نفسه دائري او على شكل كوره فهتبقى الويف فرونت حواليه على شكل كوره. المصدر نفسه cylindrical زي اللمبه النيون اللي احنا لسه قايلينها مثلا هتلاقي الويف فرونت على شكل سلندر. طب لو بنتكلم عن الاشعه اللي جايه من الشمس صح، الاشعه اللي جايه من الشمس باعتبار ان احنا بعاد جدا عنها، احنا في كوكب الارض هنا بعاد جدا عن الشمس، فبيجي لنا الاشعه بتاعتها parallel rays. خلاص parallel rays بالشكل ده كده هيبقى الويف فرونت هنا على شكل ايه؟ على شكل بلين. ليه على شكل بلين؟ لان هتلاقي ان البلين دي في ريز داخله فيها من جميع النواحي، اشعه الشمس جايه كده من جميع النواحي مثلا، فان انت تقف هنا غير ان انت تقف مثلا هنا. ممكن الاشعه دي تبقى فقدت شويه من قوتها مثلا صح، فالاشعه دي فقدت شويه من قوتها بحيث ان هنا كل النقط دي بقى ليها نفس الفيز بالظبط، ليها نفس الاضاءه بالظبط، او ليها نفس الشده بالظبط. فيعني اظن المفروض الويف فرونت ايه جمعتها بشكل كويس يعني من المحاضرة وانا كملت لك عليها من هنا. طيب ندخل بعد كده في هايجنز برينسبل. احنا كل الكلام ده قلناه ليه؟ قلناه علشان هايجن برينسبل. ايه هايجن برينسبل ده؟ الراجل ده اعتبر ان كل بوينت على ويف فرونت اقدر اعتبر ان هي مصدر جديد للسفيريكال ويف، اقدر اعتبر ان كل نقطة او اقدر افكر فيها اكنها نيو بوينت سورس، اكنها مصدر جديد او مصدر سفيريكال جديد. خلاص بنسميها ايه بقى النقطة دي؟ بنسميها ويفلت. طب هفهمها لك. احنا قلنا اشعة الشمس، تعال نبص على الصورة اللي أنا حاططها لك هنا اهي. قلنا إن أشعة الشمس بالشكل ده مثلا بارل مع بعضها، اللي هي اللي بالأسود، شوية الخطوط الأسهم اللي أنا رسمهم لك بالأسود دول مع بعض، دي الأشعة اللي جاية من الشمس. تعال كده نبتدي نقول، هل النقطة A small والنقطة B small و C small وهكذا كل دول ليهم نفس، يعني لو المصدر بتاعك هنا اللي طالع منه البارل ريز، تعال نقول بلاش تبقى شمس خلاص، لو ده كده المصدر ادي السورس اهو اللي بيطلع ويفز بارل بالشكل ده، ده اللي بيطلع الريز بتاعتك، كل نقطه من النقط A وB وC سمول ودي سمول والنقط دي كلها على نفس البعد من المصدر، ما دام على نفس البعد يبقى حاسين بنفس الاضاءه، يبقى اقدر اعتبر اللاين اللي بيوصل ما بينهم ده ويف فرونت. طبقا لهايجنز برينسيبل قال ايه؟ قال ان كل نقطه منهم هتبقى مصدر جديد، كل نقطة منهم، كل نقطة على الويف فرونت اللي احنا واقفين عندها هتبقى مصدر جديد. طب مصدر جديد بيعمل ايه؟ مصدر جديد بيشاع ويفز بشكل سفيريكال. النقطة A دي هتشاع ويفز اهي بشكل سفيريكال، النقطة B هتشاع ويفز اهي بشكل سفيريكال. شايف أنا بعمل ايه؟ سفيريكال ويف من عند C وسفيريكال ويف من عند D وسفيريكال ويف من عند A، كل نقطة تعتبر مصدر جديد. طب استنى بقى، فين آخر السفير اللي طلعت من عند A؟ صح؟ ادي السفير اللي طلعت او الهاف سفير اللي طلعت من عند ايه؟ سمول، من المصدر ايه سمول، فين اخرها خالص؟ اهي ابعد بوينت في السفير اهي. وكذلك فين ابعد بوينت في السفير اللي خرجت من عند بي سمول ومن عند سي سمول ومن عند دي سمول؟ مش كل دول اخر كل سفير خرجت من كل نقطه؟ يبقى كل دول برضو عندهم نفس الاضاءه، او من يعني بوجهه نظر تانية ما كل واحده من دول بنفس البعد على نفس البعد من المصدر، المصدر الرئيسي صح؟ يبقى كل واحدة من دول عندها نفس الإضاءة، يبقى أنا أقدر أوصل ما بينهم وأقول إن ده ويف فرونت جديد. خلاص؟ ده اللي هايجن فكر فيه، إن كل نقطة على الويف فرونت أقدر أفكر فيها إن هي مصدر جديد، المصدر ده هيبقى بيشاع ويفز في جميع النواحي بشكل هاف سفيريكال أو بشكل سفيريكال، خلاص؟ وبعد كده ابتدينا نقول إن والله كل ويف خارجة، يعني الويف اللي خرجت من عند إيه دي كده، والويف اللي خرجت من عند بي سمول، والويف اللي خرجت من عند سي سمول ومن دي سمول، التداخل ما بينهم هو اللي بيبتدي جنريت ويف فرونت جديده، او بيبتدي يولد ويف فرونت جديده. طيب وقلنا كل نقطه من دول ايه وبي وسي بنطلق عليها ايه؟ هنقول ان هي مصدر على الويف فرونت او بنسميها ويفلت. تعال نشوف هنستفيد من الكلام ده في ايه. ظاهره الدفراكشن بتحصل امتى؟ ظاهره الدفراكشن وهي عباره عن ايه اصلا؟ وايه الفرق بينها وبين بقيه الظواهر؟ مثلا حاجه زي الريفراكشن، الانكسار. الانكسار ده بيحصل ازاي؟ لو في هنا قلم ليزر مثلا ومطلع شعاع معين، قلم الليزر ده احنا محوطينه من جميع النواحي بميه، يعني محطوط في ميه مثلا، خلاص؟ وقلم الليزر ده انا حطيت هنا قصاده ديتكتور او شاشه، ومتوقع ان الري بيمشي بشكل ستريت، فانا متوقع ان الري هيطلع من قلم الليزر يجي لغايه عندي وانا واقف في الهواء. طبعا ده مش هيحصل، الويف هينكسر، هيفضل ماشي في الميه في اتجاه معين، وصل هنا للانترفيس او السطح الفاصل ما بين الميه والهواء هينكسر صح؟ ف
طيب انا لو كنت عايز اشوف الضوء كان لازم اتحرك، ما بقاش واقف بشكل ستريت، صح ولا ايه؟ سذاجة مني ان انا اقف واتوقع ان اللاين او الري هيعدي بشكل مباشر او بشكل خط مستقيم، لا هنا بيحصل انكسار او ريفراكشن. الريفراكشن ده بيحصل لما الضوء يتحرك من وسط لوسط تاني. انما الديفراكشن اللي عندنا ده حاجة تانية خالص. الديفراكشن بتحصل في نفس الوسط. طب ايه هي؟ هي برضو دايفرجنس او برضو حيود الضوء عن مساره، خلاص حيود الضوء عن مساره او الدايفرجنس او تشتت اللايت، بس بتحصل امتى بقى؟ بتحصل لما الضوء يعدي بشارب ايدج او بنارو سلات، لما الضوء يعدي باي فتحه ضيقه او بحاجه حاده او بايدج او طرف حاد مثلا او كده. ومش حكر على فكره على اللايت، الديفراكشن بيحصل للساوند ويفز عادي، مفيش مشكله. للووتر ويفز الديفراكشن بيحصل، مش حكر لللايت ويف بس. طيب نبتدي نفكر. كل ما عرض الفتحه اتضيقت كل ما حضرتك ظاهره الديفراكشن حصلت بشكل اكتر. بمعنى ايه؟ تعالى كده نفكر مع بعضنا. لو في هنا بنتكلم الفتحه عريضه جدا، اشعه الضوء هيحصل ايه؟ في بعض منها هيتحجب خلاص، في شويه اشعه معينه ما قدرتش اصلا ان هي تعدي، بس في شويه ريز شايف لقوا فتحه عريضه جدا تكفي ان هم يعدوا منها. فلو حضرتك واقف هناك بالشكل ده، واقف هنا، هتشوف الضوء عدى لعينيك ومفيش مشكله. طب لو في واحد واقف الناحيه دي، مفيش ولا حاجه هتوصل له، لان شويه الريز اللي كانت جايه هنا ما قدرتش ان هي تعدي، فمش هيشوف اي حاجه خالص. بنقول هنا ان مفيش ديفراكشن، مفيش ديفراكشن، اصل عرض الفتحه وايد او عرض الفتحه كبير جدا. كبير مقارنه بمين؟ عرض الفتحه دي كبير جدا مقارنه بالويف لينث، مقارنه بلامدا، فمفيش ديفراكشن حصل. طيب تخيل ان احنا جبنا عرض فتحه يقارن بلامدا، comparable with لامدا، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل دلوقتي طبعا برضو في شويه ريز زي دول كده ما قدروش اصلا ان هم يعدوا، خلاص ده ما قدرش ان هو يعدي. طب في شويه ريز حصل ايه بقى؟ ريز زي ده اللي احنا واقفين عليه هيعدي، بس هيحصل حاجه نتيجه ان الفتحه دي ضيقه جدا او السلات ويدث قليل جدا، صح؟ يا دوبك كفه. ما انا عايزك بقى تفكر هنا زي هايجن. هايجن قال ايه؟ هايجن قال ان انا ده كده ويف فرونت، خلاص، فكل نقطه اقدر اعتبرها مصدر، وده كده ويف فرونت، فكل نقطه على الويف فرونت ده اقدر اعتبرها مصدر، وده كمان هيبقى ويف فرونت. بس استنى، الويف فرونت ده مش كل نقطه عليها اعتبرها مصدر ولا حاجه، ده هي اصلا كفت نقط قليله جدا، صح؟ او بوينت سورسز قليله جدا تعدي. خلينا اشرح لك كيس 1 الاول وارجع تاني لكيس 2. كيس 1 الفتحه ضيقه جدا، فيري نارو مقارنه بلامدا، فيري نارو، فهنقول ايه؟ ان الريز مش هتقدر ان هي تعدي، ده ما قدرش يعدي، ولا مثلا ده قدر يعدي، ولا ده ولا ده. طب الري الوحيد اللي هيعدي هل عدى بشكل ستريت؟ هل لو في واحد واقف هنا هو ده الشخص الوحيد اللي هيشوف الضوء؟ لا، مش ده اللي بيحصل. امال بيحصل ديفراكشن. يعني ايه ديفراكشن؟ يعني بتلاقي الضوء تشتت في جميع النواحي، تشتت في جميع النواحي، يعني الضوء الشعاع ده ما عداش بشكل ستريت. مش الراجل الطيب اللي هنا بس اللي هيشوف الضوء، ده لو في واحد هنا كمان هيشوف الضوء، واحد كمان واقف هنا هيشوف الضوء، مش بنفس الانتنستي، ده اللي احنا هندرسه دلوقتي. بس المهم ان الضوء تشتت او حصل له ديفراكشن في جميع النواحي. ليه حصل الديفراكشن طبقا للنظريه بتاعت هايجن؟ هايجن قال ان زي ما ده ويف فرونت عليه نقط كتيره جدا جدا جدا، نقط اهي كتيره، صح؟ او كفه ويف ليتس او بوينت سورسز كتيره. الويف فرونت اللي هنا نتيجه ان الفتحه ضيقه جدا ما كفاش غير ايه؟ ما كفاش غير بوينت سورس واحده بس. عرض الفتحه ضيق جدا ما كفاش غير بوينت سورس واحده بس. وفاكر انا قلت لك البوينت سورس بتطلع ويفز بشكل عامل ازاي؟ بشكل دائري، بتشع ويفز في جميع النواحي. ما دام بتشع ويفز في جميع النواحي، عشان كده كل الناس دول وصل لهم ضوء. الضوء ما كملش ستريت. لو دي كبرت شويه، عرض الفتحه كبر شويه وبقى يقارن بلامدا، ما بقاش اصغر بكتير من لامدا، فبنقول ان الويف فرونت اللي هنا دي كده ما كفتش بوينت سورس واحده، سوري، كفت كذا بوينت سورس. كل بوينت سورس منهم هتشع ريس في جميع النواحي، كل بوينت سورس هتشع ريس في جميع النواحي. شايف المشكله في ايه؟ كلمه كذا بوينت سورس يعني كذا مصدر، كذا مصدر على طول بتجيب في دماغك كلمه مين؟ انترفيرنس. وده اللي احنا هنشوفه كمان شويه، ان الديفراكشن احيانا بيجي بعديه على طول انترفيرنس، زي تجربه يونج مثلا.
طيب دول الثلاثه كيسز اللي عندك او الثلاث سيناريوز. هنا بفكرك بالاسباب بتاعه الكونستراكتيف والديستراكتيف انترفيرنس والكلام ده لازم تكون فاكره. ندخل بعد كده على الاكسبيرمنتس، مش يعني مش هدخل في النظري فيها كتير. اول حاجه ناخد مثلا يونج دبل سلات اكسبيرمنت، دي احيانا بتتشرح ديفراكشن واحيانا في كتب او في مراجع تانية بتتشرح انترفيرنس. ليه يونج دبل سلات؟ السيت اب نفسه عامل ازاي؟ تعال نتفرج عليه. ده السيت اب اهو، خلاص في هنا مصدر بالشكل ده والمصدر ده بيطلع ويفز. سيبك من السنجل سيت اللي هنا، يعني مش شرط، مش مهم الحته اللي في الاول دي خالص. في ضوء من الاخر، خلاص في ضوء. الضوء ده عدى على كام فتحه؟ فتحتين، سورس 1 وسورس 2. كل سورس منهم ضيقه يعني تقارن بلمبه، فكل سورس فيهم الضوء لما عدى عندها حصل ديفراكشن، يعني مش بشكل مباشر الضوء ده عدى ستريت زي ما هو وده عدى ستريت زي ما هو، المواضيع مش كده. لا، عند كل فتحه حصل ظاهره الديفراكشن، فعند كل فتحه هنعتبر الفتحه دي بوينت سورس. بوينت سورس بتشع ويفز في جميع النواحي بشكل سيمي سيركلر او بشكل سيمي سفيريكال، والسورس الثاني نفس الطريقه، هتلاقيني مفرق لك لونهم. السورس اللي فيه سورس بيعدي، يعني لا مش مفرقين لونهم ولا حاجه. تعالى كده نزوم عليها شويه. خلاص ادي الدوائر اللي خرجت من سورس 2 مثلا اهي، ده المقصود. وادي الدوائر اللي خرجت من سورس 1 شكلها عامل زي كده اهي. خلاص هو ده الديفراكشن، ان كل فتحه الضوء من عندها ابتدى يطلع ويفز في جميع النواحي او يطلع سفيريكال ويفلتس في جميع النواحي، نتيجه ان في عندك تو سورسز هنا اس 1 واس 2، مصدرين اكتر من مصدر للضوء يدي لك انترفيرنس على طول. طيب انترفيرنس، تبتدي تشوف انترفيرنس باترن زي اللي سيادتك شفته مثلا في تجربه نيوتن رينجز، زي تجربه او مش تجربه يعني زي الاوبتيكال ويدج مثلا. هو ده الانترفيرنس، تبتدي تشوف برايت دارك برايت دارك برايت دارك، ادي برايت وادي دارك، ادي برايت دارك وهكذا. طيب وبنشوف خطوط بالشكل ده، الخطوط دي بناء على ايه؟ بناء على ان انا حاطط هنا سكرين او حاطط هنا شاشه، ده المنظر بتاع الديفراكشن. يا ريت كان عندي صوره تانية لو الابرتشر او الفتحه اللي هي اس 1 واس 2، لو الفتحات دي دائريه ايه اللي هيحصل، ولو الفتحات دي ريكتانجلر ايه اللي هيحصل، هحاول اجيبها لك كمان شويه. طيب خلاص ده كده الانترفيرنس باترن، فاضل بقى الايكويشنز. ايه الايكويشنز؟ بص يا ابن الناس، ادي الايكويشن زي من غير خوض في تفاصيل خالص، الحاجات اللي انا حاطط لك عليها براويز. خلينا نجيب دول كده نقربهم لك شويه. طيب يعني بحاول الخص لك برضو القوانين كلها في سلايد واحده اهي. بص يا سيدي، بنقول البرايت فرنجز او الخطوط المضيئه ده القانون بتاعها، ده القانون اللي بيجيب لك اماكنها مثلا. خلاص دي ساين ثيتا ايكوال ام لام. مين دي؟ ده دي ده السليت ويدث، عرض الفتحه. مين ساين ثيتا؟ ما انت دايما بيبقى عندك هنا كده، ده الخط الافقي اللي منه بنقيس ثيتا. يعني لو انت مثلا واقف هنا، مثلا حضرتك واقف هنا كده، فبنقول بنرسم خط من عند عينيك بالشكل ده لغايه هنا النقطه دي كده اللي في المنتصف ما بين التو سورسز، ونقول ثيتا هي الخط اللي احنا رسمناه، الانجل اللي بين الخط اللي رسمناه والخط الافقي، دي كده ثيتا. خلاص يعني الزاويه اللي شفنا كل فرنج عندها من الاخر. فده كده دي ساين ثيتا ايكوال ام لامدا. ام ده خلاص انتوا بقيتوا فاهمين، ده عداد او كاونتر مش اكتر. لامدا هي الويف لينث بتاع الضوء اللي عدى بالفتحتين بتوع الدبل سيت اكسبيرمنت، ونفس القانون بس ام بلس هاف لامدا بيكون للدارك. تمام. طيب الفكره او التريك هنا، الحاجات المحيره شويه، ان ام بيبدا من زيرو. تعال نجرب، تعال نشوف اول مره برايت شفناها فين. حط الام كده بزيرو في قانون البرايت، فبقى دي ساين ثيتا. انا بحط في قانون البرايت دي ساين ثيتا ايكوال، حطيت الام بزيرو. امتى الساين ثيتا بتتصفر؟ عند ثيتا بكام؟ زيرو. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان اول مره، ما هي ام بزيرو يعني اول مره، اول مره نشوف حاجه برايت حصلت عند ثيتا بزيرو، حصلت عند الخط الافقي نفسه. فعلا ادي اول حاجه برايت حصلت عند الخط الافقي نفسه اللي هو في النص هنا، ولا يمين ولا شمال. طب دي عندها ام بكام؟ عندها ام بزيرو.
البرايتس اللي جايين بعد كده يمين وشمال الخط الافقي. تعالى كده نحط الام ايه بون عشان نشوف البرايت اللي جاي. حط الام بون، فيبقى دي ساين ثيتا ايكوال ام لامدا. ابعت الدي هناك بالشكل ده، يبقى ساين ثيتا ايكوال ام لامدا على دي. حضرتك عارف ان الساين ثيتا يعني لو قلت لك ساين ثيتا امتى ايكوال هاف هتقول لي مرتين، صح؟ مره في الكواد الاول، مره في الكواد مش فاكر الثاني. فيبقى هنا هيطلع لنا كذا كذا مكان او كذا بوزيشن، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. فبنقول ان لما حطينا الام ب1 شفنا البرايت اللي جايه، شفنا البرايت اللي جايه اهي عند زاويه معينه، القانون هو اللي يطلع لك الزاويه بتاعتها بالظبط. وزي ما نشوف البرايت دي اللي عندها ام ب1، لو انت نزلت نفس الزاويه دي تحت بالظبط هتشوف برضو برايت وبرضو عندها ام ب1. خلاص، ام ب2 نقصد بيها مين؟ البرايتس اللي جايين بعد ام ب1 فوق وتحت، ام ب3 اللي جايين وهكذا، هو ده الترتيب. فاحنا بنقول ايه لما اجي اقول لك خامس واحده برايت؟ لو في مساله قال لك خامس واحده برايت، في تجربه نيوتن اللي شرحتها لك من شويه، خامس واحده برايت على طول انت فاهم ان ترتيبهم بيبدا من الزيرو، فخامس حلقه برايت دي اللي كان عندها ام ب4. هنا لا، هنا لازم يوضح. هنا لو قال لك خامس برايت فرنج لازم يوضح هل هو يقصد خامس واحده من بعد السنترال. فهقول له هعد من واحد بقى، اتنين تلاتة اربعة خمس، هي دي خمس واحدة من بعد السنترال، ولا يقصد خمس واحدة بدء العد من عند السنتر؟ لان لو بدأ يعد من عند السنتر فهنعتبر دي الاولى، دي التانية، دي التالتة، فهتبقى الخمسة عندها ام باربعة. فهنا لازم يوضح لك حتة الترقيم دي شوية. طيب انما الدارك مفهوش بقى الكلام ده، ليه؟ هو في دارك في السنتر يا ابن الناس؟ تعال نشوف فين اول واحده دارك. اول واحده دارك بنجرب العداد الام نحطه بزيرو، حط الام بزيرو، حصلت عند دي ساين ثيتا ايكوال هاف لامدا. حتى انا حطيت لك بوزيتيف ونيجاتيف في القانون اهو عشان اقصد اوري لك ان بنشوف فوق وتحت. يعني هل دي تطلع لك زاويه كام؟ زاويه زيرو ولا زاويه ليها فاليو؟ ليها فاليو طبعا. فيبقى اول واحده دارك عمرك ما هتشوفها عند الزيرو، عند ثيتا بزيرو، هتشوفها عند ثيتا معينه هنا اهو وزيها تحت. ادي اول وتاني واحده دارك. خلاص، طيب فبنقول ان اول مره نشوف حاجه دارك كنا حاطين الام بزيرو اهي. يبقى لما بتحط الام بزيرو بتشوف اول واحده دارك فوق وتحت، ام ب1 تاني واحده دارك فوق وتحت، ام ب2 تالت واحده دارك. فهنا مش محتاج يوضح، لو قال لك رابع دارك فرنج خلاص مش محتاج يوضح بقى حاجه. ليه؟ ادي اول دارك فرنج، ادي التانيه صح، التالته، الرابعه هيبقى عندها ام ب3، الرابعة هيبقى عندها ام بي 3. طيب فيبقى انا هنا حتة الترقيم قلتها لك واشتغلنا بالقوانين كويس. بنعمل احيانا حركة بسيطة قوي، باجي اقول ايه بقى؟ يعني بنعمل حركة سهلة جدا مفيش اي صعوبة فيها خالص. بنبتدي نقول طب ما هو لو انا شفت اول واحدة برايت عند ثيتا معينة، خلاص اهي اول واحدة برايت هنا شفتها عند ثيتا معينة، ينفع تقول لي مكانها بس مش بالثيتا؟ يعني ما تقوليش ان هي اتحرك انجل 20 من اول من اللاين الافقي، لا انا مش عايزك تدلني على مكانها بالشكل ده، انا عايزك تدلني على مكانها كارتفاع من الخط الافقي كواي من الاخر كده. تعرف تجيب قانون للواي بدل ما احنا جايبين هنا شويه قوانين للثيتا زي ما سيادتك شايف؟ اه نعرف نجيب قوانين للواي بسهوله. ليه؟ ماي ساين الثيتا دي ايكوال مين؟ ايكوال الاوبوزيت ليها اللي هو الواي صح؟ على مين؟ على الادجيسنت. ما هي الواي دي هي الواي اللي هنا بالظبط اهي شايف؟ فالواي اللي هنا اهي ده اللي قصاد الثيتا. طب مين الادجيسنت؟ انا مش ساين ثيتا، انا اسف، تان ثيتا. تان ثيتا، تان ثيتا هي واي على مين؟ على الادجيسنت للثيتا. طب الادجيسنت ده نقصد بيه مين؟ ده احيانا بنسميه ال، ال هي المسافه اللي بين الشاشه اللي انا بشوف عليها الديفراكشن، هي المسافه اللي بين الشاشه وما بين ال الدبل سليت او السليتس او الفتحات. فانا اقدر استبدل تان ثيتا من اي قانون واحط بداله واي على ال. طب ما هي ثيتا قليله، فممكن تان ثيتا نعمل لها ابروكسيميشن، نحط بدلها ساين ثيتا، نحط بدلها ثيتا نفسها، نحط واي على ال. خلاص، فنفس القوانين استبدلنا ثيتا حطينا واي على ال وصلنا للقوانين دي. بقى في واي بيدلك على البراي فرنجز وقانون تاني بيجيب لك الارتفاعات او الواي بتاع الدارك فرنجز. فكر في دول او بدول حسب لغه المساله، المساله مركزه على الثيتا ولا المساله مركزه على الوايات؟ كلام سهل. طيب في حاجه تاني في الدارك فرنج عايزينها؟
اللي برضو عايز اعرف ليه عملت ابروكسيميشن للثيتا ان الساين نفسه التان، لان المسافه اللي بين السلاتس وما بين السكرين المسافه ال دي بتبقى كبيره جدا جدا، اكبر من مين؟ اكبر من دي، فبتكون اكبر يعني ال ال دي كبيره جدا من الاخر خلاص. فعلشان كده بنبتدي نقول ان الثيتا دي تعتبر صغيره، فاقدر اشيل ساين ثيتا وتان ثيتا واحط واي على ال، وده اسمه فرانهوفر ديفراكشن. مش عليك انا بس بقول الكلمه علشان لو انت سمعت الكلمه ما تتخضش يعني قبل كده خلاص. دي اللي داخل كوميونيكيشن بقى يبقى يتهري في الكلام ده. طيب ايه تاني نقدر نقوله هنا؟ هل احنا محتاجين نعمل اثبات؟ لا ملوش لازمه الاثبات، بس في جمله احيانا بيسالك عليه خصوصا كانت في امتحانات الشفوي، يقول لك مين الدي ساين ثيتا ده؟ يعني قانون الدبل سليت اكسبيرمنت احنا عارفينه، مين اصلا الدي ساين ثيتا؟ ليها فيزيكال مينينج ولا لا؟ اه ليها فيزيكال مينينج. انت كطالب ذكي لو اتسالت في امتحان مين الدي ساين ثيتا مش هتفتكرها، بس هتفتكر دي، ايه ده ام لامدا وام بلس هاف لامدا دول مين اللي كنت بساويهم بيهم؟ كنت بساوي بيهم الباث ديفرنس. والله لو الباث ديفرنس بام لامدا يحصل كونستراكتيف اشوف حاجه مضيئه، باث ديفرنس ام بلس هاف اشوف حاجه دارك. يبقى انت من هنا لقطت ان الدي ساين ثيتا دي كده او دي اصلا بتمثل لك ايه؟ باث ديفرنس. فانت كطالب ذكي قدرت تجيب المعلومه دي لوحدك. بس فين الباث ديفرنس؟ ما هو يعني الدكتور اللي بيسالك شفوي برضه مش هيقف معاك لغايه هنا، يقول لك ايوه هي باث ديفرنس ما بين مين ومين. زنقك كده. انت هتفكر في حاجه، هتقول انا هقف من عند يعني هقف عند اي نقطه؟ اكن انا واقف هنا وعايز اشوف هشوف ضوء ولا لا، واقف بعينيا هنا عند النقطه اللي سميناها بي. خلاص رسمت خط بيوصل من عندي لغايه الفتحه الاولى، ورسمت خط تاني بيوصل من عندي للفتحه التانيه، ورسمت خط تالت احمر منقط اهو بيوصل من عندي للنقطه اللي هي في المنتصف بين الفتحتين. كل ده انت بتحاول برضو تعرف مين الدي ساين ثيتا. طيب بنعمل حركه بسيطه جدا، ايه هي؟ بنفترض ان ار1 وار2 خلاص نتيجة ان المسافة ال اهي كبيرة جدا 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 اللي ما بين الشاشة والفتحات، فبعتبر ان R1 و R2 تقريبا بارال، وبارال كمان لللاين اللي في النص ده خلاص. طيب اللاين اللي في النص ده اهم لاين، ليه اهم لاين؟ لان اللاين المنقط اللي في النص ده لو انت واخد بالك هو ده اللي ما بين الخط الافقي وما بينه بنسمي الثيتا صح؟ اهو اللاين اللي بيوصل هنا اهو بالشكل ده، هو ده اللي بينه وبين الخط الافقي، هي دي ثيتا اللي احنا بنسميها دايما. فراح راسم عليه نورمال او خط عمودي عامل معاه زاويه 90. رسمت بالشكل ده خط نورمال او عمودي عامل معاه زاويه 90 خلاص. وعملت ايه بقى؟ عملنا يعني هبده كده كويس. قلنا ان ار1 وار2 دول بارل مع بعض، مفيش بينهم فرق باث، بارل مع بعض. بس من امتى مفيش فرق باث؟ من بعد اللاين البربنديكولر. انما المسافه اللي في الاول اللي ار2 مشيها اللي هي دي كده، اه لا دي تعتبر باث ديفرنس. ما احنا مش هنكمل الموضوع هبد للاخر يعني، هم بارل اه فعلا، بس بارل من امتى؟ من بعد اللاين البربنديكولر اللي احنا رسمناه ده، من بعديه ار1 وار2 بارل. اذا الباث ديفرنس هي الحته اللي هنا دي خلاص، اللي ار2 مشيتها وار1 لا. طيب شويه شغل ثانويه عامه، هي مش الثيتا دي يا جماعه، الثيتا اللي هنا دي مش هي بالظبط الثيتا اللي هنا صح؟ فتعالى نكتب لها مثلا ساين ثيتا. هنقول ان ساين الثيتا ايكوال الخط اللي قصادها ده كده سميه مثلا دلتا اكس، ده اللي هو الباث ديفرنس اللي احنا عايزين نجيبه على مين؟ على الهايبوتنس. طب ما هي باين قوي ان الانجل دي ب 90، فيبقى الهايبوتنس اللي هو مين؟ المسافه دي اللي ما بين الفتحات، اللي بين الفتحه دي والفتحه دي. فيبقى ساين الثيتا ايكوال الاوبوزيت دلتا اكس على دي، يبقى دلتا اكس اللي هو الباث ديفرنس طلع مين؟ دي ساين ثيتا. كل ده كنت بحاول اثبت لك ان دي ساين ثيتا بتمثل باث ديفرنس. طيب خلصنا يونج دبل سلات اكسبيرمنت اللي ولا هي محسوبه على الديفراكشن ولا هي محسوبه على الانترفيرنس. فاضل بعد كده عندنا حاجتين في التشابتر ده، حاجه اسمها سنجل سلات وحاجه اسمها وريزولوشن برضو مع السنجل سلات، وحاجه اسمها ديفراكشن جريتنج. طيب سنجل سلات دي اكسبيرمنت جميله جدا جدا، اصل هي سلت واحده مش اتنين. فقبل ما يعني قبل ما تعرف انت عن الدفراكشن هتتوقع ان لو في هنا ضوء معين، تعال نمسح بس كل الكلام ده، حضرتك هتتوقع ان لو كان في هنا لمبه معينه طلع منها ضوء عدى بشكل مباشر المفروض وصل هنا،
فالمفروض اشوف الضوء لو انا واقف هنا مستني الضوء هنا، اي واحد تاني واقف الناحيه دي عمره ما يشوف ضوء. لا، الكلام ده كان قبل الديفراكشن. نتيجه ان انت بتدرس ديفراكشن دلوقتي، فهنقول الضوء اللي هيحصل او الضوء اللي هيعدي هنا بالفتحه الضيقه بالكاد هيبقى فيه هنا كذا بوينت سورس، ويمكن بوينت سورس واحده بس لو عرض الفتحه ايه ضيق خلاص. فهنبتدي نقول ان الضوء حصل له ديفراكشن، الضوء انتشر في كل حته. بس يعني في حاجه مهمه تكون عارفها، الضوء بشكل كبير قوي اغلبه عدى ستريت. اجين هنقول ان ادي الضوء بالشكل ده، او ادي الريز بتاعه الضوء بالشكل ده خلاص، نتيجه ان الفتحه ضيقه حصل ديفراكشن، بس ديفراكشن بنسبه قليله شويه، اغلب الضوء عدى ستريت. فلو انت فعلا واقف هنا متسنتر، انت هنا هتشوف الضوء، بس هتشوفه بنسبه كام في الميه من اضاءته؟ 85% من اضاءته خلاص. انا زي ما اكون راسم هنا محور للاضاءه، محور للانتنستي، وده كده يعتبر محور بيقول لك مكان كل فرنج او مكان كل مره حصل ديفراكشن يعني، او اماكن الديفراكشن فرنجز. فده الانتنستي اللي هنا دي تقريبا 85% من الانتنستي اي نود اللي هي بتاعت الضوء الاصلي قبل ما يحصل له ديفراكشن خلاص. طب لو في واحد زميلك واقف هنا هيشوف ضوء بس ضعيف جدا، لو واحد واقف هنا هيشوف ضوء ضعيف جدا 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 كمان. فيبقى في السنجل سليت في اختلاف عن الدبل سليت، ان الدبل سليت كل الخطوط الفرنجز كانوا بنفس الاضاءه بالظبط، والسبيسنج ما بين كل او حجم كل برايت كان زي حجم كل دارك، كانش في اي اختلاف، والحجم ده او العرض ولا بيزيد ولا بيقل. تعالى كده هنا، هنا برضو حجم البرايت بصراحه ما بيزيدش ويقل، يعني كل برايت اللي هي نفس حجم البرايت فرنج الايه اللي بعدها او اللي قبلها، ما عدا السنترال. اصل السنترال دي ما بنسميش ان حصل عندها ديفراكشن، السنترال دي كده بالذات بنعتبر ان ده مش ديفراكشن، بنعتبر ده الضوء اغلبه عدى، فالديفراكشن حصل من بعديه، فاهمني؟ يبقى دي كده ما بنعتبرهاش ديفراكشن، دي بنعتبر ان الضوء عدى ب 85% من شده اضاءته. طيب انهي اسهل، تستند القانون للدارك ولا برايت؟ وانا راسم لك اهو قصاد عينك شكل الباترن عامل ازاي خلاص، مش زي الدبل سليت كانت الخطوط الدارك والخطوط البرايت كانوا نفس العرض. لا، شايف هنا مين العريض؟ البرايت. مين اللي عرضه قليل قوي؟ صح، الخطوط الدارك. فاني اسهل انك تشاور على حاجه برايت ولا حاجه دارك؟ طبعا اسهل انت لو جيت تشاور على حاجه برايت، هيجي واحد يقول لك انت فين في البرايت، انت في اول البرايت ولا في اخر البرايت ولا انت فين؟ صح، فهيزهقك، فهتبتدي تقول له يا عم انا هقول لك على الدارك اسهل، مش هتقعد تقول لي فين اول واخر الدارك، هو الدارك اصلا عرضها قليل جدا. وده اللي احنا فعلا عملناه، استنتجنا قانون لاماكن الدارك فرنجز. ايه عرض الفتحه في الدبل سليت؟ كان اسمه دي، وكان دي المسافه بين الفتحتين، ما كانش عرض الفتحه. ايه ساين ثيتا؟ مين ساين ثيتا؟ نفس الطريقه بالظبط، ارسم هنا اللاين الافقي خلاص، ساين ثيتا هي اللي بينه وما بين ايه اللاين اللي بيشاور على اي فرنج. ايكوال ام لامدا، الكلام ده سهل. بس استنى، هنا الام زيرو محرمه دوليا، ما تنفعش. ليه؟ هقول لك ليه. تعالى كده نجرب، حط الام بزيرو كده، اي ساين ثيتا ايكوال زيرو. خد بالك ده قانون الدارك، احنا ما عندناش هنا قانون برايت اصلا، ده قانون دارك. ده معناه ان عند الثيتا بزيرو انا شايف دارك، وهل ده صح؟ لا، انت اصلا عند الثيتا بزيرو اصلا ما حصلش ريفراكشن، صح ولا ايه؟ عند الثيتا بزيرو ما حصلش اصلا ديفراكشن، فتجنبها. فيبقى احنا الزيرو هنا محرم، اول مره دارك تحصل شايف حصلت هنا عند ام بكام؟ واحد فوق وتحت، ام باتنين فوق وتحت، ام بتلاته هي الدارك التالته. فبرضه هنا الموضوع مش محير لما يقول لك تالت دارك فرنج او تالت خط دارك، او ده اللي عنده ام بثري، اول واحد دارك عنده ام بون. ليه؟ لان في التجربه دي بالذات الزيرو محرم، ما ينفعش زيرو. طيب انا كده خلصت لك السنجل سليت، الاثبات بتاعها والانتنستي بتاعها يعني مهمين بصراحه خلاص، ومهم انك تقرا الحته دي بضمير. هنبتدي برضو نعمل حركه عملناها من شويه، دي سهله الحركه دي، ان بدل ما القانون كان مركز على الثيتا هريبليس ساين ثيتا، احط بدلها مين؟ ما هو لو انت واقف عند الدارك مثلا الثالثه خلاص، فين الثيتا هنا؟ ادي الثيتا هنا اهي، دي كده الثيتا. اقدر اقول ان الثيتا الاوبوزيت بتاعها هو مين؟ الاوبوزيت بتاعها اهو هو ارتفاع الدارك فرنج الثالثه اللي احنا مهتمين بيها. طب مين الادجيسنت بتاعها؟ اهو المسافه ال.
فهشيل ساين ثيتا اقول نفسها تان ثيتا، اقول نفسها اوبوزيت واي على ال ادجيسنت، المقابل على المجاور. فبدل ما كان في قانون بيركز على الثيتا جبنا قانون للواي كمان، الواي اللي هو ارتفاع كل دارك فرينج. انا بصراحه مش بحفظه يعني، هو انت قانون الثيتا انت عارفه منه، بتشيل الساين ثيتا تحط واي على ال، كلام ما فيهوش اي صعوبه. وكاتب لك هنا جمله بقول لك نارور نارور وايدر وايدر، بمعنى ايه؟ كل ما حضرتك تضيق الفتحه اكتر كل ما يحصل ديفراكشن اكتر، خلاص كل ما الضوء يتفرش بشكل اكتر يحصل ديفراكشن بشكل كبير. انما لو انت وسعت الفتحه جدا خلاص مش هيقابلك ديفراكشن تقريبا. فلو وايدر وايدر يعني الفتحه وسعت جدا تقريبا ما بقاش فيه ديفراكشن اصلا، فبنقول ان نارور نارور خلاص، يعني نارور نارور وايدر وايدر، والعكس وايدر وايدر نارور نارور، نارور يعني اضيق وايدر يعني اوسع خلاص. فلو الفتحه بقت وايدر وايدر يعني وسعت، الديفراكشن باترن يبقى نارور يضيق خلاص، الفتحه وسعت اهي واسعه جدا اهي، تقريبا الضوء اغلبه هيعدي. فلو الضوء اغلبه عدى هتيجي عند الشاشه، انت شايف الضوء هنا، شايف الضوء بقى تقريبا كله متمركز هنا، نارور نارور يعني الضوء ضيق. عكس لو كانت الفتحه، تعالى نضيق الفتحه على قد ما نقدر، ضيق الفتحه جدا اهي، الضوء مش هيعدي ستريت، الضوء هينتشر في كل حته، فهتلاقي ان الضوء موجود، الباترن بتاعه حاجه عامله زي كده، هنا 85% من اضاءته، هنا الاضاءه بتبتدي تقل بعد كده واحده واحده، شايف الضوء فرش عشان الفتحه ضيقت، الضوء او الباترن فرش. طيب دي حاجه، وركز هنا في حاجه عشان هنقارنها كمان شويه بالديفراكشن جريتنج. مين الشارب هنا، الدارك ولا البرايت؟ الدارك. مين الخطوط الشارب اللي سهله اشاور عليها؟ الدارك. انما في تجربه الديفراكشن جريتنج في المعمل عندك، لو انت فاكر ده، انت كنت شايف كل حاجه كحل ضلمه، وكل فين وفين بتروح شايف خط مضيء. عشان كده يا شاطر هنا في السنجل سليت انا استنتجت قانون بيشاور على الحاجات اللي هي ايه، الشارب، حاجات الدارك. انما في تجربه الديفراكشن جريتنج هنشتغل بقوانين بتشاور على الخطوط البرايت، لان هي اللي كانت شارب خلاص، لان هي اللي كانت ماينوريتي، يعني الاغلبيه كانت ظلام، الاغلبيه كانت ان الدنيا ضلمه ضلمه ضلمه، وكل فين وفين تشوف حاجه برايت. فطبيعي ان انت تستنتج قانون يشاور على الحاجه البرايت اللي بتشوفها كل فين وفين، مش قانون بيشاور على الدارك اللي هي اصلا في كل حته يعني. طيب دي كده حاجه قلناها عن السنجل سليت. برضو حاجه تانية عن السنجل سليت، تجربه كده هتتعمل نوصل بيها القانون عن الانتنستي. ايه التجربه دي؟ يعني انا عايز اعملها معاك. بص يا ابن الناس، انا هقف هنا، اصل برضو ممكن يجي دكتور يسالك في امتحان اللاب يقول لك مين ايه ساين ثيتا اللي ايكوال ام لامدا، وليه القانون ده بتاع الدارك مش بتاع البرايت؟ خلاص، فحضرتك امسك الورقه والقلم على طول، ادي البروف على طول، ايه بسرعه. انا واقف عند النقطه بي، ايه الخطوط دي عشان بس انت تبقى فاهم برضو؟ ما هي الفتحه بنقول ان هي كفه كذا بوينت سورس، شايف انا رسم لك كذا نقطه زرقاء اهي، فمن كل بوينت سورس ارسم خط بيشاور عند النقطه بي، وهتعتبر ان الخطوط دي كلها بارل مع بعض. طب بارل مع بعض مين اهم واحد فيهم؟ اهم واحد فيهم هو اللاين اللي خرج من النقطه اللي في المنتصف دي. ليه ده اهم واحد؟ لان ده ما بينه وما بين الخط الافقي، يجي هنا تعريف الثيتا، هي دي الثيتا اهي خلاص، فباجي عنده وراح راسم له خط بيربنديكولار عليه. بنقول ان من بعد الخط البيربنديكولار كل الريز مشيت بارال مع بعض، اذا كل الريز مفيش بينها فرق باث. بس من قبله المنطقه اللي هنا اللي بالاصفر دي المنطقه اللي حصلت فيها ما بين كل شعاع واللي جنبه باث ديفرنس، والباث ديفرنس ده هو اللي بعد كده ادى ان يحصل انترفيرنس، او ادى ان الباث ديفرنس احيانا يساوي لامدا واحيانا يساوي هم بلس هاف لامدا، فشويه تشوف برايت وشويه تشوف دارك. حد فاكر دي انهي كيس؟ انا عندي كام ري هنا، واحد ولا اتنين؟ كتير، عندي سيفرال، عندي ان ريز، وما بين كل واحده والتانيه مسافه ثابته. كل فتحه من دول، ما انت اللي فارض اصلا ان عرض الفتحه اللي كان اسمه ايه، انت اللي قسمته على كذا يعني حته، انت اللي قسمته على كذا حته، انت اللي قسمته البوينت سورسز. فانا عندي ان بوينت سورسز او ان ريز او ان ويفز، ما بين كل واحدة والتانية مسافة معينة خلاص. طب ما المسافة المعينة دي احنا نقدر نقلبها ونخليها فرق فيز متتالي، ويبقى احنا هنا كده في مين، في السوبر بوزيشن في الكيس التالتة. والكلام ده يعني يا رب تكونوا مذاكرينه كويس.
اللي هي الكيس التالتة بتاعت السوبر بوزيشن. خلاص، هو نفس الإثبات بالظبط ونفس كل حاجة، بتتكرر للمرة التانية في المنهج عندك. طيب، عارف إن في ناس يعني زمان عملت سكيب للحتة دي كلها أصلاً وقالت الكلام ده نظري، وعملوا سكيب ودخلوا في الحل. أنا عارف ده كويس، بس برضو إيه يعني، خلينا نقول الحتة دي بضمير يعني. طيب، فهنقول إن كل مسافة ما بين فتحتين تعال نسميها دلتا واي، تعال نسمي كل واحدة من دول دلتا واي. خلاص، مين دلتا واي؟ فرق المسافة ما بين كل بوينت سورس واللي بعدها. طب تعال نركز كمان بقى على ايه يعني، بص انا هحاول اوريها لك بس هي مش باينه شويه، حاول تركز على الترينجل ده لوحده، ده لوحده اهو، ده كده شايف، ده اللي انا سويته لك، ده نفتحه بقى شويه عشان نفهم. حاول تركز على الترينجل ده، ثيتا اهي، دي كده ثيتا، دي كده ثيتا، ده شغل رياضه ماشي. مين اللي قصاد الثيتا؟ تعال نزوم، اللي قصاد الثيتا ده اللي يهمني اصلا، الحته اللي هنا دي، ده اللي هو فرق الباث ما بين اول وتاني شعاع. تعال نبسطها لك ونمسح كل دول كده ونرجعهم تاني بعدها. شايف، ادي اول وادي تاني شعاع، انسى كل البوينت سورسز دول خالص، اهي الحته دي كده اللي انا مش هقول لك عليها دي، دي كده فرق الباث اللي بين اول وتاني شعاع. خلاص، طب دي ايكوال مين؟ ما انا مركز في الترانجل اللي انا واقف لك عنده ده، المنقط ده، الترانجل ده ساين الثيتا اللي جواه ايكوال كام؟ ايكوال الاوبوزيت ليها، اللي هي فرق الباث اللي هو دلتا اكس اللي بين كل شعاع والتاني، اسميه بين شعاع واحد واثنين، على الهايبوتنس اللي هو دلتا واي. طيب، فده نقدر نقوله، يبقى عرفت ان فرق الباث ما بين كل ويف والتانيه كام؟ دلتا واي ساين ثيتا، ده فرق الباث بين كل ويف واللي بعدها. يبقى فرق الفيز ما بين كل ويف واللي بعدها هو دلتا واي ساين ثيتا، بس لازم تضربها في ايه؟ تحول من فرق باث لفرق فيز، تضربها في 2 باي على لامدا. يبقى ده فرق الفيز المتتالي اللي كان رمزه ساعتها كده في السوبر بوزيشن، دلوقتي رمزه حاجه تانية، دلوقتي رمزه دلتا بيتا، فرق فيز متتالي ما بين كل ويف واللي بعدها. ده سوبر بوزيشن صريح على طول اهو، شايف عندي ان ويفز او ان بوينت سورسز، ما بين كل واحده والتانيه فرق فيز متتالي دلتا بيتا، مش محتاج اعمل معاك البروف خلاص. فانت هتوصل من هنا، القانون بيجيب لك الانتنستي، خليني ابن حلال واكملها معاكم ماشي. يعني اللي مش مهتم يقلب الكلام ده يسكيب، مش عايز حد يجي يشتكي ويقول السكشن كان طويل، اللي مش مهتم يسكيب، بس خلينا نكملها. طيب خلاص، احنا كده وصلنا ان فرق الفيز المتتالي دلتا بيتا، مفيش مشكله خالص، وشويه حاجات كده تبقى عارفها. ايه عرض الفتحه؟ سليت ويدث، ان عدد البوينت سورسز ماشي. طب دلتا واي هي مين؟ دلتا واي هي عبارة عن عرض الفتحة متوزع على عددهم، عدد البوينت سورسز. ايه تاني برضو عايزين نقوله؟ هنبتدي ان احنا نقول، افتكر الكيس التالتة، افتكر الكيس التالتة، الريزلتنت بتاع الامبليتيود، او الامبليتيود بتاع الريزلتنت لو انت فاكر، كان الامبليتيود بتاع السنجل ويف في ساين ان دلتا على 2 all over sine دلتا على 2، فاكر حاجه زي كده؟ الفرق الوحيد ان احنا هنا في الويفز انا شايل الدلتا ومسمي بدلها ايه؟ مسمي بدلها دلتا بيتا، فحط هنا دلتا بيتا اهي. خلاص؟ ايه كمان ممكن نعمله؟ انا هنا حطيت اهو دلتا بيتا، ان دلتا بيتا على 2. خلاص، الحاجه الثانيه ان احنا هنا بنتعامل مع ويف، فالويفز دي الامبليتيود بتاعها بنسميه ايه؟ ما هنا مش ماس سبرينج سيستم وجسم بيتحرك، فالامبليتيود ده ديستنس او مسافه، هنا الامبليتيود ده الكتريك فيلد، فهشيل كل ايه من دول واحط بدلها ايه، فده الريزلتنت الكتريك فيلد خلاص بتاع الليله دي كده كلها اللي انا عايز اشوفه عند النقطه بي اللي انا واقف عندها. خلاص، فانكشن اوف ده الاي نود بتاع الويف الواحده في ساين ان دلتا بيتا على 2 على ساين دلتا بيتا على 2. طيب تعالى نقلب القانون ده، في حاجة أنا حاسس مش عارف ليه إن هي مش ظابطة معايا، مش عارف ليه. طيب، أوكي صح تمام. هنستبدل إن دلتا بيتا نحط بدلها بيتا. خلاص؟ فهنا دي دلتا بيتا بس من غير إن، مش مشكلة نحط بدلها بيتا على إن. هوريك من بيتا دي حالا. فيبقى وصلنا إن إي إيكوال إي نود ساين بيتا على 2.
الساين اللي تحت الزاويه بتاعته صغيره قوي، ده بيتا على ان على 2، فزاويه صغيره فاقدر اطير منها الساين، فاكتبها بيتا على 2 ان، بيتا على 2 ان. خلاص ادي بيتا على 2، بدل ما اكتب على 2 ان تحت دي كده، هروح مطلع ال ان دي مثلا اوديها ايه، خليها بيتا على 2 ان وخلاص. طيب ندخل بقى على اللي جاي او اللي بعد كده، مين البيتا دي؟ شايف دلتا بيتا هو فرق فيز متتالي بين كل ويف والتانية. لو دي كده ويف ودي اللي بعدها مثلا، بتمدهم بالشكل ده اهو مثلا، ده كده فرق الفيز المتتالي بين كل ويف واللي بعدها. بيتا هي مجموع فرق الفيز المتتالي ده، يعني لو قلت لك بين كل ويف وويف 10 ديجريز وهم اصلا 10 ويفز، فبيتا دي هي 100 ديجريز، هي الانجل الكامله اللي هي ان في فرق الفيز المتتالي، ده المقصود بكلمه بيتا. خلاص قانون الامبليتيود عايزين نقلبه انتنستي، ما هي الانتنستي بروبورشنال مع الفيلد باور 2، يعني اعمل الايكويشن باور 2 هنا وحط هنا باور 2 وباور 2 هنا وباور 2 هنا، خلاص اعمل باور 2 في كل حته في الايكويشن عشان تقلبه انتنستي، توصل للقانون بتاع الانتنستي اهو، او اهو. طيب ده مهم جدا، يعني سهل قوي ان حضرتك بيتا دي كده تقدر تروح شايلها ومرجعها لاصلها. افتكر كانت 2 باي على لامدا دلتا واي ساين ثيتا، فدلتا واي ساين ثيتا اقدر افك دلتا واي واحط ايه على ان، سهله. بس دول القوانين بتاعت الانتنستي. طب انت عرفت احنا ليه ركزنا على الدارك؟ هقول لك ليه. اصل مفيش اسهل في الدنيا من ان انت تروح قايل والله انا عايز احط الانتنستي بزيرو واشوف ده بيحصل امتى، صح؟ دي اسهل حاجه انك تساوي الانتنستي بزيرو. انتنستي بزيرو يعني دارك. تيجي تحل الايكويشن ده زي ما انا حالل قصادك اهو، يبقى اقراها دي في البيت، تلاقي ان انت لما تحل الايكويشن ده يوصلك لاماكن الدارك فرنجز، فراح موصلك للقانون اي ساين ثيتا ايكوال ام لامدا. لو انت كنت عايز تحله وتجيب اماكن البرايت، طب ثانيه واحده، هو انت عارف كل برايت فرنج عندها اضاءه كام؟ انت الدارك بتحط الانتنستي بزيرو وخلصنا، انما كل برايت فرنج اذا كان هم اصلا الانتنستي بتاعتهم بتقل، فانت عارف كل برايت فرنج الانتنستي عندها كام؟ ما تعرفش، فيبقى الاسهل بكتير ان انت كنت تحل وتشوف امتى الانتنستي بزيرو، عشان كده جبنا قانون للدارك مش للبرايت. طيب عارف الساين سكويرد ده رسمته عامله ازاي؟ هو الساين لوحده، انتوا عارفين شكل الساين، ساين حاجه على نفس الحاجه دي اسمها سينك، خلينا نرسمها بنظافه شويه، دي اسمها سينك، حاجه عامله زي كده، والامبليتيود بتاعها بيقل مع الوقت، بيك والامبليتيود بيقل، دي اسمها سينك. ها طب دي لما تعمل لها باور 2 زي ما حصل هنا اهو، شايف زي ما قانون الالكتريك فيلد قلبناه انتنسيتي فبقى باور 2، ايه اللي بيحصل؟ الاجزاء اللي كانت تحت في النيجاتيف دي، صح، بتكبر بتبقى بوزيتيف، فتعالى نرسمها بوزيتيف ونشوف رسمه الساين او السينك باور 2 هتبقى حاجه عامله زي كده وبتموت مع الوقت. طب ما ده نفس الانترفيرنس او ده نفس الباترن بتاع السنجل سليت ولا نسيته؟ بس انا كنت مايلهولك كده شويه، شايف انا ده كنت مايلهولك بالمنظر ده، هو ده الباترن بتاع السنجل سليت، ان انت شايف هنا 85% من اضاءه من شده الاضاءه، والاضاءه بتقعد بعد كده بتقل، كل ده برايت كل ده برايت، ونتيجه ان البرايت عرضهم اوسع من الدارك، فاحنا جبنا قانون بيشاور عن الدارك دول، بس بيجيب الخطوط الدارك اللي هنا دي بيشاور عليها، هي دي الحدوته سيادتك، ده الإثبات، ده الرغي اللي في الموضوع، رغينا فيها كتير. ندخل بقى في اللي جاي، resolution of single slit، قانون سهل جدا مش هتكلم معاك في إثباته، ماشي؟ إيه resolution of single slit؟ بكل بساطة، عارف حضرتك لما تبقى في مثلا عربية ماشية قدامك ومديالك ظهرها، فالعربية ليها كام فانوس؟ ليها فانوسين، فأنت شايف لمبتين حمر، عينك عارفة تفرق ما بينهم جدا، صح؟ ليه؟ انت واقف هنا اهو والعربيه بالشكل ده اهو مثلا يعني، ففي هنا فانوس وفي هنا فانوس تاني، ايه ده؟ هو ايه اللي انا رسمه ده؟ هقول لك انا ايه اللي انا رسمه ده. ما هو انا، انت كطالب علم دلوقتي او كطالب ويفز، انت بالنسبه لك فانوس ده هو مصدر ضوء، من الاخر مصدر ضوء يعني باترن، ده الباترن بتاعه بالشكل ده،
يعني حاجة بتطلع ضوء كده متسنتر في النص من الآخر، وده الفانوس التاني. عينك عارفة تميز ما بين الفوانيس ولا لأ؟ آه، لأن الفوانيس بعيدة عن بعض، أدي دي العربية زي ما قلنا هي يا جماعة وبتمشي بتبعد عنك، فأنت عينك عارفة تفرق ما بين الفوانيس. ماشي، اللاين ده كده واللاين ده داخلين في عينك ومتشافين كويس أوي. دي كده بنسميها ثيتا. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. كل ما العربية دي ما هتبعد، تفتكر الموضوع اسهل على عينيك ولا بقى اصعب؟ كل ما العربية ما بتبعد الموضوع بقى اسهل to be distinguishable ولا اصعب؟ سهل تميز اللمبتين او الفانوسين ولا بقت حاجة صعبة؟ طبعا بقت اصعب. ليه؟ انت لو بقيت واقف عند نفس المكان والعربية بعدت، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. ناخد كل حاجة زي كده اهي زي ما هي بالملي، خلاص، وحضرتك واقف هنا مثلا، شايف ايه اللي حصل للثيتا؟ قلت قوي. الثيتا اللي خرجت من هنا لعندك والثيتا اللي خرجت من هنا لعندك، الثيتا مالها؟ الثيتا اللي كانت هنا كبيرة قلت، بس عينك لسه قادرة تميز ما بين الفانوسين. طبعا العربية لو بعدت اكتر واكتر واكتر، حضرتك بتبقى شايف العربية من بعيد اكنها نقطة حمراء، صح؟ مستحيل تلاقي واحد بيقول لك شايف العربية اللي جاية من أنا شايفها من على بعد كيلو، مستحيل. يعني لو واحد قال لك أنا شايف عربية من على بعد كيلو، قول له أنت إيش عرفك إن هي عربية؟ ما يمكن موتوسيكل. ما أنت شايف أصلا نقطة حمراء، أنت مش شايف أكتر من كده، عينك مش قادرة تميز ما بين اللمبتين أو الفانوسين. فإحنا هدفنا هنا في الريزولوشن إن أنت تبقى فاهم الظاهرة دي بس. إيه الظاهرة دي؟ إن أنت لو عندك هنا مصدرين أو يعني فانوسين عربية بالشكل ده، خلاص انا عايز اجيب ابعت ريز منهم كده للعدسه اللي هي عينك هنا، العدسه اللي هي عينك، او ممكن عدسه كاميرا مثلا، ما هو نفس يعني برضه عدسه الكاميرا شغاله بنفس اللوجيك بتاع عينك، صح؟ ان لو في حاجه بعدت قوي 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 برضه عدسه الكاميرا مش هتقدر تميز ما بين الحاجتين. فاحنا عايزين نجيب اقل ثيتا اللي لو قلت عن كده مستحيل تميز ما بين اللمبتين او الحاجتين. خلاص عملنا اثبات او مش اثبات حتى، يعني جبنا ان الثيتا المينيمم دي ايكوال لامدا على ايه؟ لامدا اللي هو الويف لينث، ايه اللي هي المسافه اللي ما بين دول، اللي ما بين الايه؟ التو باترنز او التو اوبجكتس دول. يعني احيانا بنشيل ساين ثيتا بنخليها ثيتا بس، احيانا ما هي ثيتا صغيره اصلا خلقه يعني، فبنشيل الساين منها على طول. طب لو كانت الفتحه اللي هنا دي كده سيركلر، لو سيركلر ابرتشر بنعدل القانون. ليه؟ اصل في فرق ما بين فتحه عريضه او على شكل ريكتانجل فعرضها ايه مثلا، وفي فرق ما بين دايره ما بنوصفهاش بالعرض، دايره بنوصفها بالديامتر، فالايه ده نقدر نشيله ونحط بداله ديامتر، خلاص. وبنعمل كده فاكتور معين، فاكتور او معامل تصحيح 1.22، مالكش دعوه جه منين، وهو حتى الكتب نفسها مش بتشرح هو جه منين، يعني خلاص ان الفتحه لو بشكل سيركلر بنعدل القانون، نزود 1.22 في القانون، حفظ كده زي ما هو وموجود عندك في الفورمولا شيت في الامتحان. طيب الخطوه اللي جايه ده برضو اهو نفس اللي انا كنت بقوله لك، فعلا ادي التو باترنز دول طول ما هم بعاد عن بعض شويه بمد منهم لاينز، طول ما ثيتا دي ما قلتش ووصلت لثيتا مينيمم عيني عارفه تفرق ما بينهم، ممكن يتداخلوا مع بعض قوي لدرجه ان انت ما تبقاش تفرق، عينك مش عارفه تفرق ما بينهم، خلاص ده لما الثيتا بتقل بفاكتور كبير او بتبقى صغرت عن ثيتا مينيمم يعني. طيب الدفراكشن جريتنج شكلي كده هسيبها لكم، انا عايز بس الحق احل شويه اسئله كده ايه سريعا. طيب نبص هنا على البروبلم دي كده، اول حاجه في بروبلم ست 9، اول سؤال عندنا هنا بيقول لك يعني ايه ويف فرونت؟ على طول ويف فرونت هو السيرفيس اللي كل النقط اللي عليه ليها نفس الفيز اللي بعده. هايجنز برينسيبل، هل هو حكرا على اللايت بس؟ كان اونلي بي يوزد فور لايت؟ لا احنا ما قلناش كده، احنا قلنا for all of the above، اي لايت، اي electromagnetic wave، اي ترانسفيرس ويف، اي حاجه، خلاص، لو في الهواء، لو في الفاكيوم، لو في اي حاجه. طيب اللي بعده، في تجربه يانج دبل سليت، لو السليت سيبريشن دبلد، سليت سيبريشن دبلد to maintain the same fringe spacing on the screen، the screen to slit distance L must be changed to، واحده واحده. تعال نكتب قانون الدبل سلت. ساين الثيتا، لو انت فاكر كان دي ساين ثيتا ايكوال مش فاكر مين، اهو دي ساين الثيتا
equal m لامدا و m plus half لامدا. m لامدا اللي انا كتبته ده بتاع الايه؟ بتاع البرايت. وكنا احيانا بنستبدل ساين الثيتا نحط بدلها واي على ال. يبقى واي لوحدها كانت ام لامدا ال على دي. طبعا انت لو حافظ القانون ده ماشي، لو مش حافظه اعمل زي ما انا بعمل كده. هو عايز الفرنج سبيسنج. يعني ايه فرنج سبيسنج؟ يعني احنا شايفين شويه دارك برايت دارك برايت، انا كده رسم البرايت بس خلاص. كل واحده من دول اسمها فرنج. فرنج سبيسنج يعني المسافه اللي بينهم. خلاص المسافه اللي ما بينهم. طب المسافه اللي ما بينهم دي هي مين؟ لسه قايل لك حاجه شبهها من شويه في الاوبتيكال ويدج. اكنك حط الام ب1 وحط الام ب0 واطرح، حط الام ب2 والام ب1 واطرح، او شيل الام على طول. يبقى ده كده اسمه سبيسنج، ده اسمه دلتا واي او سبيسنج ما بين كل فرنج واللي بعضها. انا عايز امنتين نفس السبيسنج، انا عايز دلتا واي ما تتغيرش خالص، امنتين نفس الفرنج سبيسنج ماشي، مع ان السليت سيبريشن دبلد، مع ان المسافه بين السليتس دي دبلد. طب دي لو اتدبل انا محتاج اعمل حاجه من حاجتين صح؟ يا خلي لامدا كمان تتضرب في 2، يا خلي ال يتضرب في 2، عشان ال لما يتضرب في 2 صح الزياده في ال تلاشي الزياده في دي. يبقى انا عايز ال يتضرب في 2. طيب دي مثلا ازاي تفكر في سؤال زي ده. السؤال اللي بعده برضو عن السبيسنج، برضو بيقول لك هنا السليت سبيسنج سيبر السليت سيبريشن از دبلد. لا ثانيه، ده يانج دبل سليت ماشي، السليت سيبريشن از دبلد. انا تعالى نركز بنفس قانون السبيسنج ما دام كتبناه. لو السليت سيبريشن دبلد اتضربت في 2 يحصل ايه؟ اولا انا متوقع ان ممكن مثلا نقول ان دلتا واي هتقل. هل الاجابه دي موجوده ولا نبتدي نتعب تفكيرنا ونفكر في حاجات تانية؟ هافينج اوف ذا فرنج سبيسنج فعلا موجوده، يبقى اختارها وخلاص. يبقى فعلا الفرنج سبيسنج دلتا واي هينزل النص اول ما دي تتضرب في 2 على طول. طيب دي كده حاجه. الحاجه الثانيه اكسبيرمنت تو ميجر ذا ويف لينث يوزنج دبل سليت. الفرنجز لقيناها قريبه قوي، الفرنجز قريبه قوي ومش عارفين ان احنا نعدهم او نفرق ما بينهم. الفرنجز قريبه، عايزين نسبريد الباترن شويه. نعمل ايه؟ افتكر الجمله بتاعت نارور نارور وايدر وايدر. انت عايز تسبريد الباترن، عايز تفرش الباترن شويه، ضيق الفتحات او ضيق المسافه اللي بين الفتحات. فانا فعلا هضيق السليت سيبريشن، دي الاجابه خلاص. نارور نارور وايدر وايدر، ضيقنا الفتحات. حصل ايه؟ وسعنا الباترن او فرشنا الباترن على طول. طيب السؤال اللي بعديه ده كده ديفراكشن جريتنج، ف يعني نسيبه نشوف هقدر اديكوا الجريتنج ولا لا. خلاص هنا two slits separated by O point. خليني دول اشرحهم لك برضو في حته تانية اوسع شويه، يعني المسافات اللي بينهم ضيقه نشرحهم في حته اوسع شويه. نرجع بقى كده ناخد ايه التو بروبلمز دول. بص يا سيدي، يانج دبل سليت، يا ريت الارقام دي ما تشوفهاش. يانج دبل سليت او تو سليتس they are separated by كذا. separated by كذا يبقى مين الرقم ده على طول؟ ده المسافه اللي ما بين السليتس وبعضها، ده كده الدي. يبقى انا الدي جاهز عندنا اهو 0.32 ملي مترز. بيم اوف لامدا كذا، معايا لامدا 500 نانو strikes the slits producing interference pattern. عارفين كمل. ها determine the number of maxima observed in the range negative 30 to 30. طبعا لغه المساله واضحه بالانجلز. طيب وبنتكلم على ماكسيما ولا مينيما؟ ماكسيما، ماكسيما اللي هي البرايت الحاجات المضيئه. فانا اشتغل بالقانون بتاع دي ساين ثيتا ايكوال ام لامدا بتاع الفرنجز المضيئه او البرايت. طيب هنعمل ايه؟ هو بيقول لك في النطاق من نيجاتيف 30 ل 30، تعال نبسطها، بلاش تشتغل من نيجاتيف 30 ل 30، اشتغل من 0 ل 30 خلاص. واللي انت هتستنتجه في الابر هاف في النص اللي فوق زيه بالظبط او يسري بالظبط على الايه؟ على النص اللي تحت، عشان في سيمتري او تماثل في المساله. فهنقول تعال نعوض ثيتا ب 30، حط الدي اللي هي 0.32 مش فاكر ملي ساين 30، وحط هنا اللامدا، وتعالى نحسب ام طلعت بكام. انت كده متوقع ايه اصلا؟
انت حاطط ثيتا بثيرتي اكنك باصص بثيتا ثيرتي، فانت شايف برايت بدليل ان انت شغال بقانون البرايت. مش مجرد شايف برايت وخلاص، ده انت شايف برايت عندها ام بكام. عوض كده احسب هنا ام، هتلاقي ان ام طلعت لك ب 320. يبقى انت لما تبص بانجل 30 انت شايف هنا البرايت فرنج اللي عندها ام ب 320. يبقى هاو ميني ماكسما او برايت فرنجز سيادتك شايفهم؟ خلاص. طيب هنبتدي نعد نقول، ما هو لو لما الام تطلع ب 320، الام ب 1 دي اصلا كنا بنسميها اول فرنج، ام ب 2 تاني فرنج، ام ب 3 تالت واحده، فام ب 320 يبقى انا شايف فوق 320 فرنج زيهم بالظبط تحت 320. غير مين كمان؟ غير مين اللي الام بتاعته بزيرو انا ما حسبتهاش كل ده؟ السنترال. يبقى في بلس 1 هنا كمان اللي هي السنترال. يبقى انت شايف توتال كام ماكسما او كام برايت؟ 641. ماشي، 320 ضربناها في 2 بعد كده زودنا 1. طب لو كان سال قال لك انا عايز عدد الدارك، لو كان قال لك عايز عدد الدارك، حضرتك كنت هتمشي بالقانون بتاع الدارك وتجيب الام. طب فرضا ان مساله دارك طلع لك ام ب 320، تيجي نشوف كده ايه اللي ممكن يحصل. لو مساله كانت دارك وانا كنت اصلا اشتغلت كنت معوض ام بلس هاف وبعد كده جبت ام طلعت ب 320، ده معناه ايه بقى؟ هي اول واحده دارك انت شفتها كانت فين؟ ما كانش فيه في السنتر. ادي اول واحده دارك كانت هنا اهي، كانت عندها ام بكام؟ بزيرو. فلما انت تقول ان عند انجل 30 انا شايف ام ب 320، يبقى انت شايف فوق كام واحده دارك؟ من 0 ل 320، يبقى انت شايف كام؟ 321 حاجه دارك فوق وزيهم 321 حاجه دارك تحت. طب في اي بلس 1 في السنتر؟ لا مفيش اصلا حاجه دارك في السنتر، فيبقى احنا شايفين 642 دارك. طيب طب لو في المسألة دي بقى، خد بالك ده كان افتراض، ان بقول لك فرضا ان حلنا وطلعت الام دارك ب 320، طب في المسألة دي كده بالظبط بأرقامها بقى، لو قلت لك في كام حاجة دارك، هتروح انت قايل آخر برايت عنده ام 320، آخر برايت عنده ام 320، يبقى الدارك اللي قبله على طول بالأسود اهي، الدارك اللي قبله على طول عندها ام بكام؟ عندها ام ب، تعال نشوف مين بيبقى سابق التاني في الترقيم، الدارك ولا برايت؟ اول حاجه ظهرت هنا ب ام 1، ما هو ام 0 ده كده كان دارك خلاص، اول 1 ظهرت هي البرايت والام 1 بعدها هي الدارك، يبقى ال 1 برايت ظهرت قبل ال 1 دارك، ال 2 برايت ام ايكوال 2 ظهرت قبل ام ايكوال 2 دارك، يبقى ترقيم البرايت سابق الدارك على طول. يبقى لو ام ب 320 يبقى اللي قبله دارك دي كانت ايه؟ ب 319 صح؟ طيب لو ام دارك ب 319 بدءا من ام 0 اول واحده دارك، يبقى 320 دارك فوق و 320 دارك تحت، يبقى 640 دارك توتال. طيب مثلا يعني ناخد واحده كمان، ليزر بي مديك لامدا بتاعته، انسلنت على تو سليتس بينهم مسافه كذا، لامدا كذا اهي، نانو نضرب في 10 نيجاتيف 9. How far apart are the bright interference fringes؟ عايز المسافة ما بين البرايت فرنجز وبعضها. How far apart؟ طب ما دينا قلتها لكم من شوية، قلنا دلتا واي وجبنا لها قانون لو انتوا فاكرين، دلتا واي قلنا اسمها لامدا ال على دي، اسمها سبيسنج او سيبريشن. معاك لامدا ومعاك ال ومعاك دي، احسب الكلام سهل على طول، مش مشكلة يعني. اللي بعده، يونج دبل سلات اكسبيرمنت، التركيز على البرايت ولا على الدارك؟ التركيز على الماكسيمم، لا استنى كده، التركيز على ال 10th interference minimum، يبقى بنتكلم على الدارك. دارك هشتغل بقانون الدستركتيف وراح قايل دي ساين ثيتا ايكوال ام بلس هاف لامدا. هل هسيب الثيتا زي ما هي ولا هقلبها واي؟ لمحت ان المساله بتتكلم على 7.26 ملم from the central maximum، يبقى بنتكلم مش بالثيتا، مش بلغه الانجل، بنتكلم بلغه الايه؟ المسافات، فهشيلها واحط واي على ال، اروح قايل ان واي ايكوال ام بلس هاف لامدا ال على دي. ركز بقى معايا كده، نقرا السؤال واحده واحده. مديك لامدا، انا مش هحله معاك، انا بس هفتح معاك كلام فيه. مديك لامدا ايه؟ 598 نانو. في مسافه 2 متر بين السلتس والسكرين، يبقى ده ال، بين السلتس والسكرين ده ال.
عاشر مينيمم اوبزرفد 7.26 ملم فروم ذا سنترال اكسس. ارتفاع عاشر واحده مينيمم من السنترال اكسس اهو 7.26 ملم، يبقى معايا الواي بتاع عاشر واحده مينيمم. وبيسالك عن الدي، بيقول لك فايند ذا سبيسنج بتوين ذا سليتس، هات المسافه اللي بين الفتحات، الفتحات وبعضها. السؤال الوحيد اللي فاضل، احط ام بكام وابقى خلصت المساله؟ عاشر مينيمم، عاشر انترفيرنس مينيمم، يبقى تحط الام بكام؟ خلاص دبل سليت، اول واحده دارك ظهرت عندها ام بزيرو، ما هو اللي في النص محجوز، السنترال ده كده برايت، ده ما يهمنيش، ده السنترال، اول دارك ظهرت هنا كان عندها ام بزيرو، فعاشر واحده دارك هيبقى عندها ام ب9، بحيث ان دول يبقوا 10 من اول الزيرو للتسعه، دول 10، فيبقى انا هحط الام ب9 اعوض اجيب الدي على طول. يطلع معاك بكام؟ 1.54 تقريبا مليمتر. طيب اخر سؤال عندنا، تعال ناخد سؤالين عشان برضو نبقى حلنا النهارده شويه حلوين. يعني هيليوم نيون ليزر مديك لامدا، ايه تاني؟ سنت ثرو 0.3 ملم وايد سليت، عرض الفتحه. عايز الويدث بتاع السنترال بيم او السنترال ماكسيمم على شاشه على بعد 1 ملم من الفتحه، الشاشه بعدها ال 1 ملم من السليتس، عايز عرض السنترال ماكسيمم. طب يعني حفظها لك القانون؟ لا بلاش، خلينا نفهمها احسن. ما انت فاهم ان في السنجل سليت هنا شكل الباترن حاجه عامله زي كده، فعرض عرض السنترال برايت هنعتبره منين؟ هنعتبره من عند اول دارك فوق واول دارك تحت. خلاص ده الخط اللي هو في السنتر ده اهو، فهنعتبر ان عرض السنترال بيم هو عباره عن ايه؟ من اول دارك فوق اهو هنا، اول دارك قبلتك فوق واول دارك قبلتك تحت. طب تيجي نشوف اول دارك ارتفاعها كام؟ هشتغل بالقانون A sin theta اللي بيشاور على الدارك equal M lambda. اول واحده دارك عندها M ب1 مش بزيرو، قلنا هنا الزيرو محرم دوليا، خلاص احط ال M ب1، يبقى A sin theta equal M ب1، حطينا اللامدا زي ما هي، شيل sin theta حط Y على L زي ما بنعمل الحركه دي كتير، يبقى Y بتاع اول واحده دارك equal لامدا L على A. ده كده الواي اهو اهو من هنا كده من السنترال لغايه عندها، اضربه في 2 يبقى 2 لامدا ال على ايه، هو ده عرض مين؟ بنسميه سنترال بيم ويث، سنترال بيم ويث، عرض السنترال بيم اللي هو من هنا كده لغايه هنا كده. بس هتلاقي ان هو مديك لامدا ومديك ال ال ومديك الاي، وعايزك تعوض تحسب السنترال بيم ويث بكام على طول. مثلا السؤال اللي بعديه، problem 9، خلاص الديفراكشن جريتنج هسيبها لك انت تقراها مفيهاش مشكله. هنا coherent microwaves ويف لينث كذا، معاك لامدا، انتر along narrow window in a building otherwise specially narrower window in a building، يعني من الاخر مساله ديفراكشن عدى بفتحه ضيقه ماشي. if the window is 36 سنتيمتر wide، الشباك ده 36 سنتيمتر وايد ماشي، هات المسافة من السنترال ماكسيمم، يبقى دي مسألة هي سنجل سليت زي ما احنا قلنا. خلاص عايز المسافة من السنترال ماكسيمم او الخط الافقي اللي في النص لأول مينيمم، أول مينيمم اللي هي هنا هي يا جماعة، خلاص هو عايز دي كده، عايز الواي بتاعت أول مينيمم، عايز واي 1. احنا لسه عاملينها هي هي بالظبط، قلنا الواي بتاعت اول مينيمم دي كانت بمش فاكر ام لامدا على ايه، فاكر حاجه زي كده ام لامدا على ال. هنلغي بقى كل الكلام ده ليه؟ هقول لك ليه. ابدا اشتغل بالقوانين الاصليه. مين السته ونص اللي في الاخر دي؟ دي فروم ذا ويندو ماشي، قال لك ان الشباك او الحيطه اللي فيها الشباك اللي هي السلت بينها استنوا يا جماعه معلش، ده الشباك اهو معلش اهو اللي هيعدي منه الضوء اللي حصل عنده الديفراكشن. فبيقول لك what will be the distance from the central maximum to the first order minimum along a wall 6.5 from the window، يبقى الوول
اللي على بعد 6.5 من الويندو هي دي البول اللي احنا بندرسها، او هي دي الشاشة بتاعتنا، دي الحيطة يا جماعة، اهي اهي دي الحيطة اللي على بعد 6.5 متر يبقى ده ال. طيب السؤالة دي بس فيها تركه كده صغيرة، اشتغل بالقانون الاصلي بتاع A sin theta equal M lambda بتاع الدارك. ليه؟ لان احنا دلوقتي عايزين نشوف، احنا دايما كنا بنعمل sin theta equal theta على طول small angle approximation، هل هنا اصلا ينفع small angle approximation؟ لا ما ينفعش. فا A sin theta equal M lambda اشتغل بيه زي ما هو. فهنقول اول دارك انا شايفها بالشكل ده اهو، هنا الثيتا بتاعتها الساين بتاعها هو اللي لامدا على ال، الساين بتاع الثيتا هو لامدا على ال، فهقول A سوري ال مش الساين، التان بتاعها هو اللي كان واي على ال، يعني الساين بتاعها اكشولي لو انت قفلت الترينجل ده كده الساين هيبقى واي على روت واي باور 2 بلس ال باور 2. خلاص فاحنا نقدر نعمل كده، نستبدل ساين ثيتا نحط واي بتاع اول دارك على روت واي باور 2 بلس ال باور 2. اول دارك فالام عندها بكام قلنا؟ الام عندها ب1، وادي لامدا. طب معاك لامدا؟ تمام. معاك ال برضو؟ تمام اهو. ومعاك الاي كمان اهي، خلاص برضو تمام. شفت سولف الايكويجن ده، تحل تجيب منه مين؟ تجيب الواي على طول، تطلع ب 91.2 سنتيمتر. فيعني دي مهمه، خد بالك احنا حليناها اهو ايه بطريقه مختلفه. وكان ممكن تعمل حركه تانية بدون الخوض في التفاصيل هنا، كان ممكن ده كده بلاك بوكس يعني مالكش دعوه هو مين، ده اسمه ساين ثيتا وخلصنا. هات ساين ثيتا على بعضها، هات ساين ثيتا، جبت ساين ثيتا شفت ساين، هات الثيتا خد لها مثلا ايه تان، خدت لها تان ساوي التان بواي على ال، هات من هنا الواي على طول. فانت عندك طريقتين، وعندك طريقه ثالثه بتاعت شيفت سولف على الكالكليتر، وعندك كذا طريقه. خلاص طب ليه هنا السمول انجل ابروكسيميشن عطل؟ جرب، لان انت ثيتا اصلا دي اللي هتطلع لك من هنا هتلاقي ان هي تقريبا 8 ديجريز او 9 ديجريز، هي ما بقتش هي سمول انجل قوي يعني. خلاص بلس كمان ان هي يعني هو عايز يوجهك للحته دي في المساله، كلامه كله بالسنتي مش بالملي والنانو، كلامه بالسنتي. وهتلاقي ان ال اللي هي 6.5 مترز انت متعود دايما ان هي اكبر من عرض الفتحه، اكبر من عرض الفتحه بكتير كمان. لقيت ان هي عرض الويندو او عرض الشباك 36 سنتي، عرض الشباك 36 سنتي مش اكتر بكتير برضو، يعني تقريبا 12 ضعف تقريبا، مش اكتر بكتير ولا حاجه. خلاص احنا قبل كده كان عرض الفتحه بيبقى بالملي او بالنانو، وتكون المسافه كان بيبقى بالملي او بالمايكرو او بالنانو مثلا، وكانت المسافه ال بتبقى برضو بالمترز، انما المره دي عرض الشباك كبر بقى بالسنتي. فعلشان كده هنا لغينا السمول انجل ابروكسيميشن. طيب جرب انت بقى كده كهوم ورك ليك، اشتغل بالسمول انجل ابروكسيميشن وشوف هتختلف معاك في الاجابه بشكل عامل ازاي، يعني هتختلف كتير ولا مش قوي يعني. وبكده نكون خلصنا خلاص التوتوريال، ودي كانت اخر توتوريال، وجود لك وان شاء الله اشوفكم على خير الترم الثاني، سواء اونلاين او نكون رجعنا اون كامبس. ان شاء الله اشوفكم على خير.